اهلا بحضراتكم مره تانيه، واول فقرتنا الحواريه في البيت الكبير. ثلاثه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، ثلاثه من النقاد الرياضيين الكبار اكيد عاشوا برضو لحظات توتر كبيره جدا مع فرقتنا في النادي الاهلي، ولحظات كمان سعاده كبيره جدا بعد طبعا الفوز بالغاليه السمراء. معانا مشرفنا النهارده الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود صبري اهلا بحضرتك، منورت. أهلا كابتن، اخبارك؟ انت النحيه دي انتوا بتغيروا الاماكن من ورايا. استاذ محمود صبري ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ منورنا. ايوه كده الضحكه الحلوه، ما شفتهاش دي قبل الماتش. ها قبل الماتش قلت لي بص محمود صبري. لا قال لي قبل الماتش يا كابتن هاني انا همشي، كان معانا تقريبا يوم الاربعاء. قال لي هكلمك ان شاء الله بقى بعد الماتش يوم الجمعه ان شاء الله نكون فرحانين. منورنا والف مبروك استاذ جمال الزهيري. الف مبروك، منورنا. مبروك ومبروك ليك وطبعا وللقناة وللناس كلها. طبعا والجماهير. محمد القوسي اهلا بحضرتك، منورنا دايما. فالخير شرفنا علينا. شرفنا شرفنا اساتذة طبعا، اساتذة دايما متجمعين في الخير كده والاصلاح. دايما ان شاء الله، دايما ان شاء الله. دايماً اكيد بنستمتع دايما والسادة المشاهدين بالحوارات. طبعا في ملفات كتيرة جدا هنتكلم فيها، بس الاول لازم نبارك لكم على الفرحة وفرحة الفوز، لان اول مره تقريبا بعد الفوز، صحيح استاذ محمد استاذ محمود واستاذ جمال؟ فعايزين نبارك لكم على الفوز الكبير ده، وتقولوا لنا بقى احساسكم بقى برضو. احب اعرف شعوركم كده وحضراتكم بتتابعوا المباراه الغاليه دي. استاذ جمال، هو احساس لا يوصف رغم المعاناه اللي احنا عشناها اثناء المباراه. يعني احنا، انا شخصيا عشت اثناء المباراه كل المشاعر اللي ممكن تلاقيها في الدنيا. اول خمس دقائق قلت الاهلي النهارده قلت الاهلي النهارده هيعمل ماتش سكور، نتيجه عاليه. يعني هدف بعد خمس دقائق، قلت لا ده اليوم يوم الاهلي. بعد الربع ساعه ولا التلت ساعه الاولى ابتديت اقلق شويه على الاداء، ابتدى يبقى في نوع من السيطره لنادي الزمالك والاستحواذ. ما انا بقول يعني بعد الربع ساعه الاولى، فابتديت دخلت في مرحله اللي هي القلق. استمر القلق معايا برضو، وجه هدف شيكابالا، هدف رائع وكل حاجه، بس لو جابه في اي حد تاني كنت هبقى مبسوط بيه قوي. يعني هو حلو بس ايه، مش النهارده. يعني مش النهارده الهدف ده. المهم طبعا فضل القلق، فضل مستمر طبعا حتى الهدف اللي انا بقول ان هو فكرني، يعني هو اولا هو تصرف فردي جدا، وفكره جات لمحمد مجدي قفشه انا بعتقد انها في لحظتها، لان هو لم الكره بطريقه معينه، بطريقه حتى ما حدش متوقعها. يعني بعد الكره اتردت من مرمى الزمالك، جات قدامه هو لمها واخترق وسط اللعيبه واحرز هدف. انا عايز اقول انه من اغلى او يمكن يكون اغلى الاهداف اللي احرزها الاهلي في الفترات السابقه، لانه هدف مش هقول ان هو لوحده اللي ب 3.5 مليون دولار، لكن على الاقل له قيمه كبيره جدا في تحقيق هذه البطوله اللي كان كل الجماهير والنادي الاهلي والاهلاويه كلهم مستنيينها من سنين. يعني كل سنه انت كنت بتخسر في صح. اخر محطه وصلنا النهائي كذا مره بالظبط. فطبعا يعني عايز اقول اهم حاجه في المشاعر دي بقى العشر دقائق الاخيره اللي هم كان فيهم قلق رهيب برضو، لو بقى خلاص بعد الدقيقه 85 اللي هو بعد الهدف برضو انت قاعد طبعا مش مطمئن انه ما هو زي ما حصل ده ممكن يحصل حاجه تاني، فانت قاعد في ثانية. فهي مباراه ثانية. اجمالا مثيره جدا وجميله جدا، واجمل ما فيها طبعا تتويج نادي الاهلي باللقب. لقب غالي وهدف غالي، ويمكن يعني يمكن من احلى الاهداف اللي اتعملت في البطوله جداً دي جداً. وافتكر كمان انه من اغلى الاهداف على قفشه، هو بنفسه قال كده طبعا. استاذ محمود، عدت عليك اللحظات الاخيره في المباراه ازاي؟ ما تكسفش وانا يعني بكتب الايه؟ نقول له ما تحركش، يعني قول براحتك. لا لا استاذ محمود متعودين على صراحته. استاذ محمود لا انا بجد يعني كنت منتظر تتصل بيا، ما كلمتيش عشان تبارك لي، بس يعني هو كان متوتر جدا بصراحه قبل تحليل. كنت بعمل تحليل المباراه في الاهرام. طبعا يعني حلو المباراه لما جه الجول في الدقيقه 35 سبت القلم وقعدت عملت كده. انت كنت بتشغل وانت انا بشتغل وانا بتفرج يعني سبت القلم وقلت لا خلاص بقى نستنى بقى ال 10 دقايق يعدوا على خير،
ما تضمنش ايه اللي يحصل. لكن انا شايف البطوله دي هي اكبر يعني الفوز فيها هي اكبر من بطوله، يعني مش بطوله كل ده، دي بطوله اسمها انتصار للاهلي، الاهلي فقط، الكيان نفسه، الكيان نفسه عادت له الروح بعد يعني اقول 3 سنوات صعبه جدا متقلبه، ازمات على مستوى كبير جدا، محن كثيره مرت على هذا النادي تحملها طول اداره، تحملته الجماهير، تحملته اللاعبين بالتدريج، ولكن اراد ربنا سبحانه وتعالى ان ينصف هذا المكان، وانه يقول المكان ده لن سيبقى، لن يختفي، لن يستطيع احد ان ينال منه. هي دي الرساله الواضحه من الفوز ده. الهدف ان يجي بالطريقه دي في الدقيقه 85 ياكد لك على الروح، ياكد لك على اراده ربنا في الدفاع بشكل أو قول زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، قول الاهلي تراجع في المباراه، قول ما تكلمنيش على الفنيات، بعيدا عن الفنيات ما تكلمنيش على حاجه، لكن في اصرار، في حاجه قالت للراجل ده روح في الحته الفنيه دي اعملها كده خلاص خلص الماتش. المعنى اكبر من نتيجه بطوله كابتن هاني، والمعنى اكبر في انك انت المكان ده لازم تحافظ عليه بشكل اخر، ده كيان من الكيانات الرياضيه الكبيره، لازم الحاجات الكبيره عندنا يعني بلدنا الاهلي مستمر طبعاً. وسيبقى شامخا طبعا يعني الكيانات الكبيره حتى اهلي الزمالك الاسماعيلي المصري الناس الحاجات الموجوده دي كبيره عندنا نحافظ عليها، لازم نحافظ عليها لانه الحفاظ عليها معناه استقرار الدوله، معناه استقرار حاجات كده. شفنا حجم الفرحه، يمكن انتوا كنتوا هنا، احنا كنا موجودين في الاهرام في الاخبار، قعدنا اكتر من ساعتين عشان نعرف نروح من الشوارع المقفوله والجماهير اللي خرجت. لا فرحه الناس كبيرة. اللي قفلت التتش وحوالين التتش فرحه كبيره جدا. يعني بقول زي ما احنا بنتكلم كنا بنقول دي نقطه مهمه جدا انتظرها جمهور الاهلي اللي هو يعني مش عاوز اقول هو البطل الحقيقي، هو البطل الحقيقي فعلا. اللعيبه قدت معاليه، مجلس الاداره وخد الكابتن محمود الخطيب تحمل ما لا تحمله احد بامانه شديده. انا عاوز اقول مبروك، دي بدايه لعوده يعني 10 سنوات او 7 سنوات سيمان باذن الله تعالى، المزيد من البطولات، عندك بطوله بكره، عندك بطوله يوم 10 ديسمبر، كل الحاجات دي يعني اتمنى ان شاء الله يكون فيها التوفيق. عجبتني قوي جملتك اللي قلت فيها ان تتويج البطوله ديت يعد انصافا للنادي الاهلي، مش مجرد بطوله وكسبناها وخلاص، لا. انصافا للنادي الاهلي يعني للي حصل الفتره اللي فاتت، يعني كانت في ظروف كتيره جدا عندتك زي ما بنقول شويه، فكان فعلا الفوز بيها مهم جدا عشان بيحمل معاني كمان اخرى غير الفوز بالتتويج، غير الفوز بالتتويج. فصاري دموع كابتن يعني فصلت دي حقيقة، دي حقيقة وسجوده على الأرض بطريقة دي بتحوي معاني كبيرة جدا للي شافها واللي ما شافهاش، يعرف حجم الضغط اللي تعرض له رئيس النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، وحجم الصمت اللي صبر فيه على كل الإيذاء المعنوي، وحتى مش عاوز اقول البدني، الإيذاء المعنوي هو اخطر ما في الامر. البطوله دي جاءت للاهلي، وعارف اخطر حاجه ما في الامر ايه؟ الصمت. لا طبعا الصمت، ان انت كنت حريص طول الوقت ان انت ما تردش، حتى سخروا، حتى سخروا من الصمت. لا بس خلي بالك، حتى سخروا من الصمت على رايك، موضوع على الصمت رأيك. ده يمكن اتكلمنا في النقطه ديت في لقطه، كان اعتقد كان قفشه او حمدي فتحي بيحضن الكابتن محمود الخطيب، فاحنا سالنا قفشه وكان بيقول لك ايه، قال لي كابتن الخطيب ما قاليش حاجه بس حسيت وهو بيحضنني انه عايز يقول حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات دي اعتقد في وجهه نظر الشخصيه انه بيقول له شكرا، وهو ده الرد اللي كان هي اللقطه دي هي اللقطه ديت يعني أفشا. اولا دموع كابتن محمود الخطيب والحضن دوت، وقفش قال لك حاجه، قفش قال لي ما قاليش اي حاجه بس حاسس انه عايز يقول لي حاجات كتير. الحاجات الكتير اللي كابتن محمود قالها من جواه انه بيشكر اللعيبه، انه بيقول للعيبه هو ده الرد، انا ما بطلعش ارد على الاهانه، واحنا متعودين في النادي الاهلي الرد يا جماعه فين؟ في الملعب. الرد في الملعب. الرد يا جماعه فين؟ الرد بالبطولات. لان هو ده النادي الاهلي وهو ده كيان النادي الاهلي. استاذ محمد القوسي، يعني برضه هناخد يعني ردود افعالك ايه اثناء المباراه، تابعت المباراه ازاي بكل السيناريو اللي مر بيها، وكمان سؤال للجميع بعديها نقطة من أول السطر. نفتكر من سنة تقريبا 90 ل 93 كان في 3 سنين عجاف على النادي الأهلي. ومن 93 انطلق النادي الأهلي بجيل مختلف حتى 2000. من 93 ل 2000 ببطولات كبيرة جدا، وكانت مباراة أعتقد نادي الإسماعيلي مع النادي الأهلي كان نقطة الانطلاق لهذه المسيرة الطويلة. هل ده يطبق مع هذه المباراة؟
ان هيكون ان شاء الله نقطه من اول السطر، وان هذا الجيل قادر خلال السبع سنين الجايه او 10 سنين الجايين انه يحقق بطولات كتيره جدا. لا، بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى المساله بالنسبه له مجموعه من الاجيال بتسلم اجيال وعمليه متواصله، وكل جيل بيجي يأدي دوره لغايه نقطه معينه ويكمل الجيل اللي بعديه يعني في المسيره. يعني ده مش معناه ان الجيل اللي قبله كان متوقف، هو جه بدا مرحله جديده، لا ده جه كمل واضاف نجمه جديده للثمان نجمات اللي موجوده في النادي الاهلي. نتمنى ان الجيل ده يكمل ويضيف نجمه واثنين وثلاثه وتيجي بعدها اجيال ثانيه تضيف وتكمل المسيره، لان النادي الاهلي يعني جيل ورا جيل بيسلم اجيال ورا اجيال بتسلم بعضيها من 1907 لغايه 2020، واعتقد ان ده نهج وسياسه موجوده جوه النادي الاهلي. يعني اقصد ان بقى في مباريات ساعات بتتحط مباريات كده نقطه انطلاقه لبطولات، بدايه مرحله جديده، بدايه مرحله فيها بطولات على مستمره. يعني المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي او عشاق النادي الاهلي او بالنسبه لنا كلنا، انا كنت شايفها دي واحده من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي. انا الحقيقه من ساعه ما بدات اشوف كوره واشجع النادي الاهلي عمري ما عشت هذه المشاعر ولا هذه الاحاسيس اللي عشتها في المباراه دي. الحقيقه كانت واحده من اصعب المباريات اللي انا عشتها، لدرجه ان انا بدات اتحرك للمباراه نتابعها من الساعه 7. يعني انا طبعا عايش جو الماتش من يوم الجمعه الصبح يعني، بس بدات من الساعه 7 كنت بصدد اتخاذ قرار ان ما اتفرجش على الماتش. ما اتفرجش على الماتش، لكن كانت عندي مشكله كبيره جدا ما بين الصعوبه اللي هنواجهها وانا اتفرج على الماتش، وما بين ان انا ان ده شغلي وشغلي مرتبط بدرجه عشان وشغلي مرتبط بدرجه كبيره جدا، ازاي هعمل شغلي وانا مش هتفرج على الماتش، وازاي هقدر اتحمل ال 90 دقيقه دي؟ الحقيقه يعني كانت عمليه صعبه. فلما احنا كنا كده فكنت بقول الله يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني اللي موجودين في ارض الملعب، ازاي يعني هيقدروا يتحركوا ويشتغلوا بالشكل ده. دي كانت مباراه صعبه وصعوبتها مش النهائي، انت لعبت نهائيات كتير جدا، لعبت 13 نهائي قبل كده ولعبت نهائيات اخر اربع سنين لعب ده الثالث نهائي بالنسبه لك، بس صعوبتها في مواجهه فريق اللي هو المنافس التقليدي والاكبر ليك في القاره والاكبر ليك في مصر والدرب الاعظم ليك اللي هو نادي الزمالك. وده دليل يا جماعه على ان مباراه الاهلي والزمالك مباراه لها طابع خاص. انا اعتقد وفي ظني بعيد عن المستوى الفني، يعني الديرب اللي هو بين برشلونه وريال مدريد ما يجيش في الاحاسيس، مش في الكوره يا كابتن هاني، زي اللي بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك متغللين جوه الشخصيه المصريه، مكتوب من اكبر خمس دربيات على مستوى العالم. لا، احساس المصريين بالاهلي والزمالك يا كابتن كبير قوي. صحيح. لدرجه انا لما كنت قعدت اتفرجت على الماتش في ناس بتعيط، يعني قررت تتفرج عليه. بعد طبعا اخذت قرار ما بقولك تتفرج عليه. قعدت طبعا من الساعه 7 لغايه الساعه 9 كنت رايح الاهرام ورجعت علشان اتفرج على حدائق الاهرام تاني، وانا واخد قرار بحاول ان انا استهلك الوقت في الطريق عشان ما الحقش الماتش، لكن لقيت نفسي برجع قبل الماتش بنص ساعه ورحت نادي حدائق الاهرام. لقيت النادي تقريبا كما يكون اشبه باستاد القاهره، مليان على الاخر مثلا، بالرغم ان في مثلا يجي 6-7 شاشات استاد القاهره بالظبط، قاعده ناس والدنيا مقفوله تماما وصمت شديد جدا على البتاع. وقعدت رحت واخد كرسي وقعدت في مكان منفصل لوحدي عشان اتابع المباراه. طبعا كانت لحظات عصيبه من البدايه، طبعا نفس المشاعر اللي عاشها الاستاذ جمال، انك تعيش من اول لحظه لاخر لحظه، لكن الانفجار بالنسبه للعشاق النادي الاهلي كان في الدقيقه اللي سجل فيها قفشه جول. الحقيقه فوجئت بالناس اللي بيرقص واللي بيشيل واحد، فوجئت واحد جاي بيشيلني وبيجري بيها في النادي ما اعرفش لا اراديه فعلا عديد كده، يعني فوجئت حاجات كتيره جدا بتحصل وانهيارات. انا ليا صديقي عديل لي اغمى عليه لما جه الجون، يعني هو فرح وراح قايم نط حصل نزل قعد مثلا دقايق في حاله اغماء كامله يعني. ففي حالات كتيره وحالات كتير يا استاذ محمد جدا يعني الحمد لله وحالات يعني كتيره جدا فدي مشاعر. ده دليل على ان الماتش ده كان بالنسبه مش مجرد ماتش كوره، لا ده لا. انت بتواجه نادي الزمالك أكبر بتواجه نادي الزمالك في واحده من اهم المباريات في التاريخ. الماتش ده مش هتنساه الاجيال اللي مدت 20 سنه جايه على الاقل، الاجيال اللي عاشته وشافته يعني. هيديك دوري ابطال افريقيا، هيخليك تكسب الزمالك، هيخليك تلعب على السوبر الافريقي، هيخليك تلعب كاس العالم للانديه، هيديك 3.5 مليون دولار، هيديك مجد ادب ومجد معنوي. ايه المباراه دي؟ صحيح دي مباراه كومبو. يا مساء الانوار، مساء الخير والفرحه، مساء الخير والسعاده على جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. حلقه جديده
من حلقات البيت الكبير. إن شاء الله حلقة مليانة فرحة كبيرة الحقيقة بعودة الأميرة الأفريقية مرة أخرى. بطولة دوري أبطال أفريقيا من جديد لأحضان التتش عادت لمكانها الطبيعي، بترجع لكبير القارة السمراء. فعلا زي ما جماهير الأهلي الوفية المخلصة ما بتقول، أفريقيا للكبار وأنت الأسطورة. الحقيقة يعني فرحتنا أو أفرحنا متواصلة ومستمرة، بالرغم من أننا داخلين على ماتش مهم جدا بكرة أمام الاتحاد السكندري في الكاس، لكن فرحة كبيرة وبصراحة مش هنوقف عندها كتير زي ما قلنا. يمكن هتستمر معانا لفترة طويلة لكن وهنحس بيها وهنحس بصداها أكيد، لكن في نفس الوقت مركزين في اللي جاي لأن المشوار أكيد أطول. خلوني في الأول أعرفكم بفقراتنا النهاردة. النهاردة إن شاء الله مشرفنا ثلاثة من كبار الصحافة والنقاد الرياضيين، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ محمد القوسي، والأستاذ جمال الزهيري. مشرفنا في الفقرة الأولى وكلام كتير قوي عن الفترة الماضية والفترة الحالية كمان. الفقرة الثانية مشرفنا كمان ثلاثة من الكباتن النجوم الكبار في النادي الأهلي الحقيقة، نجوم القلعة الحمراء في الألفية الحديثة، واللي زي ما بنقول يمكن احتكروا كل البطولات سواء المحلية أو على المستوى الأفريقي حتى. أمير عبد الحميد، أحمد عادل، وأحمد صديق، ومعاهم هاني رمزي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا سهام. مساء الخير عليك. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. الفرحة مستمرة، والفرحة يعني مستمرة في البيوت، مستمرة هنا معانا، ولكن أعتقد كمان الفرحة يعني هتكمل بإذن الله مع مشوار كاس مصر بإذن الله. خلاص النادي الأهلي ولاعبته قفلوا قصة خلاص الاحتفالات، وبدأوا فعلا الاستعداد بشكل جدي جدا جدا لمباراة مهمة جدا أمام الاتحاد السكندري بكرة. ويمكن اللي عجبنا كمان في يعني شفنا أولادنا معانا هنا في البيت الكبير واحتفلوا معانا بالكاس الأفريقية الغالية، لكن كمان كان عندهم إصرار، وأنا دايما كنت بسألهم إيه اللي جاي، عندهم إصرار وعندهم عزيمة، لأن عارفين النادي الأهلي، وأنا متابع حضراتكم على السوشيال ميديا، يعني خلاص النادي الأهلي ده زي ما بيقول قدر النادي الأهلي إنه هو صاحب بطولات. إحنا بنقفل الصفحة تماما، فرحنا وبسطنا وعملنا إنجاز تاريخي يحسب للعيبة والمجلس الإدارة وليكم أنتم كجماهير، لكن من بكرة مشوار تاني، مشوار كاس مصر هيبدأ بمباراة صعبة أمام النادي الاتحاد السكندري، كمان على أمل كبير جدا إن شاء الله إن إحنا نوصل للمباراة النهائية، وكمان ناخد كاس مصر ونحقق الثلاثية، وإن شاء الله كمان نحقق الرباعية بالسوبر الأفريقي. فمشوار طويل للاعيبة النادي الأهلي. الأهلي يعني بنتكلم على بطولات كتيرة جدا، وده واصل للعيبة. يعني بعض الناس كانت قلقانة من الاحتفالات واللعيبة في الاحتفالات، لكن عايز أطمنكم اللعيبة كلها على مستوى المسؤولية. خلاص يعني العد التنازلي بدأ بشكل كبير جدا لمباراة بكرة. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكرة أمام فريق قوي، فريق الاتحاد السكندري، خطوة إن شاء الله للوصول للمباراة النهائية. وارد جدا كمان تكون مباراة قمة، نادي الزمالك بكرة كمان هيلعب قبل ماتش النادي الأهلي، هيلعب مع طلائع الجيش، والكسبان إن شاء الله يكون الأهلي كسبان هيقابل إن شاء الله يعني النادي الأهلي في المباراة النهائية. وارد جدا تكون مباراة قمة أخرى أمام نادي الزمالك. نتمنى التوفيق طبعا لفرقتنا ونادينا المشوار الطويل اللي جاي بإذن الله. أكيد أكيد طبعا. وسط احتفالاتنا الكبيرة دي باللقب الغالي طبعا وبالفوز المحقق أو المستحق، خلينا نقول إنه فريق الكورة خلاص قفل على نفسه، أصبح كل تركيز الجهاز الفني حاليا واللعيبة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من كأس مصر اللي هتقام على استاد السويس. طبعا الكل مركز علشان يحقق الفوز ويوصل المشوار علشان يحقق لقب جديد في البطولة دي. طبعا الأهلي بيلعب بكل ماتش وكل بطولة بهدف الفوز بس. النهاردة كابتن محمود الخطيب كان بيحضر المران تمرينة الفريق، وكان حريص جدا على انه يتكلم مع اللعيبة انه ضروري جدا ان انتوا توصلوا مشوار الانتصارات، وان انتوا تسعدوا الجماهير باللقب الثاني بعد ما حققتوا البطولة الافريقية الغالية. كلنا طبعا بنستعد النهاردة والفريق بيستعد لمباراة زي ما كابتن هاني قال، مباراة مهمة جدا امام الاتحاد السكندري.
موسيماني الحقيقه المدير الفني بيعلن النهارده قائمه الفريق، فريق النادي الاهلي. القائمه بتضم رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، ايمن اشرف، علي لطفي، وحسين الشحات، محمد الشناوي، عمرو السوليه، قفشه، علي معلول، ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، واكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، وعربي بدر، وبدر بنون. الاسماء والصفقات ابتدت تظهر حقيقه، صلاح محسن. وبكده القايمة بتشهد زي ما قلنا الكتير من يعني أكتر من لاعب الحقيقة، سواء من العائدين من الإعارة زي صلاح، أكرم، ناصر، ماهر، كمان طبعا الصفقتين المهمين اللي بنتكلم عنهم بدر بنون وطاهر محمد طاهر، طبعا أكيد إضافة قوية لفريق النادي الأهلي. طبعا زي ما احنا قدام حضراتكم دي قايمة النادي الأهلي مباراة بكرة، وزي ما احنا شايفين يمكن اتكلمت زي ما بقول لكم مع اللعيبة امبارح، هو كمان الاستعدادات تمت على طول بعد النهائي الافريقي. شايفين القائمه مكتمله، اعتقد كل اللعيبه الحمد لله بعد اجراء المسحه ما فيش عندنا اي مشاكل. دخول برضو طاهر محمد طاهر، الناس كلها مستنيه الصفقات الجديده. بنتكلم على كمان المجموعه اللي راجعه من الاعارات زي اكرم توفيق، زي صلاح محسن، زي بنتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على اسماء كمان داخله وده مهم، بدر بنون طبعا اول ظهور ليه في قائمة النادي الأهلي إن شاء الله بكرة متواجد، إن شاء الله يكون صفقة تضاف لبدر نفسه وتضاف للنادي الأهلي بشكل كبير. زي ما قلت لكم يعني النهاردة كمان الأهلي بيرسم القائمة ديت وبيستعد بشكل أكتر يعني جديا جدا. أنا عارف إن أنتوا قلقانين والناس بتقول احتفالات، لكن كان من حق اللعيبة تحتفل، تحتفل بشكل مش مبالغ فيه. زي ما بقول لكم أنا طمنتكم إن حتى من خلال حواري مع اللعيبة، يعني بتصل باللعيبة دايما، ببارك لهم، لكن كمان عندهم تحمل المسؤولية كبيرة جدا، وخاصة إن احنا بنلعب قدام فريق كبير زي فريق نادي الاتحاد السكندري، وفي بطولة غالية، بطولة كأس مصر أيضا من البطولات المفضلة للنادي الأهلي، فدي بطولة إن شاء الله على الطريق يعني، والمشوار البطولات متواصل بشكل كبير جدا. احنا عارفين طبعا ان كمان القائمه الاولى اتبعتت النهارده للاتحاد المصري، وغاب عن القائمه الثلاثي اليو بادجي طبعا وصالح جمعه واحمد الشيخ. اكيد الثلاثي يعني كمان مش عايزين ننسى انهم كان ليهم دور مع الفريق، يعني الادوار مختلفه، و بادجي، صالح جمعه، احمد الشيخ، بنقول لهم الف شكر على ما قدمتوه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما يعني ما بينساش حتى اولاده، يعني بنختلف كجماهير على المردود الفني لبعض اللعيبه، يعني ممكن نتناقش فيه على المستوى الفني، صالح كان ممكن يدي اكتر من كده، صالح خد فرصه ما خدش فرصه، كل دوت يعني خلاص الصفحه دي اتقفلت تماما، والنادي الاهلي بيشكر الثلاثي، ونشوف كمان ونشوف ان شاء الله باذن الله صفقات النادي الاهلي اللي جايه. انا في رايي رجوع ولادنا من الإعارة دي صفقة، وصفقات إن شاء الله تكون على مستوى جيد جدا. فبنقول ألف شكر للبادجي، بنتكلم على صالح جمعة بنتمنى له التوفيق، وكمان أحمد الشيخ إن شاء الله ربنا يوفقهم في أي نادي يروحوا ويظهروا بشكل جيد ويثبتوا إمكانيات أفضل ما قدموه مع النادي الأهلي إن شاء الله. أكيد مشوارهم لسه قدامهم، مشوار لسه طويل، وبنتمنى لهم فعلا كل التوفيق. اليوباتجي، صالح جمعة، أحمد الشيخ. النهاردة الحقيقة في خبر محزن، يعني يمكن النهاردة رحل عن عالمنا الكابتن ميمي عبد الحميد. كابتن ميمي أحد أفراد الجيل العظيم لكرة القدم في النادي الأهلي، واللي ضم أسماء كبيرة زي كابتن صالح سليم، كابتن عادل هيكر، رفعت الفناجيلي، وطارق سليم طبعا، وأحمد زايد، وغيرهم من نجوم النادي الأهلي الكبار في الوقت ده. طبعا كابتن ميمي رحمة الله عليه مدافع لا غنى عنه في هذا التوقيت، والنادي الأهلي الحقيقة النهاردة في نعي رسمي للراحل تم نشره اليوم عبر الموقع الرسمي للنادي وحسابات النادي الرسمية كلها. الكابتن محمود رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي بينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن ميمي عبد الحميد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. ألف رحمة ونور
تنزل على الكابتن ميمي ان شاء الله. الحقيقه سهام كمان الكابتن محمود الخطيب بعد ما نجح في انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص جدا، والصوره اللي شايفينها قدامنا ديت كانت زياره للكابتن محمود الخطيب اللي فعلا زار طبعا المرحوم ميمي عبد الحميد رحمه الله عليه في بيته بيكرمه وقتها، ومنحه درع النادي الاهلي وعليه عباره النادي الاهلي الخالده الاهلي فوق الجميع. وكمان ساعتها الكابتن اعرب كابتن محمود الخطيب عن سعادته طبعا الكبيره جدا لتكريم مدافع يعني لاعب كبير ومدافع كبير في يعني في الجيل الذهبي للنادي الاهلي. والصوره اللي قدام حضراته او اللي كانت موجوده قدام حضراتكم دي صوره كابتن محمود الخطيب فعلا كان زار بعد طبعا تولي مسؤوليه مجلس اداره النادي الاهلي، زار الكابتن ميمي في بيته واهدى له طبعا درع تكريما لرموز النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بينساش رموزه القديمه، ما بينساش لاعبته اللي يعني ضحوا كتير علشانه حتى من اجيال بعيده جدا جدا جدا. يعني نقول البقاء لله، ويعني كمان النادي الاهلي زي ما بقول لك يا سهام مش بس يعني في الوقت الحاضر ده كمان بيبص لورا قوي وبيكرم رموزه، وهو ده النادي الاهلي صحيح. اللي دايما دايما واقف جنب اولاده يعني. صحيح، والحقيقه يمكن ان هو يعني زي ما انت قلت يعني ما بيتعرفش يعني او ما بيعترفش بفضل النادي الا شخص فعلا الكويس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالكابتن خطيب الحقيقه الاسطوره الكبيره، الرمز الكبير، عشان كده يمكن كانت خلال زيارته وتكريمه الكابتن ميمي زي ما حضراتكم يمكن شفتوا في الفيديو اللي سبق ده في بيته، قال قدام الناس كلها انه كابتن ميمي عبد الحميد كان له فضل كبير عليه هو شخصيا، وكان اول واحد ضمه للفريق الاول في النادي الاهلي. فتعالوا نشوف كده زياره كابتن محمود الخطيب وتكريمه الكابتن ميمي عبد الحميد الله يرحمه زي ما احنا طبعا شفناه كده، تعالوا نشوف ونرجع تاني. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم انه الكابتن ميمي طبعا مدافع النادي الاهلي الكبير كان بيعاني الفتره اللي فاتت تحديدا يعني من المرض، فربنا يرحمه يا رب ما يغلاش على اللي خلقه زي ما بنقول كابتن هاني. ودي طبعا الحقيقه اسرته الصغيره، ولكن طبعا اكيد اسرته الكبيره في قمه الحزن اكيد. اكيد طبعا، وزي ما قلت لك يعني سهام الموضوع كابتن محمود الخطيب بيقوم بدوره كرئيس للنادي الاهلي في وقت توليه المسؤوليه وبعد نجاحه من في مجلس الاداره، صوره تعبر عن النادي الاهلي طبعا. بصراحه وتعبر عن قيمه النادي الاهلي. بنقول الف رحمه على الكابتن ميمي، وان شاء الله باذن الله يعني تكون حتى الفوز بهذه البطوله الغاليه كمان كانت يمكن مواساه لاسره وابناء الفقيد الكابتن ميمي. طيب تعالوا نروح بقى لاخبارنا العالميه، هنبدا طبعا مع اسطوره كره القدم السنغاليه. عارفين بابا ديوب ده لاعب السنغال المتميز، وفاته طبعا المنيه عن عمر يناهز 42 سنه. اللاعب طبعا لاعب السنغال وسط الملعب، يمكن كمان بابا ديوب ده كان من يعني انتقل طبعا لنادي نيوشاتل. انا كنت بلعب في نيوشاتل في الفتره من 90 ل 94، هو اتنقل لنيوشاتل السويسري في رحله احترافيه استمرت اربع سنين من يعني من 2004 ل 2008. لاعب على مستوى عالي جدا، سجل 11 هدف مع منتخب السنغال في مشوار 64 مباراه مع منتخب السنغال الاول. طبعا يعني كان حمل ارقام كتير، لعب على يعني منتخب السنغال، فاز على المنتخب الفرنسي حامل لقب المونديال 1-0، وهو كان من ضمن اكيد جيل تاريخي ذهبي للمنتخب السنغالي. كمان كان تحت قياده الراحل يعني الكبير برونو ميتسو طبعا المدرب الرائع، كان يعني قدم مشوار طويل جدا جدا، مشوار احترافي على اعلى مستوى زي ما قلت لحضراتكم. لعب في نيوشاتل، لعب في فولهام على مستوى الدوري الانجليزي، لعب في بعض زي جرو سوبر السويسري، مشوار طويل، لكن يعني توفى في يعني وهو صغير 42 سنه طبعا. لاعب مميز جدا زي ما بقول، كان متواجد في فترات رائعه مع منتخب السنغال وقدم كره رائعه بصراحه. يعني دايما الكره كده بتفقدنا، لسه الاسبوع اللي فات دييجو ارماندو مارادونا، فيعني زي ما بقول لك دايما بنحزن كمان على النجوم الكبار اللي قدموا مشوار وتاريخ مع بلادهم بشكل كبير. النهارده طبعا يعني عالم كره القدم بيفقد كمان طبعا رمز من رموز الكره، يعني بيفقد طبعا بيفقد رمز من رموز كمان الكره السنغاليه بشكل كبير. اكيد يعني. طبعا
ربنا يرحمه. نروح للأرجواني كافاني. كافاني طبعا اللاعب المحترف في صفوف مانشستر أو تألق كمان حتى في الفترة الأخيرة بعد ما انضم تحديدا لمانشستر يونايتد، إلا أنه النهاردة بيواجه خطر الإيقاف. ليه؟ ممكن يتوقف كافاني، تفتكروا ليه بعد ما فاز حتى على ساوثهامبتون اللي فيه يعني مانشستر عمل ريمونتادا بعد ما كان خسران 2-0 وبعدين كسب 3-2 منهم هدفين لكافاني لوحده بعد الماتش رد لمهاجم المهاجم الكبير على مشجع عبر انستغرام كتب عباره كده مصطلح اسباني شهير عندهم في امريكا الجنوبيه والانجليز اعتبروه هم عنصريه. فكافاني دلوقتي بيواجه خطر الايقاف 3 ماتشات ورا بعض مع انه طلع وبرر وقال انه المصطلح ده دارج عندنا ومنتشر جدا في امريكا الجنوبيه، ولكن يمكن القانون لا مجال للخطأ. القانون يعني قانون يعني اللوائح زي ما قلت لك بنرجع تاني للوائح المضمونه، ويمكن كمان هناقش ده مع الساده الصحفيين الموجود معانا بمناسبه كمان اللائحه الجديده لاتحاد الكره اللي بيضعها والرتوش الاخيره زي ما بقول لك هناك لا مجال للخطأ هو طبعا، وخاصه للعنصريه يعني هم حادين جدا جدا للتعامل مع العنصريه باي اشكالها. حتى لو هو كافاني طلع وبرر قال يمكن عباره بتتقال عندهم بشكل كوميدي او بشكل دارج، لا الكلام ده مش موجود هناك في الكره الانجليزيه في البريمير ليج. لازم كل كلمه تخرج من اي مسؤول اذا كان لاعب او كان اداري او كان مدرب او رئيس نادي لازم تخرج في الاطار السليم، واي خروج عن الاطار واي خروج عن الروح الرياضيه وحتى اي تلميح حتى بدون قصد بيكون طبعا في جزاء زي ما كافاني هيتوقف 3 ماتشات. واحنا لسه كمان مع خبر وفاه الاسطوره مارادونا، يعني عامل حاله في الشارع الرياضي حاله كبيره جدا جدا. الشرطه الارجنتينيه اقتحمت منزل الطبيب لوكي اللي كان مشرف على علاج الاسطوره الراحل مارادونا بسبب شبهات اهمال طبي ادت لوفاته. يمكن الشرطه يمكن فتشت منزل الطبيب ويبدو كده ان في لغز وراء وفاه مارادونا. احنا عارفين يمكن محامي مارادونا يمكن هو اللي اثار الضجه ديت وقال ان مارادونا لم يستقبل العلاج بشكل جيد وكان في سبب طبي وراء رحيل مارادونا، وفي ما بين قوسين كده ما معناها في جنايه او شروع في قتل مارادونا. طبعا الطبيب طلع وعمل مؤتمر صحفي كبير وقال انه عمل كل اللي في وسعه، مارادونا اللي كان بيوصفه بمريض يصعب السيطره عليه او التعامل معاه. يعني احنا لو رجعنا للقصه ورا شويه هنعرف ان كان مارادونا كان عنده مشكله في يعني تجلط شويه في المخ وعمل عمليه كانت مهمه جدا وخطيره جدا وطلب نفسه ان هو يخرج. فدلوقتي محامي مارادونا قال لا ما كانش الطبيب عليه انه يخلي مارادونا يخرج، ده كان عمليه خطيره وفي كده شبهه جنايه او شروع في قتل طبعا واخده ضجه عالميه على مستوى كبير جدا. والطبيب قال ان انا عملت وقدمت كل اللي عندي من الناحيه الطبيه لمارادونا ليصعب السيطره عليه، ولكن يعني عندهم قصد يعني اكيد عندهم قصد الطبيب يعني الطبيب قال ما غلطتش حاجه لكن هي القصه ان هو طالما عمل عمليه يعني عمليه كبيره جدا كبيره كده يبقى المحامي بيقول له لا كان لازم يكون موجود تحت رعايه صحيه لان المنزل ما عندوش نفس الرعايه الصحيه، وبالتالي اثار قضيه كبيره جدا وقال ده ممكن يكون الطبيب شروع في قتل مارادونا او الاهمال الصادر عنه ادى لوفاه مارادونا. وطبعا يعني في كل الاحوال توفى يعني في كل الاحوال دلوقتي يعني ربنا يرحمه، لكن هي ضجه يعني حوالين يعني الضجه دايما تثار حوالين رموز ايا كان. يعني حتى لحد دلوقتي بنتكلم عن مايكل جاكسون ازاي مات، يعني لحد دلوقتي في ادله وفي يعني حاجات بتطلع لحد دلوقتي، ف هنفضل في الموضوع ده شويه كده حلوين. يعني يمكن اتكلمنا كتير قوي قبل كده عن المدرب الالماني الكبير يواكيم لوف وانه مستمر في منصبه بالرغم من تراجع النتائج. منتخب المانيا كان خسر في مباراه رسميه في دوري الامم الاوروبيه امام اسبانيا بنتيجه 6-0، وزادت التكهنات بقى بخصوص مصير لوف النهارده. النهارده الاتحاد الالماني بيعلن بشكل رسمي ان لوف مستمر وانه ما زال بيحظى بثقه القياده الكرويه في المانيا كلها، ومفيش تغيير مدربين. ده طبعا بناء على نتائج عارضه حتى، ويعني بنقول يا كابتن هاني ولو كانت كبيره بس في طبعا
استراتيجيات، في خطط، الموضوع عمره ما بيمشي كده عشوائي. لا خالص، في ألمانيا يعني في انت طبعا كمان. ألماني كبير انت وعارف. بص انا عشت في ألمانيا فتره طويله، عشت 11 سنه ويمكن شايف السيستم بشكل كبير جدا، ويمكن من خلال يعني تحضير نفسي لمجال التدريب يعني عملت لايسنس هناك، وكان ليا الشرف ان انا اتواجد في محاضرات كان بيشرحوا ازاي هم بيمشوا بخطوات على مستوى التخطيط لمده 10 سنين او 15 سنه. وده اللي بيحصل يعني. لوف على فكره كان عنده انتقادات كتيره جدا في كاس العالم 2018 وخروج المانيا من الدور الاولاني، لكن كان في كمان سبورت من الاتحاد لانهم ماشيين على بلان. طبعا كان في فضيحه، طبعا خساره المنتخب الالماني من اسبانيا 6 ده كمان كان فضيحه كبيره جدا، وكان في ضغوط كبيره جدا جدا على الاتحاد الالماني على لوف نفسه. واحنا كنا في البيت الكبير قلنا كمان يوجن كلوب كان مرشح لتولي المسؤوليه، لكن النهارده اسدل الستار تماما على هذه القصه، ويوجن ولوف طبعا مستمر مع المنتخب الالماني. طيب نروح لاسبانيا وبرشلونه. لابورتا طبعا رئيس برشلونه السابق اللي اعلن ترشحه لنفس المنصب في الانتخابات اللي جايه طبعا في مارس، اعلن انه ميسي هيمنح ميسي فرصه ثانيه. لابورتا قال خلال حوار اعلامي عن مستقبل ميسي صحيح انه بيشعر بخيبه امل كبيره، لكن اصر على ان ميسي بيحب برشلونه بشكل كبير وانه متاكد من انه سيمنح النادي فرصه. هو كمان قال ان يعني اضاف انه سبب عدم الاحترام والتقدير المتبادل بينه وبين ميسي، وانه قادر كمان على اجراء محادثه معاه لمساعدته على اتخاذ قرار واختيار الافضل لبرشلونه الفتره اللي جايه. يعني خلينا نتكلم ان المشكله بس مش هتكون في ميسي، احنا فاكرين فترات يمكن قبل تولي كومان القياده الفنيه لبرشلونه ان لابورتا قال انه مش مقتنع بكومان، انه عنده مشكله مع هذا المدرب الهولندي، وانه حتى لو حصل على الثلاثيه يعني هيكون في تغيير في الجهاز الفني لبرشلونه. المشكله اعتقد مش هتبقى في ميسي، لو لابورتا نجح في تولي منصب رئاسه برشلونه وعودته تاني لهذا المنصب اعتقد الامور هتبقى على المستوى الفني والقياده الفنيه، هيكون فيها تغيير او هيكون فيها نوع من انواع يعني الشد والجذب مع يعني كومان، لكن هنشوف الايام اللي جايه هيكون فيها ايه. لكن يعني برشلونه ميسي مرتبط كتير جدا بيه، لكن انا اعتقد الفتره اللي جايه وخاصه في مارس، احنا عارفين الانتخابات في مارس، ان لابورتا ممكن يغير الشكل والجهاز الفني لبرشلونه. طيب احنا اخبارنا خلصت. خلصت اخبارنا ويعني هنروح لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله هنستقبل ثلاثة من النقاد الكبار، الاستاذ محمود صبري مدير تحرير الاهرام، معاه كمان الاستاذ جمال الزهيري رئيس قسم الرياضي بجريدة الاخبار، والاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي بالاهرام. نتكلم كلام مهم جدا وكواليس التتويج للاميرة السمراء، هنعيش معاهم الاجواء الفرحة، وكمان نبص على ملفات النادي الاهلي في الموسم اللي جاي ان شاء الله، بداية من كاس مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واول فقرتنا الحواريه في البيت الكبير، ثلاثه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، ثلاثه من النقاد الرياضيين الكبار اكيد عاشوا برضو لحظات توتر كبيره جدا مع فرقتنا في النادي الاهلي، ولحظات كمان سعاده كبيره جدا بعد طبعا الفوز بالغاليه السمراء. معانا مشرفنا النهارده الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود صبري اهلا بحضرتك، منورت. كابتن اخبارك؟ انت النحيه دي انتوا بتغيروا الاماكن من ورايا. استاذ محمود صبري ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ منورنا. ايوه كده الضحكه الحلوه، ما شفتهاش دي قبل الماتش. ها قبل الماتش قلت لي بص محمود صبري، لا قال لي قبل الماتش يا كابتن هاني انا همشي، كان معانا تقريبا يوم الثلاث، يوم الثلاث يوم الاربع، يوم الاربع قال لي هكلمك ان شاء الله بقى بعد الماتش يوم الجمعه ان شاء الله نكون فرحانين. منورنا والف مبروك استاذ جمال الزهيري. الف مبروك، الف مبروك، ومبروك ليك وطبعا وللقناة وللناس كلها. طبعا والجماهير. محمد القوسي اهلا بحضرتك، منورنا دايما، فالخير شرفنا علينا. شرفنا شرفنا اساتذه طبعا، دايما متجمعين في الخير كده والاصحاب. دايما ان شاء الله، دايما ان شاء الله. اكيد بنستمتع دايما والساده المشاهدين بالحوارات، طبعا في ملفات كتيره جدا هنتكلم فيها، بس الاول لازم نبارك لكم على الفرحه وفرحه الفوز، لان اول مره تقريبا بعد الفوز صحيح استاذ محمد استاذ محمود واستاذ جمال، فعايزين نبارك لكم على الفوز الكبير ده، وتقولوا لنا بقى احساسكم بقى برضو، احب اعرف شعوركم كده وحضراتكم بتتابعوا المباراه الغالية دي. والله هو إحساس لا يوصف، رغم المعاناة اللي احنا عشناها أثناء المباراة.
يعني احنا انا شخصيا عشت اثناء المباراه كل المشاعر اللي ممكن تلاقيها في الدنيا. اول خمس دقائق قلت الاهلي النهارده لا قلت الاهلي النهارده هيعمل ماتش سكور نتيجه عاليه يعني هدف بعد خمس دقائق قلت لا ده اليوم يوم الاهلي. بعد الربع ساعه ولا التلت ساعه الاولى ابتديت اقلق شويه على الاداء ابتدى يبقى في نوع من السيطره لنادي الزمالك والاستحواذ ما انا بقول يعني بعد الربع ساعه الاولى فابتديت دخلت في مرحله اللي هي القلق. استمر القلق معايا برضو وجه هدف شيكابالا هدف رائع وكل حاجه بس لو جابه في اي حد تاني كنت هبقى مبسوط بيه قوي يعني هو حلو بس ايه مش النهارده يعني مش النهارده الهدف ده. المهم طبعا فضل القلق فضل مستمر طبعا حتى الهدف اللي انا بقول ان هو فكرني يعني هو اولا هو تصرف فردي جدا وفكره جات لمحمد مجدي قفشه انا بعتقد انها في لحظتها لان هو لم الكره بطريقه معينه بطريقه حتى ما حدش متوقعها يعني بعد الكره اتردت من مرمى الزمالك جات قدامه هو لمها واخترق وسط اللعيبه واحرز هدف انا عايز اقول انه من اغلى او يمكن يكون اغلى الاهداف اللي احرزها الاهلي في الفترات السابقه لانه هدف مش هقول ان هو لوحده اللي ب 3.5 مليون دولار لكن على الاقل له قيمه كبيره جدا طبعاً. في تحقيق هذه البطوله طبعاً. اللي كان كل الجماهير والنادي الاهلي والاهلاويه كلهم مستنيينها من سنين طبعاً. يعني كل سنه انت كنت بتخسر في وصلنا. اخر محطه وصلنا النهائي كذا مره بالظبط فطبعا يعني عايز اقول اهم حاجه في المشاعر دي بقى العشر دقائق الاخيره اللي هم كان فيهم قلق رهيب برضو لو بقى خلاص بعد الدقيقه 85 اللي هو بعد الهدف برضو انت قاعد طبعاً. مش مطمئن انه ما هو زي ما حصل ده ممكن يحصل حاجه تاني فانت قاعد برضو فهي مباراه ثانية. اجمالا مثيره جدا وجميله جدا واجمل ما فيها طبعا تتويج نادي الاهلي باللقب لقب غالي وهدف غالي ويمكن يعني يمكن من احلى الاهداف اللي اتعملت في البطوله جداً دي جداً. وافتكر كمان انه من اغلى الاهداف على قفشه هو بنفسه قال كده طبعا استاذ محمود عدت عليك اللحظات الاخيره في المباراه ازاي؟ وانا يعني بكتب المباراه الايه؟ بقول له ما تحركش يعني قول براحتك يعني. لا استاذ محمود متعودين على صراحته يعني استاذ محمود لا انا بجد يعني كنت منتظر تتصل بيها ما كلمتيش عشان تبارك لي بس يعني هو كان متوتر جدا بصراحه قبل تحليل كنت بعمل تحليل المباراه في الاهرام طبعا يعني حلو المباراه لما جه جول في الدقيقه 35 سبت الالم قعدت عملت كده ده انت كنت بتشغل وانت انا بشتغل وانا بتفرج يعني سبت الالم وقلت لا خلاص بقى نستنى بقى ال 10 دقايق يعدوا على خير ما تضمنش ايه اللي يحصل لكن انا شايف البطوله دي هي اكبر يعني الفوز فيها هي اكبر من بطوله يعني مش بطوله كل ده دي بطولة اسمها انتصار للأهلي الأهلي فقط الكيان نفسه الكيان نفسه عادت له الروح بعد يعني أقول ثلاث سنوات صعبة جدا متقلبة أزمات على مستوى كبير جدا محن كثيرة مرت على هذا النادي تحملها طول إدارة تحملته الجماهير تحملته اللاعبين بالتدريج ولكن أراد ربنا سبحانه وتعالى أن ينصف هذا المكان وإنه يقول المكان ده لن سيبقى لن يختفي لن يستطيع أحد أن ينال منه هي دي الرسالة الواضحة من الفوز ده الهدف أن يجي بالطريقة دي في الدقيقة 85 يأكد لك على الروح يأكد لك على إرادة ربنا في الدفاع بشكل أو قول زي ما أنت عايز قول زي ما أنت عايز قول الأهلي تراجع في المباراة قول ما تكلمنيش على الفنيات بعيدا عن الفنيات بعيدا عن الفنيات يعني. كلش حاجة لكن في إصرار في حاجة قالت للراجل ده روح في الحتة الفلانية دي اعملها كده خلاص خلص الماتش. المعنى أكبر من نتيجة بطولة كابتن هاني. صحيح. والمعنى أكبر في إنك أنت المكان ده لازم تحافظ عليه بشكل آخر. ده كيان من الكيانات الرياضية الكبيرة. لازم الحاجات الكبيرة عندنا في بلدنا. الأهلي مستمر وسيبقى شامخا طبعا يعني الكيانات الكبيرة أهلي الزمالك الإسماعيلي المصري الناس الحاجات الموجودة دي كبيرة عندنا. اللي يحافظ عليها
لازم نحافظ عليها، لانه الحفاظ عليها معناه استقرار الدوله، معناه استقرار حاجات كده. شفنا حجم الفرحه، يمكن انتوا كنتوا هنا، احنا كنا موجودين في الاهرام في الاخبار، قعدنا اكتر من ساعتين عشان نعرف نروح من الشوارع المحفوله والجماهير اللي خرجت. لا فرحه كبيره، الناس اللي قفلت التتش وحوالين التتش، فرحه كبيره جدا. يعني بقول زي ما احنا بنتكلم كلنا بنقول دي نقطه مهمه جدا انتظرها جمهور الاهلي، اللي هو يعني مش عاوز اقول هو البطل الحقيقي، هو البطل الحقيقي فعلا. اللعيبه قدت ما عليها، مجلس الاداره وخد الكابتن محمود الخطيب تحمل ما لا تحمله احد بامانه شديده. انا عاوز اقول مبروك، دي بدايه لعوده يعني 10 سنوات او 7 سنوات سمان باذن الله تعالى، المزيد من البطولات. عندك بطوله بكره، عندك بطوله يوم 10 ديسمبر، كل الحاجات دي يعني اتمنى ان شاء الله يكون فيها التوفيق. عجبتني قوي جملتك اللي قلت فيها ان تتويج البطوله ديت يعد انصافا للنادي الاهلي. مش مجرد بطوله وكسبناها وخلاص، لا، لا, 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 لا. لا، انصافا للنادي الاهلي يعني للي حصل الفتره اللي فاتت. يعني كانت في ظروف كثيره جدا عندتك زي ما بنقول شويه، فكان فعلا الفوز بيها مهم جدا عشان بيحمل معاني كمان اخرى غير الفوز بالتتويج. غير الفوز بالتتويج فصاري دموع الكابتن، يعني فصاري دي حقيقه، دي حقيقه. وسجوده على الارض بطريقه دي بتحوي معاني كبيره جدا للي شافها واللي ما شافهاش، يعرف حجم الضغط اللي تعرض له رئيس النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وحجم الصمت اللي صبر فيه على كل الايذاء المعنوي، وحتى مش عاوز اقول البدني، الايذاء المعنوي هو اخطر ما في الامر. البطوله دي جاءت للاهلي، وعارف اخطر حاجه ما في الامر ايه؟ الصمت. لا طبعا الصمت، ان انت كنت حريص طول الوقت ان انت ما تردش، حتى سخروا، حتى سخروا من الصمت. لا بس خلي بالك، حتى سخروا من الصمت على رايك، موضوع على الصمت رأيك. ده يمكن اتكلمنا في النقطه ديت في لقطه، كان اعتقد كان قفشه او حمدي فتحي بيحضن الكابتن محمود الخطيب، فاحنا سالنا قفشه هو كان بيقول لك ايه، قال لي الكابتن الخطيب ما قاليش حاجه بس حسيت وهو بيحضنني انه عايز يقول حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات دي اعتقد في وجهه نظر الشخصيه انه بيقول له شكرا، وهو ده الرد اللي كان. هي اللقطه دي هي اللقطه ديت يعني أفشا. اولا دموع كابتن محمود الخطيب والحضن دوت، وقفش قال لك حاجه، قفش قال لي ما قاليش اي حاجه بس حاسس انه عايز يقول لي حاجات كتير. الحاجات الكتير اللي كابتن محمود قالها من جواه انه بيشكر اللعيبه، انه بيقول للعيبه هو ده الرد، انا ما بطلعش ارد على الاهانه، واحنا متعودين في النادي الاهلي الرد يا جماعه فين؟ في الملعب. الرد في الملعب. الرد يا جماعه فين؟ الرد بالبطولات. لان هو ده النادي الاهلي وهو ده كيان النادي الاهلي. استاذ محمد القوسي، يعني برضه هناخد يعني ردود افعالك ايه اثناء المباراه، تابعت المباراه ازاي بكل السيناريو اللي مر بيها، وكمان سؤال للجميع بعديها نقطة من أول السطر. نفتكر من سنة تقريبا 90 ل 93 كان في 3 سنين عجاف على النادي الأهلي. ومن 93 انطلق النادي الأهلي بجيل مختلف، يمكن حتى 2000. من 93 ل 2000 ببطولات كبيرة جدا، وكانت مباراة أعتقد نادي الإسماعيلي مع النادي الأهلي كان نقطة الانطلاق لهذه المسيرة الطويلة. هل ده يطبق مع هذه المباراة؟ إن هيكون إن شاء الله نقطة من أول السطر، وان هذا الجيل قادر خلال السبع سنين الجايه او 10 سنين الجايين انه يحقق بطولات كتيره جدا. لا، بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى المساله بالنسبه له مجموعه من الاجيال بتسلم اجيال، وعمليه متواصله، وكل جيل بيجي يؤدي دوره لغايه نقطه معينه ويكمل الجيل اللي بعديه يعني في المسيره. يعني ده مش معناه ان الجيل اللي قبله كان متوقف، هو جه بدا مرحله جديده، لا، ده جه كمل واضاف نجمه جديده للثمان نجمات اللي موجوده في النادي الاهلي. نتمنى ان الجيل ده يكمل ويضيف نجمه واثنين وثلاثه، وتيجي بعدها اجيال ثانيه تضيف وتكمل المسيره، لان النادي الاهلي يعني جيل ورا جيل بيسلم اجيال ورا اجيال بتسلم بعضيها من 1907 لغايه 2020، واعتقد ان ده نهج وسياسه موجوده جوه النادي الاهلي. يعني اقصد ان بقى في مباريات ساعات بتتحط مباريات كده نقطه انطلاقه لبطولات، بدايه مرحله جديده، بدايه مرحله فيها بطولات على مستمره. يعني المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي او عشاق النادي الاهلي او بالنسبه لنا كلنا، انا كنت شايفها دي واحده من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي. انا الحقيقه من ساعه ما بدات اشوف كوره واشجع النادي الاهلي عمري ما عشت هذه المشاعر ولا هذه الاحاسيس اللي عشتها في المباراه دي. الحقيقه كانت واحده من اصعب المباريات اللي انا عشتها، لدرجه ان انا بدات اتحرك للمباراه ان اتابعها من الساعه 7. يعني انا طبعا عايش جو الماتش من يوم الجمعه الصبح يعني،
فصدقت ان الساعه 7 كنت بصدد اتخاذ قرار ان ما اتفرجش على الماتش. ما تتفرجش على الماتش؟ ما اتفرجش على الماتش، لكن كانت عندي مشكله كبيره جدا ما بين الصعوبه اللي هنواجهها وانا اتفرج على الماتش، وما بين ان انا ان ده شغلي وشغلي مرتبط بدرجه عشان وشغلي مرتبط بدرجه كبيره جدا، ازاي هعمل شغلي وانا مش هتفرج على الماتش، وازاي هقدر اتحمل ال 90 دقيقه دي الحقيقه. يعني كانت عمليه صعبه، فلما احنا كنا كده فكنت بقول الله يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني اللي موجودين في ارض الملعب، ازاي يعني هيقدروا يتحركوا ويشتغلوا بالشكل ده. دي كانت مباراه صعبه وصعوبتها مش النهائي، انت لعبت نهائيات كتير جدا، لعبت 13 نهائي قبل كده ولعبت نهائيات واخر اربع سنين لاعب، ده الثالث نهائي بالنسبه لك، بس صعوبتها في مواجهه فريق اللي هو المنافس التقليدي والاكبر ليك في القاره والاكبر ليك في مصر والدرب الاعظم ليك اللي هو نادي الزمالك. وده دليل يا جماعه على ان مباريات الاهلي والزمالك مباريات لها طابع خاص. انا اعتقد وفي ظني بعيد عن المستوى الفني، يعني الديربي اللي هو بين برشلونه وريال مدريد ما يجيش في الاحاسيس، مش في الكوره يا كابتن هاني، زي اللي بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك متغللين جوه الشخصيه المصريه، مكتوب من اكبر خمس ديربيات على مستوى العالم. لا احساس المصريين بالاهلي والزمالك يا كابتن كبير قوي. صحيح. لدرجه انا لما كنت قعدت اتفرجت على الماتش في ناس بتعيط، يعني قررت تتفرج عليه بعد طبعا اخذت قرار تتفرج عليه. قعدت طبعا من الساعه 7 لغايه الساعه 9 كنت رايح الاهرام ورجعت علشان اتفرج على حدائق الاهرام تاني، وانا واخد قرار بحاول ان انا استهلك الوقت في الطريق عشان ما الحقش الماتش، لكن لقيت نفسي برجع قبل الماتش بنص ساعه ورحت نادي حدائق الاهرام. لقيت النادي تقريبا كما يكون اشبه باستاد القاهره، مليان على الاخر مثلا، بالرغم من في مثلا يجي 6-7 شاشات، استاد القاهره بالظبط قاعده ناس والدنيا مقفوله تماما وصمت شديد جدا على البتاع. وقعدت رحت واخد كرسي وقعدت في مكان منفصل لوحدي عشان اتابع المباراه. طبعا كانت لحظات عصيبه من البدايه، طبعا نفس المشاعر اللي عاشها الاستاذ جمال، انك تعيش من اول لحظه لاخر لحظه، لكن الانفجار بالنسبه للعشاق النادي الاهلي كان في الدقيقه اللي سجل فيها قفشه جول. الحقيقه فوجئت بالناس اللي بيرقص واللي بيشيل واحد، فوجئت واحد جاي بيشيلني وبيجري بيها في النادي، ما اعرفش لا اراديه فعلا عديد كده، يعني فوجئت حاجات كتيره جدا بتحصل وانهيارات. انا ليا صديقي عديل لي اغمى عليه لما جه الجون، يعني هو فرح وراح قايم نطع، حصل نزل قعد مثلا دقايق في حاله اغماء كامله يعني. ففي حالات كتيره وحالات كتير يا استاذ محمد جدا يعني الحمد لله وحالات يعني كتيره جدا فدي مشاعر. ده دليل على ان الماتش ده كان بالنسبه مش مجرد ماتش كوره، لا ده لا. انت بتواجه نادي الزمالك أكبر بتواجه نادي الزمالك في واحده من اهم المباريات في التاريخ. الماتش ده مش هتنساه الاجيال اللي 20 سنه جايه على الاقل، الاجيال اللي عاشت وشافته. صحيح. يعني هيديك دوري ابطال افريقيا، هيخليك تكسب الزمالك، هيخليك تلعب على السوبر الافريقي، هيخليك تلعب كاس العالم للانديه، هيديك 3.5 مليون دولار، هيديك مجد ادب ومجد معنوي. ايه المباراه دي؟ صحيح، دي مباراه كومبو. بمناسبة ان الاهلي تاجر السعاده او بيحمل لواء السعاده، خلونا نشوف ازاي في هذا التقرير. اتفضل. دائما الأهلي مصدر السعادة ورافع لواء الأندية المصرية في المحافل الدولية، فقد رسم فريق الكرة بالأهلي البسمة على شفاه جماهيره في كل مكان بعد التتويج بالأميرة السمراء التاسعة على حساب الزمالك في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة ليضيف المارد الأحمر بطولة قارية جديدة إلى دولاب بطولاته الذي أصبح علامة مميزة. الأهلي هو صانع السعادة للشعب المصري باعتراف الجميع وفي مقدمتهم منافسوه، فمتى فاز الأهلي خرجت الجماهير للشوارع، صالت وجالت تعبيرا عن فرحتها بتتويج المارد الأحمر ببطولة جديدة وكأنها البطولة الأولى. فالأهلي وجماهيره يرفعون شعار لن نشبع من البطولات. الأهلي ينجح دائما في توحيد صفوف المصريين من خلال ما يقدمه من مستوى متميز وبطولات كبيرة على المستوى القاري ليعلن جدارته بزعامة القارة الإفريقية بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويقترب خطوة من ريال مدريد في المنافسة على لقب الأكثر تتويجا على مستوى العالم التي تسيدها الأهلي من قبل، وكانت هناك منافسة كبيرة من الريال. الأهلي نجح في الصعود لمنصة التتويج الإفريقية للمرة التاسعة، فقد سبق له الفوز ببطولة إفريقيا عام 1982 على حساب كوتوكو الغاني
ثم عام 1987 على حساب الهلال السوداني، وجاءت البطولة الثالثة على حساب سان داونز الجنوب إفريقي عام 2001. ثم سيطر الأهلي على البطولة مجددا فحقق الخامسة والسادسة عامي 2005 و2006 على حساب النجم الساحلي والصفاقسي التونسي، ثم تعرض لظلم فادح في بطولة 2007 رغم وصوله لنهائي البطولة عن جدارة واستحقاق، ليعود بقوة ويتوج بالبطولة عام 2008 وذلك على حساب القطن الكاميروني عن جدارة، ويعود أيضا لمنصة التتويج محققا البطولتين السابعة والثامنة عامي 2012 و2013 على حساب الترجي التونسي وأورلاندو الجنوب إفريقي، ليرسم البسمة على شفاه جماهيره ويرفع راية الأندية المصرية على المستوى القاري، وأصبح يخشاه كافة أندية القارة وتتغنى بإنجازاته وتتمنى عدم مواجهته في البطولة التي يحمل الرقم القياسي لها. المارد الأحمر لم تتوقف بطولاته الإفريقية عند الألقاب التسعة لدوري الأبطال، لكنه صعد لمنصة التتويج في 4 مناسبات في كأس الكؤوس الإفريقية، وأيضا 6 مرات في بطولة السوبر الإفريقي، ومرة واحدة في بطولة الكونفدرالية. المارد الأحمر عاد اليوم لمنصة التتويج على حساب الزمالك بجدارة واستحقاق، محققا بطولة غابت عنه 6 سنوات رغم تعرضه لظلم في سنوات سابقة، ولكن عاد بقوة ليعلن عن استمرار ريادته للقارة السمراء. رجعنا مع حضراتكم مستمرين في فرحتنا. أستاذ محمد الأوسي، عرفنا مشاعركم طبعا كنقاد رياضيين وتابعتوا المباراة ازاي، واعتقد مشاعر سادت معظمنا ومعظم الجماهير المصرية، لكن ردود افعال ما بعد المباراة يا أستاذ محمد شفتها ازاي من خلال انتقالك بقى ما بين الناس، شفت ردود الافعال دي ازاي؟ بص يا كابتن هاني، انا يعني في ردود افعال شفتها دي مره قبل كده لما مصر تعادلت لكاس العالم الاخيره بتاعتنا دي، ولما كنا بنلعب هولندا لما تعادلنا مع هولندا وخرجت الناس الشوارع تحتفل بكاس العالم 90. طبعا كانت هنا مصر بقى ليله المباراه، بعد انتهاء المباراه فوجئت ان تقريبا مصر كلها كانت في الشارع، او يعني غالبيه المصريين. انا كنت متخيل ان القاهره بس بتحتفل، اكتشفت ان كل محافظات مصر بتحتفل من اسوان لغايه مطروح، والناس طالعه في الشارع وعايره ناريه واحتفالات. حتى القرى عندنا في انا راجل صعيدي ومن اسيوط، والقريه بتاعتنا والقرى اللي جنبيها الناس طالعه بتحتفل في الشوارع، دي عمرها ما حصلت. يعني احنا القرويين اصلا من عادتنا، او الناس الفلاحين لما بيروحوا يقعدوا يحتفلوا بيحتفل في البيت، لكن انه يطلع يحتفل في الشارع بنتيجه مباراه كره القدم ما بتحصلش كتير. ما تحصلش. دي بتحصل للناس هنا اللي طالعه في الاستاد، الناس بتوع القاهره والمدينه هنا، لكن ما تحصل في الارياف وفي قرى مصر وفي نجوعه وفي كفرها. رساله واضحه يعني، حاجه يعني رساله واضحه يعني. رساله وتعدي وتروح الوطن العربي يا استاذ محمد، وتعدي وتسافر والفرحه اتسافرت يعني. لا شفناها اكتر من دوله الحقيقه. لا ازاي بقى نتكلم على يعني المباراه، اصل المباراه خلينا نحطها طبعا في انها مباراه تاريخيه. دي مباراه تاريخيه لعوامل اتكلمنا فيها قبل حتى المباراه، على المستوى الاتحاد الافريقي، اول مباراه في تقام أول نهائي ما بين فرقتين من بلد واحدة بتقوم في مصر، أول مباراة بتبقى من نوك أوت، مباراة واحدة بس مش يا ذهاب بشكل جديد. وجزء كمان اللي اداله فاليو كمان إنك بتلاعب نادي الزمالك، ونادي الزمالك يمكن في الدوري تفوق عليك، في السوبر تفوق عليك، فكل الأجواء ديت يعني أحيطت بيها كده نوع من أنواع هيبة المباراة ومكسب كبير. نقطة تانية برضه كابتن، السنة دي تحديدا النادي الاهلي تعرض لهجوم غير مبرر من جميع الجهات، في جهات كتيره جدا تكاتفت على ان هي تحرج النادي الاهلي. يعني حتى اللعيبه اللي مشوا، يعني لما تيجي تشوف كذا لاعب ترك النادي الاهلي في وقت معين، برضو غياب الناس دي كلها، ما هو انت النهارده بترد ان النادي الاهلي، يمكن الجمله معلش انا هستوقفك نقطه واحده يا فندم، اللي برضو استوقفني يا استاذ جمال للاسف، حتى يعني ما اعرفش، ما قريتش حتى على السوشيال ميديا، او ما كانش فيه تصريح مثلا ان الشريف اكرامي بيبارك للنادي الاهلي، ان رمضان صبحي بيبارك للنادي الاهلي، ان عبد الله السعيد، يعني انا الحاجات دي بقف عندها شويه. لا يعني على الاربيز بيقول لي استحاله بالعكس. انت عارف اللي عجبني ايه؟
ان عمرو السوليه جوه اوضه اللبس قال انا بشكر مين؟ فايلر كان ليه جزء، رمضان صبحي كان ليه جزء، شريف كان موجود. تمام. فده النادي الاهلي وده عمرو السوليه من جوه اوضه اللبس بعد الماتش على طول. ماشي. فليه لا الناس ديت يعني بمن حضر. انا خدت النقطه هي بالظبط بمن حضرك استاذ يعني هي الرساله فعلا اللي واصله اللي احنا دايما بنقولها انه النادي الاهلي مش بلاعب معين او أكيد. او بفريق معين، انت بتشوف كل اللعيبه حتى لو مشي عند ان السنه دي انت خمس ست لعيبه مش موجودين يعني عناصر الخبره كلها من القوام الرئيسي للفريق. فمعنى ان انت تكسب برضو لا ده يعني ده معناه معنى كبير جدا، يحسب لك يحسب لاسم النادي يحسب للفريق وللاداره وللنادي ان هو اي مجموعه مش ده اول مره محدش الاهلي بمن حضر الاهلي بمن حضر الماتش ده اللي موجود فيه البدوي ما كانش فيه ولا واحد كسب بطولة افريقيا غير موسيماني بالظبط غير موسيماني طبعا لا ده يدل على كلام مش معانا يعني. فده دليل على كلام حضرتك فعلا فعلا الروح نفسها تحس فعلا ان هي روح النادي الاهلي موجوده بقى في اي حد بيبقى موجود يعني مش شرط ده فلان لانه برضو لازم نقتنع بحاجه مهمه قوي وكل لعيبه مصر يقتنعوا بان اللعيب في النادي الاهلي بياخد دفعه معنويه قويه كبيره ودفعه كبيرة قويه جدا اللي هي بتخليه بطل ما احنا نشوف برضو اللعيبه اللي بتمشي بتروح فين او بيبقوا ايه مع كل الاحترام اللي بيجي النادي الاهلي بيبقى له وضعيه مختلفه طبعا لا طبعا يعني انت بتتكلم على كيان فعلا صحيح. يعني لما بنقول كيان احنا مش بنبالغ ولا بنقول كده مجامله يعني يعني انتصاراتك متتالية. يعني ما تلاقيش فرقتك دي او النادي بتاعك ده قاعد مثلا خمس سنين من غير بطولة ولا سبع سنين من غير بطولتين 10-20 بطولة بس في فرق بين يعني ان انت تكون النهاردة يعني لاعب مميز او مش مميز يعني خلينا نقول لاعب عادي واللاعب المؤثر يعني يمكن انا برضو كمان عايزه اذكر قفشه في الموضوع ده لانه النهارده قفشه اصبح من لعيبه النادي الاهلي المؤثرين يا استاذ محمود يعني النهارده شفنا قفشه بيسجل في الهلال السوداني في السودان في الوداد في المغرب اليوم في مصر فالنهارده كل اهداف قفشه مع المنتخب الوطني برضو مع المنتخب الوطني صحيح بنفس النهارده يا استاذ محمود كارونية النادي الاهلي برضه هي نفس اللعبه اصبح من اللعيبه المؤثرين واصبحت حتى اهدافه مؤثره في طبعًا النادي طبعًا في النادي الاهلي بص حضرتك هو قفشه دلوقتي انت كان عندك مشكله بامانه بعد عبد الله السعيد انت خدت فتره على رقم 10 عمل عندك مشكله في الفرقه انت قعدت تدوري وتجربي لغايه ما ايه لقيتي ضلتك ظهرت شويه مع فايلر صح لكن الوضع كان مختلف مع موسيماني يعني موسيماني زي ما اقول خلاص اطلق قفشه في الملعب كيف ما شاء لاعب يشبه الرعد انا سميته كده لاعب لا تصع انت ما تعرفش تمسكه لاعب يعني يشبه الرعد الرعد يختفي ويظهر في اوقات وبيروح وبيجي بسرعه وخفه استحق يعني وربنا كافئه على جهده وعلى تركيزه وربنا اداله اللقطه المهمه جدا في الحدث لما تيجي تتكلم انت وتقول وزي ما بقى الاستاذ جمال عن النادي الاهلي ولاعيبه ومش لاعيبه يعني هذا هو الفرق بين الاهلي لم ينسى وليد ازارو وقال لك هنرسل ليه الميداليه بتاعته لانه شارك في البطوله واكيد النادي الاهلي الناس كانت موجوده سواء شريف اكرامي سواء رمضان صبحي حتى حسام عاشور برضه النادي الاهلي مهما يحدث مش هينسى برضه هذا المشوار لما يبقى فيه حاله زعل بين الاب وابنه لازم حتى الابن يعني انا بقول لهم لازم حتى الابن يقدر حتى يعني انه ابوه هو اللي رباه وانه هو اللي كبره وهو اللي عمله كان اقل ابسط حاجه مهما يكن حتى لو كنتوا ضايقتوا حتى كان الجمهور بيتعامل معاكم بطريقه كان يجب عليكم تتهنوا بيتكم وناديكم تتغلبوا على الكلام ده لانه في الاخر هتبقى رساله واضحه ان كنتوا ابناء فعلا للنادي الاهلي مهما يكن النادي الاحتراف اختلف والدنيا اختلفت لكن عاوز اقول الاهلي سيبقى والاشخاص زائلون النهارده ده قاعد بكره مش ماشي لكن الرساله كانت قويه جدا مهمه جدا الاهلي بفضل الله تعالى كل العناصر التدعيم بالصفوف في الوقت الحالي اثبتت وجودها لسه الاهلي قدامه كتير زي ما انت قلت السؤال السابق هل هي نقطه من اول السطر نقطه من اول السطر ونقطه مهمه جدا ووقفه انك انت لازم يتم بناء الكامل للفريق بتدعيم صفوفه بالعناصر اللي هي نقص مستقبلا ان شاء الله اكيد ان شاء الله استاذ طبعا محمود استاذ محمد المشكله كمان مش مشكله يعني دلوقتي زي ما بيقول نقطه من اول السطر واحنا بنبدا
مش هنقول بنبني فرقه جديده النهارده طبعا في القائمه استغناء عن صالح جمعه واحمد الشيخ وبادجي فيما بعد بقى، يعني دايما جماهير النادي تقول لك نقطه من اول صار فيما بعد. شايف رؤيتك ازاي لمشوار النادي فيما بعد، وخاصه عندنا مباراه نادي الاتحاد، عندنا ان شاء الله مباراه السوبر الافريقي، كان اعتقد كمان كان نهضه بركان كانت طالبه انها تلعب المباراه في ارض يحتاجوا على بيعملوا بس الجو بس كده انت فاهم بس ده قرار على فكره اصلا يعني تعرف بالظبط يعني. بالظبط شايف رؤيتك ازاي للفتره اللي جايه وملف النادي الاهلي عندنا ان شاء الله ثلاث بطولات، كاس مصر وعندنا السوبر وكمان تمام. عندنا ان شاء الله كاس عالم انديه. يمكن ما حدث النهارده وظهور لاعبين جدد ووجوه جديده في قائمه النادي الاهلي بيعطينا امل كبير بتغير في شكل الاهلي الفني واضافه قويه وتدعيمات فنيه كبيره جدا للنادي الاهلي، تدعيمات للنادي الاهلي في الخطوط الثلاثه، لو بدات هتلاقي بدر بنون في الخط الخلفي، صفقات المعارين ناصر ماهر واكرم توفيق في الملعب او في وسط الملعب، هتلاقي صلاح محسن، هتلاقي احمد ياسر ريان، هتلاقي محمد شريف، هتلاقي طاهر محمد طاهر، اعتقد تدعيمات قويه جدا محتاجها النادي الاهلي خصوصا في الخط الخلفي وخصوصا في الخط الامامي، خط الهجوم النادي الاهلي محتاج دعم كبير جدا، هيكون في محمد شريف اضافه كبيره جدا، هيكون احمد ياسر ريان اضافه كبيره جدا، هيكون صلاح محسن برضو اضافه كبيره جدا، وفي قناعات كبيره جدا من موسيماني بالناس دي، هو اللي جايبها، هو اللي مختارها، هو اللي محددها بمنتهى الدقه، هيغيروا شكل النادي الاهلي لان اولا متوسط الاعمار بتاعهم صغير جدا في العشرينات في اوائل العشرينات كلهم، لما يخش عندك 7-8 لعيبه في العشرين بينزل لك بمتوسط اعمار اللعيبه، ده بيعلي لك طبعا بالاضافه لبعض الخبرات اللي موجوده طبعا مهمه جدا وموجوده، لكن ده هيعلي من القيمه الفنيه النادي الاهلي، اعتقد ان النادي الاهلي هيكون شكله مختلف تماما. طبعا الاهلي ادى موسم كبير جدا وتاثر بعد كورونا بشكل كبير جدا والحمد لله مشي في البطوله الافريقيه وربنا سترها وعدى وقدر يحقق اللقب تتويجا لجهوده كلها. صحيح. يعني كان صعب جدا كمان ان النادي الاهلي يوصل 3 فاينل وما خدش البطوله، لما يعني يوصل في 17 ويوصل في 18 ويوصل في 20، فكان لابد ان النادي الاهلي مع عمرها ما حصلت مع النادي الاهلي يوصل 3 فاينل وما ياخدش البطوله. البطوله دي كمان يا كابتن انا بسميها برضو بطوله رد الاعتبار، بطوله رد الاعتبار، لان الاهلي نجح خلال هذه البطوله وخصوصا من دور الثمانيه الى الفاينل في يعني رد اعتباره امام كل الفرق اللي حقق قدامها نتائج سلبيه في السنوات الاخيره. في دور الثمانيه لما قابل صن داونز اللي كان مقابله في 2019 واقصى الاهلي اقصاه في البطوله دي وكسبوا هنا بشكل مريح جدا، وكان قاب قوسين او ادنى ان يكسبوا في مباراه العوده هناك. دور النصف النهائي الوداد اللي خد منك البطوله في 2017 قدرت تقصيه وتكسبه رايح جاي. نادي الزمالك اللي واخد منك السوبر المحلي قدرت وكسبك في الدوري قدرت تكسبه في بتعمل عليه انتصار كبير جدا يعني، فالاهلي رد اعتباره بشكل كبير جدا في البطوله دي، اعتقد ان كما ستكون دفعه الصفقات الجديده تكون دفعه ومقويه للنادي الاهلي. الى اي مدى كان بيحتاج النادي الاهلي لابنائه سواء المعارين او التدعيمات عن طريق الصفقات طاهر محمد طاهر وبدر بنون؟ شوفي هقول لك، هو فعلا النادي الاهلي يعني انا كنت متابع ابناء النادي الاهلي اللي هم انتقلوا في اعارات للانديه الاخرى. بجد يعني انا كنت شايف ان هم يستحقوا جدا، يعني مساله اعاره اللاعبين دي برضو ما هي ما بتكونش اعتباطيه يعني بتبقى مدروسه، انا عندي لاعب كويس لكن ما بيلعبش اساسي فبعيره لنادي اخر عشان ياخد فرصه خبرات وياخد خبرات ويثبت وجوده ويثبت لي انا كاداره او كاداره فنيه ان انا اقدر اعتمد ان هو جدير بالاعتماد عليه. فانا بعتقد ان الجزء ده نجح جدا اللي هو ان انت طلعتي ولادك لعيبتك بره اظهروا كل ما عندهم من امكانيات. يعني في لاعب مثلا بس ما اعرفش ده كان في اتجاه انه يجي واتلغى اللي هو محمد فاروق مثلا. محمد فاروق كان لاعب بيراميدز. محمد فاروق كان في فتره معينه انا لما كان بيلعب في النادي الاهلي انا كنت بشوفه لاعب كويس، هو كان كله كلام على السوشيال ميديا ما فيش حاجه لكن انا بتكلم على ايه، ان انت اما بتطلع لعيبتك بره انت بتديهم فرصه يبقوا اساسيين في انديه اخرى، ما هو عندي مش هيبقى اساسي وممكن ما ياخدش فرصته. يعني اكرم توفيق مثلا ما هو كان موجود ولاعب كويس وكل حاجه بس مش واخد الـ الشكل اللي هو تقدر تقول انه بينمي موهبته. بس هو لعيب الكوره انت عارف يا استاذ جمال لو ما بيلعبش كتير في الملعب، لو رجليه مش في الملعب حتى، هو ده اللي انا بقوله، ان هو لو هيقعد احتياطي
حتى هيقل. ممكن يشعر بالملل، ممكن مستواه فنيا هيقل طبعا، ومستواه يقل فنيا وكله. فشيء جميل جدا قرار استعاده بعض او هؤلاء المعارين بالاضافه للتدعيمات الجديده زي بدر بنون وطاهر محمد طاهر، دول هيبقوا اضافه 100% لل يعني. بكره استاذ محمود تفتكر ممكن نشوف بعض اللعيبه ديت؟ يعني احنا عندنا من الصفقات في اثنين في القايمه أعلن. لا ده اثنين اوريدي عندنا كمان اثنين من الصفقات، عندنا بدر وعندنا طاهر محمد طاهر بالزبط. ومن الاعارات اللي راجع عندنا اكرم توفيق، عندنا صلاح محسن، وعندنا ناصر ماهر بالزبط. تفتكر ممكن نشوف محمد شريف كمان؟ على فكره من اللعيبه المميزه جدا جدا، وكان ليهم دور هداف الدوري وما شاء الله. معانا على التليفون محمد، مساء الخير. هو اتحسد بس عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مبروك، الله يبارك فيك. بس عليكم مع الكباتن الموجودين. اهلا بيك، اهلا بيك يا محمد. طمنا عليك اولا، طبعا احنا عارفين كان يعني كان في مسحه طلعت ايجابيه. طمنا عليك محمد، عامل ايه دلوقتي واخبار يمكن المساحات ايه، وهنشوفك قريب امتى في الملعب ان شاء الله؟ لا كابتن، انا عملت مسحه امبارح وطلعت برضه ايجابيه. بقالي 10 ايام كده، الموضوع طويل قوي يعني. لا لا ان شاء الله. انت بتشعر باعراض يا محمد ولا يعني بس حامل الفيروس؟ هو انا اول اسبوع ما حسيتش بحاجه خالص. بدات بالاعراض من ثاني يوم، جسمي سخن جدا وبدات احس بالاعراض من ثاني يوم، بس النهارده احسن، النهارده الحمد لله كويس. ان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامه وترجع تاني ان شاء الله. ما تقلقش ان شاء الله، هي بتبقى وزي ما استاذ جمال قال انت يعني اتحسدت. هو انت مجرد ان هو اتقال انه هيرجع النادي الاهلي. لا هدف المنتخب كمان، ربنا يا رب يقوم بالسلامه. اعتقد بص، هو محمد ما شاء الله من ابرز اللعيبه اللي تالقوا خلال الموسم، وعامل موسم اكتر من رائع بصراحه مع انبي، وتاني هداف الدوري طبعاً. وما شاء الله بتلعب في كذا مركز يا محمد. انت اعتقد في انبي كنت بتلعب طرف يمين وطرف شمال، وبتلعب شادو سترايكر، وبتلعب راس حربه، فما شاء الله عامل طبعاً. موسم اكتر من رائع. عايزين طموحاتك بقى مع النادي الاهلي، واحاسيسك بعد عودتك للنادي الاهلي من سنه، اعتبر يعني سنه قويه جدا في الدوري المصري، داخل ازاي بطموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ كده كابتن طبعا ان انت ترجع نادي، طبعا شرف كبير للواحد جدا ان انا موجود في المكان ده. طبعا يمكن الفتره الاولانيه ليا في النادي ما كانتش موفقه قوي، ما لعبتش فيها كتير، فانا راجع بطموح مختلف، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اشتغل على نفسي اكتر من كده، واقدر افهم ان شاء الله الجمهور باذن الله. باذن الله، وباذن الله كن معانا بقى واحنا بنطمع النهارده او بنطمح للعشره، فان شاء الله انت تكون كمان احد نجوم النادي الاهلي اللي يحققوا البطوله ديت كمان يا محمد ان شاء الله. باذن الله، واحنا طبعا البطوله التاسعه دي كانت غايبه كتير، فالفرحه بتاعتها كانت من نوع خاص طبعا. بالظبط، لما تكون حاجه كده غايبه عندك يعني انت الدوري، ممكن فرحه الدوري تبقى عاديه من زي اعتدنا عليها، دي حقيقه. بالظبط، يكون في بطوله غايبه بالك بقالها فتره، فرحتها كده يبقى ليها طعم خاص. ان شاء الله البطوله العاشره تبقى موجوده باذن الله، ان شاء الله ونزيد من البطولات باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله محمد. وانا على المستوى الشخصي بهنيك كمان على المستوى الدولي، انت ما شاء الله كمان مع المنتخب المصري بتأدي وبتنزل وبتسجل، من اول ما بتنزل بعديها بثلاث دقائق بتسجل، وده بيدل انك في معدن كمان على مستوى الشخصيه الدوليه موجوده. وانت عارف ان النادي الاهلي، انت عارف ان ساعات الناس بتقول فانيله النادي الاهلي تقيله، فانت قادر، واحنا عندنا ثقه فيك، والناس كمان مستنيه الكثير منك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كده ان شاء الله. انا عايزاك يا محمد قبل ما نختم معاك على التليفون تكلمنا عن ثقه موسيماني اللي اداها لك، وانه يعني عايز بشكل كبير يعتمد عليك. كلمني عن الثقه دي، عملت معاك انت ايه، وفرقت مع محمد شريف ازاي؟ والله يوم من اول يوم جينا في النادي، يمكن موسيماني ما اجتمعش معانا لوحدي، اجتمع مع اللعيبه المعارين كلهم. اتكلم معانا يعني بصراحه راجل مثقف جدا، اتكلم معانا انا محتاجكم، انا لو مش محتاجكم مش تبقوا موجودين معايا في القعده دي. انتوا لعيبه مهمه بالنسبه لي، وجايين تبقوا اضافه مش جايين تقعدوا، فانا لو انتوا انا مش شايف فيكم اللي انتوا لعيبه كويسه طبعا، اللي هو بيشدنا وبيحفزنا للمرحله الجايه. ده كان شيء مهم، وطبعا بجانب طموحاتك الشخصيه كمان اكيد المدرب او المدير الفني. الكلام بتاع المدرب طبعا حاجه، وطموحاتك انت الشخصيه لنفسك انت حاجه ثانيه طبعا. ده حقيقي، احنا عندنا ثقه كبيره جدا، والجماهير على فكره عندها ثقه كبيره جدا فيك يا محمد، وخلي بالك الثقه ديت كمان بتحط عليك مسؤوليه، واحنا عندنا ثقه انك قد المسؤوليه. انت لعيب كبير، لعيب مميز، ان شاء الله مشوارك
على المستوى المحلي مع النادي الاهلي ببطولات، وكمان على المستوى الدولي، على المستوى الدولي. المهم زي ما بتقول سهام كده ترجع لنا الاول بالف سلامه، وما تقلقش يعني طالما ظهر اعراض يبقى جسمك بيقاوم، وانت يعني ان شاء الله رياضي وهتقوم بالسلامه قريب، ونشوفك ان شاء الله مع النادي الاهلي بتحقق بطولات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. بالتوفيق بالتوفيق. شكرا ليك يا كابتن. كابتن محمد شريف كان معانا على التليفون. اكيد الحدث اللي احنا النهارده بنتكلم عنه ده حدث تاريخي، حدث رياضي تاريخي، النهائي الاول بين الاهلي والزمالك. عايزه اتكلم بقى عن ازاي وسائل الاعلام والصحافه من وجهه نظر حضراتكم، ازاي اتكلمت وسائل الاعلام الرياضيه عن هذا الحدث يا استاذ جمال؟ تابعت وسائل الاعلام ازاي؟ طبعا يعني بصي انا ملاحظ طبعا من اول لحظه انه في تغطيه شامله جدا وتركيز. اصل احنا خلينا واقعيين، احنا كصحفيين واصدقائي وزملائي موجودين، طول عمرنا النادي الاهلي هو رقم واحد مثلا في توزيع الصحف المصريه. يعني مش هنروح، حد عنده يا جماعه حد عنده اعتراض؟ لو حد معترض على كلامي يقول لا، كلامك لا يعني كان حتى بيبقى فيه نسبه التوزيع تقصد؟ طبعا يعني كان مثلا بيبقى فيه رؤساء تحرير. ارقام بس النقطه دي عايز توضيحها يا استاذ جمال. كان فيه رؤساء تحرير زملكاويه يعني لما بيبص بقى لما النادي الاهلي بيكسب لما بيجي يعني اعداد الصحف بتوزع اكتر يعني هو بيتمنى هو كزملكاوي بيتمنى الزمالك يكسب عشان بس كتوزيع كصحفي يقول لك لا الجرنان يكسب يعني يكسب الجرنان هي لا علاقه بايه لا علاقه ب الشعبيه والجو ده يعني ما فيش كلام. وبالتالي كل الصحف وكل وسائل الاعلام تحولت الى احتفاليه للنادي الاهلي ليس مجامله للنادي الاهلي. ما احنا هنرجع للقصه اللي هي الناس كتير بيقعدوا يقلقوا نفسهم بالتفكير فيها، هل الاهلي بيتجامل؟ يعني هل انت لما بتهتم بيتجامل فيه؟ ما احنا انت هل انت لما تيجي تشوف حتى حجم بطولات حجم انتصارات، ما انت لازم تتابع. يعني انت لو فير وموضوعي، انا من وجهه نظري لو فير وموضوعي لازم النادي الاهلي هيبقى واخد الحيز الاكبر من ادائك الاعلامي استاذ جمال، لانك بترصد احداث. في البعض مش بيتساءل، البعض بيجزم يعني بيجزم انه الاهلي انه الاهلي بيتجامل. لا لا, شايف ده؟ لا لا مش بيتساءل. اصل ما هو ده ما هي دي فرصه ان احنا نرد على ده. بحاول بص يا استاذ انا بحاول ارد على هيلعب على الوتر ازاي هو هيلعب لك على وتر جمهوره ازاي؟ لازم يلعب دي بقى ده تسجيل بقى صوتي. هو مش بيسأل يا استاذ محمود، هو بيجزم. لا لا ده مش كده يعني ده هو مجهزه. هو عارف حضرتك لو انت عارف لو عملت ايه لن يتغير التفكير خلاص. في اسطمبه واحده كده ماشيه ان انا مهما اقنعت علاج بقى مع انه ايه مع انه على فكره لما تيجي تتكلم لو يعني هقول لك ايه بس انا ما سالت حد من اساتذه الكبار سالته يعني لما يعني اتضايقت جدا من كتر الكلام ده سالته قال لي طب اسالك سؤال مين الاستاذ لو اتجامل لا بلاش اقول لك مش ده احد الاساتذه حد جامد يعني طب لو اتجامل اتجامل في بطوله هيتجامل في 160 بطوله تاريخ مش ممكن. في التاريخ مش ثانيا هل المجامله هل انت لا تستفيد يعني اي فريق ما بيستفيدش بيستفيد من اخطاء انا هي المشكله في التحكيم ما بلاش نحن ندخل في التحكيم والحواديت عشان ده ايه هيزعل الناس مننا لانه فيها كلام احنا عارفينه وشاهدين عليه لكن المساله انك انت عاوز تقلل من الاهلي وعاوز تنال منه وكل مشكلتك سايب نفسك وناديك ومركز مع الاهلي يعني انت ايه لو انت حاولت تطور نفسك عشان تصل للي وصله الاهلي المجهود اللي بتعمله في النقد المجهود اللي انت بتعمله يا سيدي خليك في نفسك يعني خليك ايه عالج انت يعني شوف انت اخطائك شوف اي حاجه لكن انت شاغل نفسك جاي واحد اتنين واحد بيطلع الاول والتاني نفسه يطلع الاول فبتاع اللي عاوز يطلع نفسه يطلع الاول قاعد طول الليل يفكر هو بيطلع الاول ازاي يعني هو ما بيذاكرش عارف لو ذاكر ممكن يبقى زيه ماشي لكن لا هو تعبه ازاي بيجيبها من فين طب مين بيساعده طب في حد قريبه استاذ في الجامعه طب لا يعني عارف انت ايه بيدور على مخرج حتى يبرر لنفسه حالته اللي هو وصل لها وده المناطق اللي ادى ليه انه يبقى في نوع من الحقد والحسد ودول بقى قافتين انت ما تعرفوش اصبحت امر غريب جدا الاهلي ماشي كده في الطريق في طريق ومكمل انت بقى مجموعه اخرى لعبت على وتر جمهور فيك على فكره جمهور الزمالك
جانب منه واعي كبير جدا. صحيح. في بعض الشباب اللي هم متعصبين، زي ما برضو في الاهلي في مجموعه من المتعصبين برضو. عاوز اقول لك ايه يعني، زي المشهد الاخير واللقطات اللي احنا ما بنحبش نقولها ونعيدها لانها اتكررت مش النهارده، اتكررت من 2015 ومن قبل كده وكلام كتير. محتاج يبقى عندك منظومه سلوك اللي يخرج عنها يتعاقب. صحيح. انا عشان اتفق معاك تماما. يعني بص تماماً. لازم يبقى في قانون رادع، لانه لا احد يقبل ان انا وانت او حضرتك يبقى في اساءه يعني. ماشي، او اساءه موجوده، لا يمكن حد يقبل ان حد ينال من حد، عشان نكون واضحين. استاذ محمود، النهارده كلمه شائعه في امريكا الجنوبيه، اتوقف لاعب من اللعيبه الاوروبيين. طبعا كاباني. يمكن انت اشرت ليها في الانترو، اتوقف ثلاث مباريات ورا بعض. فهنا القانون يطبق لا محاله، هو ده العلاج، انه القانون يطبق. لا يعني انا من ضمن هو ده العلاج، عشان ما نبقاش احنا محددين برضو كابتن هاني المساله في الفريق المنافس. لا انا شايف احد الفرق مشجعي، احد الفرق اللي هي ما لهاش علاقه بالبطولات، انا بقولها بمنتهى يعني، مش هقول مين بقى عشان ما نزودش تعصب، انما احد الفرق اللي ليست معروفه بانها بتاخد بطولات، حاطين فانيله الاهلي على الارض وبيعملوا يعني بيدوصل. بص يعني مش عايزين نسمع يعني الكلام ده. لا انا عايز بس اقول ايه، عايز اوصل منها كابتن، عايز اوصل منها النقطه. اتفضل. ان دول صورهم باينه يعني، المجموعه دي انا شفتها صورها باينه. فين بس سكوت ليه يعني؟ لا الصور الاشخاص موجودين، ولما لو الجهات المعنيه عايزه تقبض على الناس دي بمنتهى البساطه هلا يتجابوا. يبقى اذا المساله ممكن جدا السيطره عليها، بس ما نفوتش حاجه ونمسك في حاجه. طب انا اقول يعني لحضرتك تعليقا على الكلام ده مختصرا، نمشيش على سطر ونفيد يعني سطر. مختصرا الكلام دوت ان احنا ما بنتكلمش لما بيبقى في لائحه، ما بنتكلمش على اهلي وزمالك، وما بنتكلمش على مسؤول الاهلي كل الانديه بالظبط الزمالك. احنا بنتكلم يا جماعه على لائحه تطبق على الجميع. واللائحه لما تطبق على الجميع يبقى في نوع من انواع العداله. استاذ محمد برضو يعني شاركنا في الجزئيه ديت، وخاصه في فاصل بعد الفاصل. طيب هنحاسب حضرتك في جزئيه مهمه جدا. الجزء الاول احنا بنتكلم على النادي الاهلي على المستوى المحلي، لكن كمان على المستوى العالمي، اهتمام العالمي بفوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه. حضرتك شفته ازاي؟ والنقطه الثانيه الموضوع اللي بنتكلم عليه بالنسبه للوائح والقوانين، وخاصه النهارده كان في اجتماع في اتحاد الكوره باللائحه الجديده. ناخد الاجابه من حضرتك بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واول فقرتنا الحواريه في البيت الكبير. ثلاثه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، ثلاثه من النقاد الرياضيين الكبار اكيد عاشوا برضو لحظات توتر كبيره جدا مع فرقتنا في النادي الاهلي، ولحظات كمان سعاده كبيره جدا بعد طبعا الفوز بالغاليه السمراء. معانا مشرفنا النهارده الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود صبري اهلا بحضرتك، منورت كابتن. اخبارك انت الناحيه دي، انتوا بتغيروا الاماكن من ورايا. استاذ محمود صبري ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ منورنا. ايوه كده الضحكه الحلوه. ما شفتهاش دي قبل الماتش؟ ها قبل الماتش قلت لي بص محمود صبري. لا قال لي قبل الماتش يا كابتن هاني انا همشي، كان معانا تقريبا يوم الاربعاء. قال لي هكلمك ان شاء الله بقى بعد الماتش يوم الجمعه ان شاء الله نكون فرحانين يعني. منورنا والف مبروك استاذ جمال الزهيري. الف مبروك ومبروك ليكم طبعا وللقناة وللناس كلها. طبعا والجماهير. محمد القوسي اهلا بحضرتك، منورنا دايما. مساء الخير علينا، شرفنا شرفنا استاذ. طبعا دايما متجمعين في الخير كده دايما ان شاء الله. دايما ان شاء الله اكيد بنستمتع دايما والساده المشاهدين بالحوارات. طبعا في ملفات كتيره جدا هنتكلم فيها، بس الاول لازم نبارك لكم على الفرحه وفرحه الفوز، لان اول مره تقريبا بعد الفوز. صحيح استاذ محمد استاذ محمود واستاذ جمال. فعايزين نبارك لكم على الفوز الكبير ده، وتقولوا لنا بقى احساسكم بقى برضو. احب اعرف شعوركم كده وحضراتكم بتتابعوا المباراه الغاليه دي. والله جمال. هو احساس لا يوصف. رغم المعاناه اللي احنا عشناها اثناء المباراه. يعني احنا انا شخصيا عشت اثناء المباراه كل المشاعر اللي ممكن تلاقيها في الدنيا. اول خمس دقائق قلت الاهلي النهارده قلت الاهلي النهارده هيعمل ماتش سكور نتيجه عاليه. يعني هدف بعد خمس دقائق قلت لا ده اليوم يوم الاهلي. بعد الربع ساعه ولا الثلث ساعه الاولى ابتديت اقلق شويه على الاداء، ابتدى يبقى في نوع من السيطره لنادي الزمالك والاستحواذ. ما انا بقول يعني بعد الربع ساعه الاولى فابتديت دخلت في مرحله اللي هي القلق.
استمر القلق معايا برضو، وجي هدف شيكابالا هدف رائع وكل حاجة، بس لو جابه في أي حد تاني كنت هبقى مبسوط بيه قوي يعني. هو حلو اه بس ايه مش النهاردة يعني، مش النهاردة الهدف ده. المهم طبعا فضل القلق فضل مستمر طبعا، حتى الهدف اللي انا بقول ان هو فكرني يعني، هو اولا هو تصرف فردي جدا وفكرة جات لمحمد مجدي قفشة، انا بعتقد انها في لحظتها لان هو لم الكرة بطريقة معينة بطريقة حتى ما حدش متوقعها يعني، بعد الكرة تردت من مرمى الزمالك جات قدامه هو لمها واخترق وسط اللعيبة واحرز هدف. انا عايز اقول انه من اغلى او يمكن يكون اغلى الاهداف اللي احرزها الاهلي في الفترات السابقة، لانه هدف مش هقول انه هو لوحده اللي ب3.5 مليون دولار، لكن على الاقل له قيمة كبيرة جدا طبعاً في تحقيق هذه البطولة طبعاً، اللي كان كل الجماهير والنادي الاهلي والاهلاوية كلهم مستنيينها من سنين طبعاً. يعني كل سنة انت كنت بتخسر في اخر محطة، وصلنا النهائي كذا مرة بالظبط. فطبعا يعني عايز اقول اهم حاجة في المشاعر دي بقى العشر دقايق الاخيرة اللي هم كان فيهم قلق رهيب برضو، لو بقى خلاص بعد الدقيقة 85 اللي هو بعد الهدف برضو انت قاعد طبعاً مش مطمئن انه ما هو زي ما حصل ده ممكن يحصل حاجة تاني، فانت قاعد برضو. فهي مباراة اجمالا مثيرة جدا وجميلة جدا، واجمل ما فيها طبعا تتويج نادي الاهلي باللقب، لقب غالي وهدف غالي، ويمكن يعني يمكن من احلى الاهداف اللي اتعملت في البطوله جداً دي جداً. وافتكر كمان انه من اغلى الاهداف على قفشة، هو بنفسه قال كده طبعا. استاذ محمود، عدت عليك اللحظات الاخيره في المباراه ازاي؟ وانا بكتب المباراه الايه بقول له ما تحركش يعني، قول براحتك يعني. لا لا استاذ محمود متعودين على صراحته يعني. محمود لا انا بجد يعني كنت منتظر تتصل بيها ما كلمتيش عشان تبارك لي، بس يعني هو كان متوتر جدا بصراحه. قبل تحليل كنت بعمل تحليل المباراه في الاهرام طبعا يعني، حلو المباراه لما جه جول في الدقيقه 35 سبت القلم قعدت عملت كده. ده انت كنت بتشغل وانت انا بشتغل وانا بتفرج يعني سبت القلم وقلت لا خلاص بقى نستنى بقى ال 10 دقايق يعدوا على خير، ما تضمنش ايه اللي يحصل. لكن انا شايف البطوله دي هي اكبر يعني، الفوز فيها هي اكبر من بطوله يعني، مش بطوله كل ده، دي بطولة اسمها انتصار للأهلي، الأهلي فقط، الكيان نفسه، الكيان نفسه عادت له الروح بعد يعني أقول 3 سنوات صعبة جدا متقلبة، أزمات على مستوى كبير جدا، محن كثيرة مرت على هذا النادي تحملها طول إدارة، تحملته الجماهير، تحملته اللاعبين بالتدريج، ولكن أراد ربنا سبحانه وتعالى أن ينصف هذا المكان، وإنه يقول المكان ده لن سيبقى، لن يختفي، لن يستطيع أحد أن ينال منه. هي دي الرسالة الواضحة من الفوز ده، الهدف إن يجي بالطريقة دي في الدقيقة 85 يأكد لك على الروح، يأكد لك على إرادة ربنا في الدفاع بشكل أو بآخر. قول زي ما أنت عايز، قول زي ما أنت عايز، قول الأهلي تراجع في المباراة، قول ما تكلمنيش على الفنيات، بعيدا عن الفنيات، بعيدا عن الفنيات ما تكلمنيش على حاجة، لكن في إصرار، في حاجة قالت للراجل ده روح في الحتة الفلانية دي اعملها كده خلاص خلص الماتش. المعنى أكبر من نتيجة بطولة كابتن هاني، والمعنى أكبر في إنك أنت المكان ده لازم تحافظ عليه بشكل آخر، ده كيان من الكيانات الرياضية الكبيرة، لازم الحاجات الكبيرة عندنا في بلدنا يعني، الأهلي مستمر وسيبقى شامخا طبعا يعني، الكيانات الكبيرة أهلي زمالك الإسماعيلي المصري الناس، الحاجات الموجودة دي كبيرة عندنا نحافظ عليها، لازم نحافظ عليها، لأن الحفاظ عليها معناه استقرار الدولة، معناه استقرار حاجات كده. شفنا حجم الفرحة، يمكن انتوا كنتوا هنا، احنا كنا موجودين في الأهرام في الأخبار، قعدنا أكتر من ساعتين عشان نعرف نروح من الشوارع المقفولة، الجماهير اللي خرجت، لا فرحة الناس كبيرة. اللي قفلت التتش وحوالين التتش فرحة كبيرة جدا يعني، بقول زي ما احنا بنتكلم كلنا بنقول دي نقطة مهمة جدا انتظرها جمهور الأهلي، اللي هو يعني مش عاوز أقول هو البطل الحقيقي، هو البطل الحقيقي فعلا، اللعيبه قدت معاليه، مجلس الاداره وخد الكابتن محمود الخطيب تحمل ما لا تحمله احد بامانه شديده. انا عاوز اقول مبروك، دي بدايه لعوده يعني 10 سنوات او 7 سنوات سمان باذن الله تعالى، المزيد من البطولات، عندك بطوله بكره، عندك بطوله يوم 10 ديسمبر، كل الحاجات دي
يعني اتمنى ان شاء الله يكون فيها التوفيق. عجبتني قوي جملتك اللي قلت فيها ان تتويج البطوله ديت يعد انصافا للنادي الاهلي. مش مجرد بطوله وكسبناها وخلاص، لا انصافا للنادي الاهلي، يعني للي حصل الفتره اللي فاتت. يعني كانت في ظروف كتيره جدا عندتك زي ما بنقول شويه، فكان فعلا الفوز بيها مهم جدا عشان بيحمل معاني كمان اخرى غير الفوز بالتتويج. غير الفوز بالتتويج فسري دموع الكابتن، يعني فسري دي حقيقة، دي حقيقة. وسجوده على الأرض بطريقة دي بتحوي معاني كبيرة جدا للي شافها واللي ما شافهاش، يعرف حجم الضغط اللي تعرض له رئيس النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، وحجم الصمت اللي صبر فيه على كل الإيذاء المعنوي، وحتى مش عاوز اقول البدني، نزال معناه هو اخطر ما في الامر. البطوله دي جاءت للاهلي، وعارف اخطر حاجه ما في الامر ايه؟ الصمت. لا طبعا الصمت، ان انت كنت حريص طول الوقت ان انت ما تردش، حتى سخروا من الصمت. لا بس خلي بالك، حتى سخروا من الصمت على رايك، موضوع على الصمت ده يمكن اتكلمنا في النقطه ديت في لقطه، كان اعتقد كان أفشة او حمدي فتحي بيحضن الكابتن محمود الخطيب، فاحنا اسالنا أفشة وكان بيقول لك ايه، قال لي كابتن الخطيب ما قاليش حاجه بس حسيت وهو بيحضنني انه عايز يقول حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات دي اعتقد في وجهه نظر الشخصيه انه بيقول له شكرا، وهو ده الرد اللي كان هي اللقطه دي. هي اللقطه ديت يعني أفشة. اولا دموع كابتن محمود الخطيب والحضن دوت، وقفش قال لك حاجه أفشة، قال لي ما قاليش اي حاجه بس حاسس انه عايز يقول لي حاجات كتير. الحاجات الكتير اللي كابتن محمود قالها من جواه انه بيشكر اللعيبه، انه بيقول للعيبه هو ده الرد، انا ما بطلعش ارد على الاهانه، واحنا متعودين في النادي الاهلي الرد يا جماعه فين؟ في الملعب. الرد في الملعب. الرد يا جماعه فين؟ الرد بالبطولات. لان هو ده النادي الاهلي وهو ده كيان النادي الاهلي. صحيح. استاذ محمد القوسي، يعني برضه هناخد يعني ردود افعالك ايه اثناء المباراه، تابعت المباراه ازاي بكل السيناريو اللي مر بيها، وكمان سؤال للجميع بعديها نقطة من أول السطر. نفتكر من سنة تقريبا 90 ل 93 كان في 3 سنين عجاف على النادي الأهلي. ومن 93 انطلق النادي الأهلي بجيل مختلف حتى 2000. من 93 ل 2000 ببطولات كبيرة جدا، وكانت مباراة أعتقد نادي الإسماعيلي مع النادي الأهلي كان نقطة الانطلاق لهذه المسيرة الطويلة. هل ده يطبق مع هذه المباراة؟ إن هيكون إن شاء الله نقطة من أول السطر، وان هذا الجيل قادر خلال السبع سنين اللي جايه او 10 سنين الجايين انه يحقق بطولات كتيره جدا. لا، بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى المساله بالنسبه له مجموعه من الاجيال بتسلم اجيال، وعمليه متواصله، وكل جيل بيجي يؤدي دوره لغايه نقطه معينه ويكمل الجيل اللي بعديه يعني في المسيره. يعني ده مش معناه ان الجيل اللي قبله كان متوقف، هو جه بدا مرحله جديده، لا ده جه كمل واضاف نجمه جديده للثمان نجمات اللي موجوده في النادي الاهلي. نتمنى ان الجيل ده يكمل ويضيف نجمه واثنين وثلاثه، وتيجي بعدها اجيال ثانيه تضيف وتكمل المسيره، لان النادي الاهلي يعني جيل ورا جيل بيسلم اجيال ورا اجيال بتسلم بعضيها من 1907 لغايه 2020، واعتقد ان ده نهج وسياسه موجوده جوه النادي الاهلي. يعني اقصد ان بقى في مباريات ساعات بتتحط مباريات كده نقطه انطلاقه لبطولات، بدايه مرحله جديده، بدايه مرحله فيها بطولات على مستمره. يعني المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي او عشاق النادي الاهلي او بالنسبه لنا كلنا، انا كنت شايفها دي واحده من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي. انا الحقيقه من ساعه ما بدات اشوف كوره واشجع النادي الاهلي عمري ما عشت هذه المشاعر ولا هذه الاحاسيس اللي عشتها في المباراه دي. الحقيقه كانت واحده من اصعب المباريات اللي انا عشتها، لدرجه ان انا بدات اتحرك للمباراه ان اتابعها من الساعه 7. يعني انا طبعا عايش جو الماتش من يوم الجمعه الصبح يعني، بس بدات من الساعه 7 كنت بصدد اتخاذ قرار ان ما اتفرجش على الماتش، لكن كانت عندي مشكله كبيره جدا ما بين الصعوبه اللي هنواجهها وانا اتفرج على الماتش، وما بين ان انا ان ده شغلي، لازم وشغلي مرتبط بدرجه عشان وشغلي مرتبط بدرجه كبيره جدا، ازاي هعمل شغلي وانا مش هتفرج على الماتش، وازاي هقدر اتحمل ال 90 دقيقه دي؟ الحقيقه يعني كانت عمليه صعبه. فلما احنا كنا كده فكنت بقول الله يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني اللي موجودين في ارض الملعب، ازاي يعني هيقدروا يتحركوا ويشتغلوا بالشكل ده. دي كانت مباراه صعبه، وصعوبتها مش النهائي، انت لعبت نهائيات كتير جدا، لعبت 13 نهائي قبل كده، ولعبت نهائيات واخر اربع سنين لعب ده الثالث نهائي بالنسبه لك، بس صعوبتها في مواجهه فريق اللي هو المنافس التقليدي والاكبر ليك في القاره والاكبر ليك في مصر، والديربي الاعظم ليك اللي هو نادي الزمالك.
وده دليل يا جماعه على ان مباراه الاهلي والزمالك مباراه لها طابع خاص. انا اعتقد وفي ظني بعيد عن المستوى الفني يعني الديربي اللي هو بين برشلونه وريال مدريد ما يجيش في الاحاسيس مش في الكوره يا كابتن هاني زي اللي بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك متغللين جوه الشخصيه المصريه مكتوب من اكبر خمس ديربيات على مستوى العالم. لا احساس المصريين بالاهلي والزمالك يا كابتن كبير قوي صحيح. لدرجه انا لما كنت قعدت اتفرجت على الماتش في ناس بتعيط يعني قررت تتفرج عليه بعد طبعا اخذت قرار تتفرج عليه في الاخر يعني. من الساعه 7 لغايه الساعه 9 كنت رايح الاهرام ورجعت علشان اتفرج على حدائق الاهرام تاني وانا واخد قرار بحاول ان انا استهلك الوقت في الطريق عشان ما الحقش الماتش لكن لقيت نفسي برجع قبل ماتش بنص ساعه ورحت نادي حدائق الاهرام لقيت النادي تقريبا كما يكون اشبه باستاد القاهره مليان على الاخر مليان على الاخر مثلا بالرغم ان في مثلا يجي 6 7 شاشات استاد القاهره بالظبط قاعده ناس والدنيا مقفوله تماما وصمت شديد جدا على بتاع وقعدت رحت واخد كرسي وقعدت في مكان منفصل لوحدي عشان اتابع المباراه. طبعا كانت لحظات عصيبه من البدايه طبعا نفس المشاعر اللي عاشها الاستاذ جمال انك تعيش من اول لحظه لاخر لحظه لكن الانفجار بالنسبه للعشاق النادي الاهلي كان في الدقيقه اللي سجل فيها قفشه جول الحقيقه فوجئت بالناس اللي بيرقص واللي بيشيل واحد فوجئت واحد جاي بيشيلني وبيجري بيها في النادي ما اعرفش لا اراديه فعلا عديد كده يعني فوجئت حاجات كتيره جدا بتحصل وانهيارات انا ليا صديقي عديل لي اغمى عليه لما جه الجون يعني هو فرح وراح قايم نط حصل نزل قعد مثلا دقايق في حاله اغماء كامله يعني ففي حالات كتير وحالات كتير يا استاذ محمد جدا يعني الحمد لله وحالات كتيره جدا فدي مشاعر ده دليل على ان الماتش ده كان بالنسبه مش مجرد ماتش كوره لا ده لا. انت بتواجه نادي الزمالك أكبر بتواجه نادي الزمالك في واحده من اهم المباريات في التاريخ. الماتش ده مش هتنساه الاجيال لمده 20 سنه جايه على الاقل الاجيال اللي عاشته وشافته يعني هيديك دوري ابطال افريقيا هيخليك تكسب الزمالك هيخليك تلعب على السوبر الافريقي هيخليك تلعب كاس العالم للانديه هيديك 3.5 مليون دولار هيديك مجد ادب ومجد معنوي. ايه المباراه دي؟ صحيح دي مباراه كومبو. استاذ محمد القوسي عرفنا مشاعركم طبعا كنقاد رياضيين وتابعتوا المباراه ازاي واعتقد مشاعر سادت معظمنا ومعظم الجماهير المصريه لكن ردود افعال ما بعد المباراه يا استاذ محمد شفتها ازاي من خلال انتقالك بقى ما بين الناس شفت ردود الافعال دي ازاي؟ بص يا كابتن هاني انا يعني في ردود افعال شفتها دي مره قبل كده لما مصر تعادلت لكاس العالم الاخيره بتاعتنا دي ولما كنا بنلعب هولندا لما تعادلنا مع هولندا وخرجت الناس في الشوارع تحتفل بكاس العالم 90 طبعا كانت هنا مصر بقاله ليله المباراه بعد انتهاء المباراه فوجئت ان تقريبا مصر كلها كانت في الشارع او يعني غالبيه المصريين انا كنت متخيل ان القاهره بس بتحتفل اكتشفت ان كل محافظات مصر بتحتفل من اسوان لغايه مطروح وبره مصر والناس طالعه في الشارع وعيره ناريه واحتفالات حتى القرى عندنا في انا راجل صعيدي ومن اسيوط والقريه بتاعتنا والقرى اللي جنبيها الناس طالعه بتحتفل في الشوارع دي عمرها ما حصلت يعني احنا القرويين اصلا من عادتنا او الناس الفلاحين لما بيروحوا يقعدوا يحتفلوا بيحتفل في البيت لكن انه يطلع يحتفل في الشارع بنتيجه مباراه كره القدم ما بتحصلش كتير ما تحصلش دي بتحصل للناس هنا اللي طالعه في الاستاد الناس بتوع القاهره والمدينه هنا لكن ما تحصل في الارياف وفي قرى مصر وفي نجوعه وفي كفرها رساله واضحه يعني حاجه يعني رساله واضحه يعني رساله وتعدي وتروح الوطن العربي يا استاذ محمد وتعدي وتسافر والفرحه اتسافرت يعني لا شفناها في اكتر من دوله الحقيقه لا ازاي بقى نتكلم على يعني مباراه اصل مباراه خلينا نحطها طبعا في انها مباراه تاريخيه دي مباراه تاريخيه لعوامل اتكلمنا فيها قبل حتى المباراه على المستوى الاتحاد الافريقي اول مباراه في تقام أول نهائي ما بين فرقتين من بلد واحدة بتقوم في مصر أول مباراة بتبقى من نوك أوت مباراة واحدة بس مش يا ذهاب بشكل جديد وجزء كمان اللي اداله فاليو كمان إنك بتلاعب نادي الزمالك ونادي الزمالك يمكن في الدوري تفوق عليك في السوبر تفوق عليك فكل الأجواء ديت يعني أحيطت بيها كده نوع من أنواع هيبة المباراة ومكسب كبير نقطة تانية يا كابتن السنة دي تحديدا النادي الاهلي تعرض لهجوم غير مبرر من جميع الجهات في جهات كتيره جدا تكاتفت على ان هي تحرج النادي الاهلي يعني حتى اللعيبه اللي مشيوا يعني لما تيجي تشوف كذا لاعب ترك النادي الاهلي في وقت معين برضو غياب الناس دي كلها ما هو انت النهارده بترد
ان النادي الاهلي يمكن الجمله معلش انا هستوقفك في نقطه واحده يا عندي اللي برضو استوقفني يا استاذ جمال للاسف حتى يعني ما اعرفش ما قريتش حتى على السوشيال ميديا او ما كانش فيه تصريح مثلا ان شريف اكرامي بيبارك للنادي الاهلي ان ان رمضان صبحي بيبارك للنادي الاهلي ان عبد الله السعيد يعني انا الحاجات دي بقف عندها شويه لا يعني في على الاقبس بيقول لي استحال باركه بالعكس انت عارف اللي عجبني ايه ان عمرو السليه جوه اوضه اللبس قال انا بشكر مين فايلر كان ليه جزء رمضان صبحي كان ليه جزء شريف كان موجود فده النادي الاهلي وده عمرو السليه من جوه اوضه اللبس بعد الماتش على طول ماشي. فليه لا الناس ديت يعني بمن حضر. انا خدت النقطه هي بالظبط بمن حضرك استاذ جمال يعني هي الرساله فعلا اللي واصله اللي احنا دايما بنقولها انه النادي الاهلي مش بلاعب معين او او بفريق معين انت بتشوف كل اللعيبه حتى لو مشي عند ان السنه دي انت خمس ست لعيبه مش موجودين يعني عناصر الخبره كلها من القوام الرئيسي للفريق فمعنى ان انت تكسب برضو لا ده يعني ده معناه معنى كبير جدا يحسب لك يحسب لاسم النادي يحسب للفريق وللاداره وللنادي ان هو اي مجموعه مش ده اول مره محدش الاهلي بمن حضر الاهلي بمن حضر الماتش ده اللي موجود فيه اللي بدا ما كانش فيه ولا واحد كسب بطوله افريقيا بالظبط غير موسيماني بالظبط غير موسيماني طبعا لا ده يدل على كلام مش معانا فده دليل على كلام حضرتك فعلا فعلا الروح نفسها تحس فعلا ان هي روح النادي الاهلي موجوده بقى في اي حد بيبقى موجود يعني مش شرط ده فلان لانه برضو لازم نقتنع بحاجه مهمه قوي وكل لعيبه مصر يقتنعوا بان اللعيب في النادي الاهلي بياخد دفعه معنويه قويه كبيره ودفعه كبيرة قويه جدا اللي هي بتخليه بطل ما احنا نشوف برضو اللعيبه اللي بتمشي بتروح فين او بيبقوا ايه مع كل الاحترام اللي بيجي النادي الاهلي بيبقى له وضعيه مختلفه طبعا لا طبعا يعني انت بتتكلم على كيان فعلا صحيح. يعني لما بنقول كيان احنا مش بنبالغ ولا بنقول كده مجامله يعني يعني انتصاراتك متتالية. يعني ما تلاقيش فرقتك دي او النادي بتاعك ده قعد مثلا خمس سنين من غير بطوله ولا سبع سنين من غير بطولتين 10 20 بطوله بس في فرق بين يعني ان انت تكون النهارده يعني لاعب مميز او مش مميز يعني خلينا نقول لاعب عادي واللاعب المؤثر يعني يمكن انا برضو كمان عايزه اذكر قفشه في الموضوع ده لانه النهارده قفشه اصبح من لعيبه النادي الاهلي المؤثرين يا استاذ محمود يعني النهارده شفنا قفشه بيسجل في الهلال السوداني في السودان في الوداد في المغرب اليوم في مصر فالنهارده كل اهداف قفشه مع المنتخب الوطني برضه مع المنتخب الوطني صحيح بنفس النهارده استاذ محمود كارونية النادي الاهلي برضه هي نفس اللعبه اصبح من اللعيبه المؤثرين واصبحت حتى اهدافه مؤثره في النادي طبعًا. في النادي طبعًا. الاهلي بص حضرتك هو قفشه دلوقتي انت كان عندك مشكله بامانه بعد عبد الله السعيد انت كنت فتره على رقم 10 عمل عندك مشكله في الفرقه انت قعدت تدوري وتجربي لغايه ما ايه لقيتي ضلتك ظهرت شويه مع فايلر صح لكن الوضع كان مختلف مع موسيماني يعني موسيماني زي ما اقول خلاص اطلق قفشة في الملعب كيف ما شاء لاعب يشبه الرعد انا سميته كده لاعب لا تستطيع انت ما تعرفش تمسكه لاعب يعني يشبه الرعد الرعد يختفي ويظهر في اوقات وبيروح وبيجي بسرعه وخفه استحق يعني وربنا كافئه على جهده وعلى تركيزه وربنا اداله اللقطه المهمه جدا في الحدث لما تيجي تتكلم انت وتقول وزي ما بقى الاستاذ جمال عن النادي الاهلي ولاعيبه ومش لعيبه يعني هذا هو الفرق بين الاهلي لم ينسى وليد ازارو وقال لك هنرسل ليه الميداليه بتاعته لانه شارك في البطوله واكيد النادي الاهلي الناس كانت موجوده سواء شريف اكرامي سواء رمضان صبحي حتى حسام عاشور برضه النادي الاهلي مهما يحدث مش هينسى برضه هذا المشوار لما يبقى فيه حاله زعل بين الاب وابنه لازم حتى الابن يعني انا بقول لهم لازم حتى الابن يقدر حتى يعني انه ابوه هو اللي رباه وانه هو اللي كبره وهو اللي عمله كان قال له ابسط حاجه مهما يكن حتى لو كنتوا ضايقته حتى كان الجمهور بيتعامل معاكم بطريقه كان يجب عليكم تتهنوا بيتكم وناديكم تتغلبوا على الكلام ده لانه في الاخر هتبقى رساله واضحه ان كنتوا ابناء فعلا للنادي الاهلي مهما يكن النادي الاحتراف اختلف والدنيا اختلفت لكن عاوز اقول الاهلي سيبقى والاشخاص زائلون النهارده ده قاعد بكره مش ماشي لكن الرساله كانت قويه جدا مهمه جدا الاهلي بفضل الله تعالى
كل العناصر تدعيم الصفوف في الوقت الحالي اثبتت وجودها. لسه الاهلي قدامه كتير زي ما انت قلت السؤال السابق، هل هي نقطه من اول السطر؟ اه نقطه من اول السطر ونقطه مهمه جدا وواقفه، انك انت لازم يتم بناء الكامل للفريق بتدعيم صفوفه بالعناصر اللي هي نقص مستقبلا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله استاذ. طبعا محمود استاذ محمد، المشكله كمان مش مشكله يعني دلوقتي زي ما بيقول نقطه من اول السطر، واحنا بنبدا مش هنقول بنبني فرقه جديده النهارده طبعا في القائمه استغناء عن صالح جمعه واحمد الشيخ وبادجي، فيما بعد بقى يعني دايما جماهير النادي تقول لك نقطه من اول السطر فيما بعد. شايف رؤيتك ازاي لمشوار النادي فيما بعد، وخاصه عندنا مباراه نادي الاتحاد، عندنا ان شاء الله مباراه السوبر الافريقي، كان اعتقد كمان كان نهضه بركان كانت طالبه انها تلعب المباراه في اركان يحتاجوا على اقامتها بيعملوا بس الجو بس كده انت فاهم احنا، بس ده قرار على فكره يعني تعرف بالظبط يعني. بالظبط شايف رؤيتك ازاي للفتره اللي جايه وملف النادي الاهلي؟ عندنا ان شاء الله ثلاث بطولات، كاس مصر وعندنا السوبر وكمان تمام. عندنا ان شاء الله كاس العالم. يمكن ما حدث النهارده وظهور لاعبين جدد ووجوه جديده في قائمه النادي الاهلي بيعطينا امل كبير بتغير في شكل الاهلي الفني واضافه قويه وتدعيمات فنيه كبيره جدا للنادي الاهلي، تدعيمات للنادي الاهلي في الخطوط الثلاثه، لو بدات هتلاقي بدر بنون في الخط الخلفي، صفقات المعارين ناصر ماهر واكرم توفيق في وسط الملعب او في وسط الملعب، هتلاقي صلاح محسن، هتلاقي احمد ياسر ريان، هتلاقي محمد شريف، هتلاقي طاهر محمد طاهر، اعتقد تدعيمات قويه جدا محتاجها النادي الاهلي خصوصا في الخط الخلفي وخصوصا في الخط الامامي، خط الهجوم النادي الاهلي محتاج دعم كبير جدا، هيكون في محمد شريف اضافه كبيره جدا، هيكون احمد ياسر ريان اضافه كبيره جدا، هيكون صلاح محسن برضو اضافه كبيره جدا، وفي قناعات كبيره جدا من موسيماني بالناس دي، هو اللي جايبها، هو اللي مختارها، هو اللي محددها بمنتهى الدقه، هيغيروا شكل النادي الاهلي لان اولا متوسط الاعمار بتاعهم صغير جدا، في العشرينات في اوائل العشرينات كلهم، لما يخش عندك 7-8 لعيبه في العشرين بينزل لك بمتوسط اعمار اللعيبه، ده بيعلي لك طبعا بالاضافه لبعض الخبرات اللي موجوده طبعا مهمه جدا وموجوده، لكن ده هيعلي من القيمه الفنيه للنادي الاهلي، اعتقد ان النادي الاهلي هيكون شكله مختلف تماما. طبعا الاهلي قدم موسم كبير جدا وتاثر بعد كورونا بشكل كبير جدا والحمد لله مشي في البطوله الافريقيه وربنا سترها وعدى وقدر يحقق اللقب تتويجا لجهوده كلها. صحيح. يعني كان صعب جدا كمان ان النادي الاهلي يوصل 3 فاينل وما ياخدش البطوله، لما يوصل في 17 ويوصل في 18 ويوصل في 20، فكان لابد ان النادي الاهلي مع عمرها ما حصلت مع النادي الاهلي يوصل 3 فاينل وما ياخدش البطوله. البطوله دي كمان يا كابتن انا بسميها برضو بطوله رد الاعتبار، بطولة رد الاعتبار، لان الاهلي نجح خلال هذه البطوله وخصوصا من دور الثمانيه الى الفاينل في يعني رد اعتباره امام كل الفرق اللي حقق قدامها نتائج سلبيه في السنوات الاخيره. في دور الثمانيه لما قابل صن داونز اللي كان مقابله في 2019 واقصى الاهلي اقصاه في البطوله دي وكسبه هنا بشكل مريح جدا، وكان قاب قوسين او ادنى ان يكسبه في مباراه العوده هناك. دور النصف النهائي الوداد اللي خد منك البطوله في 2017 قدرت تقصيه وتكسبه رايح جاي. نادي الزمالك اللي واخد منك السوبر المحلي قدرت وكسبك في الدوري قدرت تكسبه في بتعمل عليه انتصار كبير جدا يعني، فالاهلي رد اعتباره بشكل كبير جدا في البطوله دي، اعتقد ان كما ستكون دفعه الصفقات الجديده تكون دفعه ومقويه للنادي الاهلي. الى اي مدى كان بيحتاج النادي الاهلي لابنائه سواء المعارين او التدعيمات عن طريق الصفقات طاهر محمد طاهر وبدر بنون؟ شوفي هقول لك، هو فعلا النادي الاهلي يعني انا كنت متابع ابناء النادي الاهلي اللي هم انتقلوا في اعارات للانديه الاخرى. بجد يعني انا كنت شايف ان هم يستحقوا جدا، يعني مساله اعاره اللاعبين دي برضو ما بتكونش اعتباطيه يعني تبقى مدروسه. انا عندي لاعب كويس لكن ما بيلعبش اساسي فبعيره لنادي اخر عشان ياخد فرصه خبرات وياخد خبرات ويثبت وجوده ويثبت لي انا كاداره او كاداره فنيه ان انا اقدر اعتمد ان هو جدير بالاعتماد عليه. فانا بعتقد ان الجزء ده نجح جدا اللي هو ان انت طلعت ولادك لعيبتك بره اظهروا كل ما عندهم من امكانيات. يعني في لاعب مثلا بس ما اعرفش ده كان في اتجاه انه يجي واتلغى اللي هو محمد فاروق مثلا. محمد فاروق لاعب بيراميدز محمد فاروق كان في فتره معينه انا لما كان بيلعب في النادي الاهلي انا كنت بشوفه لاعب كويس، هو كان كله كلام على السوشيال ميديا مفيش حاجه لكن يعني. انا بتكلم على ايه، ان انت اما بتطلع لعيبتك بره انت بتديهم فرصه
يبقوا اساسيين في انديه اخرى. ما هو عندي مش هيبقى اساسي وممكن ما ياخدش فرصته. يعني اكرم توفيق مثلا ما هو كان موجود ولاعب كويس وكل حاجه بس مش واخد الشكل اللي هو تقدر تقول انه بينمي موهبته. بس هو لعيب الكوره انت عارف يا استاذ جمال لو ما بيلعبش كتير في الملعب بالزبط. لو رجليه مش في الملعب حتى ما هو ده اللي انا بقوله ان هو لو هيقعد احتياطي حتى حيقل. ممكن يشعر بالملل ممكن مستواه وفنيا هيقل طبعا ومستواه يقل فنيا وكله. فشيء جميل جدا قرار استعاده بعض او هؤلاء المعارين بالاضافه للتدعيمات الجديده زي بدر بنون وطاهر محمد طاهر دول هيبقوا اضافه 100% للفريق. يعني بكره يا استاذ محمود تفتكر ممكن نشوف بعض اللعيبه ديت؟ يعني احنا عندنا من الصفقات في اثنين في القايمه اعلان. لا ده اثنين اوريدي عندنا كمان اثنين من الصفقات عندنا بدر وعندنا طاهر محمد طاهر بالزبط. ومن الاعارات اللي راجع عندنا اكرم توفيق عندنا صلاح محسن وعندنا ناصر ماهر بالزبط. تفتكر ممكن نشوف محمد شريف كمان على فكره من اللعيبه المميزه جدا جدا وكان ليهم دور هداف الدوري وما شاء الله معانا على التليفون محمد مساء الخير. هو اتحسد بس خير يا جدع عامل ايه اخبارك ايه مبروك الله يبارك فيك بس عليكم مع الكباتن اللي موجودين اهلا بيك اهلا بيك يا محمد طمنا عليك اولا طبعا احنا عارفين كان يعني كان في مسحه طلعت ايجابيه طمنا عليك محمد عامل ايه دلوقتي واخبار يمكن المساحات ايه وهنشوفك قريب امتى في الملعب ان شاء الله والله يا كابتن انا عملت مسحه امبارح وطلعت برضه ايجابيه بقالي بتاع 10 ايام كده الموضوع طول قوي يعني لا لا ان شاء الله انت بتشعر باعراض يا محمد ولا يعني بس حامل الفيروس؟ هو انا اول اسبوع ما حسيتش بحاجه خالص بدات احس بالاعراض من ثاني يوم جسمي سخن جدا وبدات احس بالاعراض من ثاني يوم بس النهارده احسن النهارده الحمد لله كويس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تقوم بالسلامه وترجع تاني ان شاء الله ما تقلقش ان شاء الله هي بتبقى وزي ما استاذ جمال قال انت يعني اتحسدت هو انت... مجرد ان هو اتقال انه هيرجع النادي الاهلي لا هدف لا المنتخب كمان ربنا يا رب يعني بالسلامه اعتقد بص هو محمد ما شاء الله من ابرز اللعيبه اللي تالقوا خلال الموسم وعامل موسم اكتر من رائع بصراحه مع انبي وتاني هداف الدوري وما شاء الله بتلعب في كذا مركز يا محمد انت اعتقد في انبي كنت بتلعب طرف يمين وطرف شمال وبتلعب شادو سترايكر وبتلعب راس حربه فما شاء الله عامل موسم اكتر من رائع عايزين طموحاتك بقى مع النادي الاهلي واحاسيسك بعد عودتك للنادي الاهلي من سنه اعتبر يعني سنه قويه جدا في الدوري المصري داخل ازاي بطموحاتك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله كده كابتن طبعا ان انت ترجع النادي الاهلي طبعا شرف كبير للواحد ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده طبعا يمكن الفتره الاولانيه ليا في النادي ما كانتش موفقه قوي ما لعبتش فيها كتير فانا راجع بطموح مختلف وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اشتغل على نفسي اكتر من كده واقدر افهم ان شاء الله الجمهور باذن الله باذن الله وباذن الله كون معانا بقى واحنا بنطمع النهارده او بنطمح للعشره فان شاء الله انت تكون كمان احد نجوم النادي الاهلي اللي يحققوا البطوله دي كمان يا محمد ان شاء الله باذن الله واحنا طبعا البطوله التاسعه دي كانت غايبه كتير فالفرحه بتاعتك من نوع خاص طبعا بالظبط لما تكون حاجه كده غايبه عندك يعني انت الدوري ممكن فرحه الدوري تبقى عاديه من زي اعتدنا عليها دي حقيقه بالظبط بيكون في بطوله غايبه بالك بقى لها فتره فرحتها كده يبقى ليها طعم خاص ان شاء الله البطوله العاشره تبقى موجوده باذن الله ان شاء الله ونزيد من البطولات باذن الله ان شاء الله ان شاء الله محمد وانا على المستوى الشخصي بهنيك كمان على المستوى الدولي انت ما شاء الله كمان مع المنتخب المصري بتأدي وبتنزل وبتسجل من اول ما بتنزل بعديها بثلاث دقائق بتسجل وده بيدل انك في معدن كمان على مستوى الشخصيه الدوليه موجوده وانت عارف ان النادي الاهلي انت عارف ان ساعات الناس بتقول فانيله النادي الاهلي تقيله فانت قادر واحنا عندنا ثقه فيك والناس كمان مستنيه الكثير منك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا عايزاك يا محمد قبل ما نختم معاك على التليفون تكلمنا عن ثقه موسيماني اللي اداها لك وانه يعني عايز بشكل كبير يعتمد عليك كلمني عن الثقه دي عملت معاك انت ايه وفرقت مع محمد شريف ازاي؟ والله يوم من اول يوم جينا في النادي يمكن موسيماني ما اجتمعش معانا لوحدي اجتمع مع اللعيبه المعارين كلهم اتكلم معانا يعني بصراحه راجل مثقف جدا اتكلم معانا انا محتاج ولا لو مش محتاج مش تبقوا موجودين معايا في القعده دي انتوا لعيبه مهمه بالنسبه لي وجايين تبقوا اضافه مش جايين تقعدوا انا لو انتوا انا مش شايف فيكم اللي انتوا لعيبه كويسه طبعا اللي هو بيشدنا وبيحفزنا للمرحله الجايه
ده كان شيء مهم، وطبعا بجانب طموحاتك الشخصيه كمان اكيد المدرب او المدير الفني. الكلام بتاع المدرب طبعا حاجه، وطموحاتك انت الشخصيه بنفسك انت حاجه ثانيه طبعا. ده حقيقي. احنا عندنا ثقه كبيره جدا، والجماهير على فكره عندها ثقه كبيره جدا فيك يا محمد، وخلي بالك الثقه ديت كمان بتحط عليك مسؤوليه، واحنا عندنا ثقه انك قد المسؤوليه. انت لعيب كبير، لعيب مميز، ان شاء الله مشوارك على المستوى المحلي مع النادي الاهلي ببطولات، وكمان على المستوى الدولي. على المستوى الدولي المهم زي ما بتقول سهام كده ترجع لنا الاول بالف سلامه، وما تقلقش يعني طالما ظهر اعراض يبقى جسمك بيقاوم، وانت يعني ان شاء الله رياضي وهتقوم بالسلامه قريب، ونشوفك ان شاء الله مع النادي الاهلي بتحقق بطولات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. بالتوفيق. شكرا ليك يا كابتن. كابتن محمد شريف كان معانا على التليفون. اكيد الحدث اللي احنا النهارده بنتكلم عنه ده حدث تاريخي، حدث رياضي تاريخي، النهائي الاول بين الاهلي والزمالك. عايزه اتكلم بقى عن ازاي وسائل الاعلام والصحافه من وجهه نظر حضراتكم، ازاي اتكلمت وسائل الاعلام الرياضيه عن هذا الحدث يا استاذ جمال؟ تابعت وسائل الاعلام ازاي؟ طبعا يعني بصي انا ملاحظ طبعا من اول لحظه انه في تغطيه شامله جدا وتركيز. اصل احنا خلينا واقعيين، احنا كصحفيين واصدقائي وزملائي موجودين، طول عمرنا النادي الاهلي هو رقم واحد مثلا في توزيع الصحف المصريه. يعني مش هنروح، حد عنده يا جماعه حد عنده اعتراض؟ لو حد معترض على كلامي لا كلامك لا يعني كان حتى بيبقى فيه نسبه التوزيع توصل طبعا يعني كان مثلا بيبقى فيه رؤساء تحرير. ارقام بس النقطه دي عايز توضيحها يا استاذ جمال. كان فيه رؤساء تحرير زملكاويه يعني لما بيبص بقى لما النادي الاهلي بيكسب لا لما التوزيع لا لما يعني التوزيع يعني اعداد الصحف بتوزع اكتر يعني هو بيتمنى هو كزملكاوي هو كزملكاوي بيتمنى الزمالك يكسب عشان بس كتوزيع كصحفي يقول لك لا الجرنان يكسب يعني يكسب الجرنان هي لا علاقه بايه؟ لا علاقه بالشعبيه والجو ده يعني ما فيش كلام. وبالتالي كل الصحف وكل وسائل الاعلام تحولت الى احتفاليه للنادي الاهلي ليس مجامله للنادي الاهلي. ما احنا هنرجع للقصه اللي هي الناس كتير بيقعدوا يقلقوا نفسهم بالتفكير فيها. هل الاهلي بيتجامل؟ يعني هل انت لما بتهتم بيتجامل فيه؟ ما احنا ما هو انت هل انت لما تيجي تشوف حتى حجم بطولات حجم انتصارات ما انت لازم تتابع. يعني انت لو فير وموضوعي، انا من وجهه نظري لو فير وموضوعي لازم النادي الاهلي هيبقى واخد الحيز الاكبر من ادائك الاعلامي استاذ جمال، لانك بترصد احداث. في البعض في البعض مش بيتساءل، البعض بيجزم يعني بيجزم انه الاهلي انه الاهلي بيتجامل. لا حضرتك شايف ده؟ لا لا مش بيتساءل. اصل ما هو ده ما هي دي فرصه ان احنا نرد على ده. بحاول بص يا استاذ زهير بحاول ارد عليه. هيلعب على الوتر ازاي هو؟ هيلعب لك على وتر جمهوره ازاي؟ لازم يلعب. دي بقى ده تسجيل بقى صوتي. هو مش بيسأل يا استاذ محمود، هو بيجزم. هو لا لا ده مش كده يعني ده هو مجهزه. هو عارف حضرتك لو انت عارفه لو عملت ايه لن يتغير التفكير خلاص. في اسطمبه واحده كده ماشيه مهما اقنعت ان انا مهما اقنعت علاج بقى مع انه على فكره لما تيجي تتكلم لو يعني هقول لك ايه بس انا ما سالت حد من اساتذه الكبار سالته يعني لما يعني اتضايقت جدا من كتر الكلام ده سالته قال لي طب اسالك سؤال مين الاستاذ لو اتجامل لا بلاش اقول لك مش ده احد الاساتذه حد جامد يعني طب لو اتجامل اتجامل في بطوله هيتجامل في 160 بطوله تاريخ مش ممكن. في التاريخ مش ثانيا هل المجامله هل انت لا تستفيد يعني اي فريق ما بيستفيدش بيستفيد من اخطاء انا هي المشكله في التحكيم ما بلاش نحن ندخل في التحكيم والحواديت عشان ده ايه هيزعل الناس هيزعل الناس مننا لانه فيها كلام احنا عارفينه وشاهدين عليه لكن المساله انك انت عاوز تقلل من الاهلي وعاوز تنال منه وكل مشكلتك سايب نفسك وناديك ومركز مع الاهلي يعني انت ايه لو انت حاولت تطور نفسك عشان تصل للي وصله الاهلي كان ممكن ايه المجهود اللي انت بتعمله يا سيدي خليك في نفسك يعني خليك ايه عالج انت يعني شوف انت اخطائك شوف اي حاجه لكن انت شاغل نفسك جايب واحد اتنين واحد بيطلع الاول والتاني نفسه يطلع الاول فبتاع اللي عاوز يطلع نفسه يطلع الاول قاعد طول الليل يفكر هو بيطلع الاول ازاي يعني هو ما بيذاكرش عارف لو ذاكر ممكن يبقى زيه ماشي لكن لا هو تعبه ازاي بيجيبها من فين طب مين بيساعده طب في حد قريبه استاذ في الجامعه طب لا يعني عارف انت ايه بيدور على مخرج حتى يبرر
لنفسه حالته اللي هو وصل لها. وده المناطق اللي ادى ليه انه يبقى في نوع من الحقد والحسد، ودول بقى قافتين انت ما تعرفوش، وبقى اصبحت امر غريب جدا. الاهلي ماشي كده في الطريق، في طريق ومكمل، انت بقى مجموعه اخرى لعبت على وتر جمهور فيك على فكره، صح. جمهور الزمالك جانب منه واعي كبير جدا، صحيح. في البعض الشباب اللي هم متعصبين، زي ما برضو في الاهلي في مجموعه من المتعصبين برضو. عاوز اقول لك ايه يعني، زي المشهد الاخير واللقطات اللي احنا ما بنحبش نقولها ونعيدها لانها اتكررت مش النهارده، اتكررت من 2015 ومن قبل كده، وكلام كتير محتاج يبقى عندك منظومه سلوك اللي يخرج عنها يتعاقب. صحيح، انا عشان ايه اتفق معاك تماما. يعني بص تماماً. لازم يبقى في قانون رادع، لانه لا احد يقبل ان انا او انت او حضرتك يبقى في اساءه يعني. ماشي، او اساءه موجوده، لا يمكن حد يقبل ان حد ينال من حد، عشان نكون واضحين. استاذ محمود، النهارده كلمه شائعه في امريكا الجنوبيه، اتوقف لاعب من اللعيبه الاوروبيه طبعا، يمكن انت اشرت ليها في الانترو، اتوقف ثلاث مباريات ورا بعض. فهنا القانون يطبق لا محاله، هو ده العلاج، انه القانون يطبق. لا يعني انا من ضمن هو ده العلاج، عشان ما نبقاش احنا محددين برضو كابتن هاني المساله في الفريق المنافس. لا انا شايف احد الفرق مشجعي، احد الفرق اللي هي ملهاش علاقه بالبطولات، انا بقولها بمنتهى يعني، مش هقول مين بقى عشان ما نزودش تعصب، انما احد الفرق اللي ليست معروفه بانها بتاخد بطولات، حاطين فانيله الاهلي على الارض وبيعملوا يعني بيدوصل. بص يعني مش عايزين نقول الكلام ده، لا انا عايز بس اقول ايه، عايز اوصل منها كابتن، عايز اوصل منها النقطه، اتفضل. ان دول صورهم باينه يعني، المجموعه دي انا شفتها على الفيسبوك. فين بس سكوت ليه يعني؟ لا الصور الاشخاص موجودين، ولما لو الجهات المعنيه عايزه تقبض على الناس دي بمنتهى البساطه، لا يتجابوا. يبقى اذا المساله ممكن جدا السيطره عليها، بس ما نفوتش حاجه ونمسك في حاجه. طب انا اقول يعني لحضرتك تعليقا على الكلام ده، مختصرا على سطر ونسيب يعني سطر مختصرا للكلام دوت، ان احنا ما بنتكلمش لما بيبقى في لائحه، ما بنتكلمش على اهلي وزمالك، وما بنتكلمش على مسؤول الاهلي كل الانديه بالظبط، احنا بنتكلم يا جماعه على لائحه تطبق على الجميع. واللائحه لما تطبق على الجميع يبقى في نوع من انواع العداله. استاذ محمد برضو يعني شاركنا في الجزئيه ديت، وخاصه في فاصل بعد الفاصل. طيب هسأل حضرتك في جزئيه مهمه جدا. الجزء الاول احنا بنتكلم على النادي الاهلي على المستوى المحلي، لكن كمان على المستوى العالمي واهتمام العالمي بفوز النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه، حضرتك شفته ازاي؟ والنقطه الثانيه الموضوع اللي بنتكلم عليه بالنسبه للوائح والقوانين، وخاصه النهارده كان في اجتماع في اتحاد الكوره باللائحه الجديده، ناخد الاجابه من حضرتك بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يمكن قبل الفاصل يا استاذ محمد كنت بسال حضرتك في جزئين، الجزء الاول وكنا بنتكلم على اللوائح، ما بنتكلمش على اهلي وزمالك، بنتكلم على لائحه واضحه تطبق على الجميع، خاصه ان الاتحاد المصري كان عنده النهارده اجتماع للرتوش الاخيره للائحه النهائيه او تقصد لائحه العقوبات ولا لائحه النظام الاساسي؟ لا خلينا في العقوبات، خلينا في العقوبات النظام الاساسي، لا خلينا في لائحه العقوبات. تمام، يعني في قاعده بتقول لك كده يعني، من امن العقاب اساء الادب، فما دام ما عندكش عقاب وقانون رادع لن تجد احد ينضبط على الاطلاق ولا احد يلتزم. ده مش عندنا بس، ده في كل انحاء العالم، والعالم ماشي منضبط وماشي ملتزم، لان اي حد عارف ان هيخرج على النص هتتقطع رقبته، سواء مسؤول او لاعب او مدرب او حكم او اداري او مشجع. طب اقف عند النقطه دي ثانيه واقول لك، كان في لوائح وكان في عقوبات، لكن ما كان يعني بيشتغلوا بيه من يعني اسابيع قليله، انه رئيس نادي يرفع سماعه التليفون، طب معلش، طب نجتمع نتكلم قعده عرب، ده كان اللي كان بيحصل بصراحه. لا طبعا كان تحل. فالنقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ان ده لازم يتم نسفه تماما. تمام، اذا لابد من ان تكون عندنا قوانين واضحه ومحدده وتطبق على الكبير قبل الصغير، وتطبق بشكل قوي لا رحمه فيه، عشان تقدر تعمل ده زي ما عملت انجلترا، صح، مع جمهورها الجبار المنفلت اللي بيكسر اي حاجه، اللي بيروح سكران الملعب الى جمهور قاعد دلوقتي مفيش اسوار بالنسبه له قدامه، ما يقدرش يتخطاها، يقوم من على الكرسي اللي هو قاعد عليه. فانا عشان اعمل ده يا كابتن يعني مبادرات لا للتعصب، واللي اتعملت جميله والفكره حلوه وزي الفل والكلام وجميل، بس الكلام لوحده ليس كافيا، الكلام وحده لا يكفي، عشان اعمل كلام لابد ان يكون وراه قانون يقدر يحكم،
لو انا عندي قانون ما كانوش اي حد من المشجعين هيطلع يعمل اي سلوكات خارجه. صحيح. لا قبل ولا بعد ولا حاليا. مزبوط. دول عملوا لان عارفين ان محدش هيحاكمهم. لو في اي محاكمه لاي مسؤول ما كانش هيطلع ويتطول ويسب ويشتم زي ما هو عايز او اداري. لو في قانون رادع ما كناش شفنا المشهد اللي شفناه اللقطه اسوا لقطه في المباراه في الاخر اللي خمس لعيبه من نادي الزمالك بيضربوا في لاعب من النادي الاهلي او كاسونجو بيطير في الهواء ويضرب بادجي. يعني الناس دي لو انا كلاعب كوره عارف ان مستقبلي هينتهي في اللعبه دي وعارف ان في عقوبه رادعه هتطبق ده ما كانش هيحصل خالص سواء من الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي. فالعقوبات هي الاساس في الموضوع. علشان امنع التعصب لابد ان يكون عندي قانون يواجه المشاغبين ويواجه المتعصبين. انت عمرك ما هتمنع المتعصبين انك تقعد تتحايل عليهم وعشان خاطر وعشان خاطر مصر وعشان خاطر الاهلي والزمالك واحنا اخوات ومع الكلام ده عمره ما ياكل. بص يا كابتن الناس دي ما يكونش معاك الكلام ده خالص. عندك حق. دول لا يعرفون الا القوه العمياء للقانون اللي يطبق. صحيح. على اي حد. صحيح. ويطبق على جمهور الاهلي وعلى الاهلي وعلى الاهلي قبل اي الجميع. حد مظبوط. انا متفق معاك. عايزين ان البلد دي بلدنا تبقى قيمه. احنا قدمنا على فكره ماتش الاهلي والزمالك صوره عظيمه جدا. ده حقيقي. ده استمرارا لسؤال حضرتك. قدمنا صوره عالميه للاهلي والزمالك. صحيح. قدمنا مباراه محترمه. قدمنا تنظيم مشرف. يمكن لو كانت لوحه الجماهير كانت موجوده كنا قدمنا حاجه زي اللي بيحصل في اي زي اللي بيحصل في ويمبلي زي اللي بيحصل في الكامب نو. يعني كنا قدمنا حاجه زي كده يعني. لكن الحمد لله الردود الافعال العالميه اللي انا تابعتها بتشيد باداء الاهلي والزمالك بالمستوى الفني ان مصر فيها كوره مصر فيها فرقتين عظيمتين. تنظيم بتشيد بالتنظيم المصري للمباراه بتشيد بالسلوكيات بتشيد بالتحكيم بتشيد يعني مصر بقت يعني صوره جميله فترينة العرض بتاعت افريقيا. وده شيء عظيم وشيء مشرف. طب ما نكمل الصوره بقى عندنا انضباط وعندنا لوائح وعندنا نظام وعندنا قوانين تطبق على الناس كلها وتبقى حاجه محترمه جدا. اعتقد ان ده لو اتطبق هنبقى يعني وضعنا اساس لمنظومه لانه لا منظومه في ظل الفوضى وغياب القانون وغياب العقوبات. خاصه ان المباراه ديت زي ما حضرتك قلت في عيون الصحافه العالميه كانت يعني حاجه تشرف يعني فعلا. بس انا عايزه هنا ارجع برضو لفكره الشغب اللي بيحصل التطاول التجاوز. هل ده بيعملوا لائحه صادره من اتحاد الكوره ولا تجتمع فيه جهات مسؤوله المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اتحاد الكوره وزاره الشباب والرياضه قانون الرياضه نفسه يا فندم قانون الرياضه نفسه قانون الرياضه نفسه اللي احنا قعدنا نقول عايزين نعمل قانون رياضه في ابواب كامله لمكافحه الشغب. صحيح. انما انا ما شفتش من يوم ما اتعمل هذا القانون اي تطبيق لقواعد مكافحه الشغب. ومكافحه الشغب زي ما قال الاستاذ محمد الروسي مش بالطبطبه مش بقعده العرب. لا لا يعني انا ما فيش مثلا اجي اقول لك عشان احبك بقى لازم تلتزم وتلبس حزام وانت في العربيه مثلا او ما تتكلمش في الموبايل على طول بتلاقي العقوبه جاهزه. ما هي اصل ما يعني لا فرق بقى بيني وبين اي حد عادي او واحد اعلى مني يعني ما هو القانون على الجميع يا استاذ. المساواه في تطبيق القانون هي اللي بتفعل قيمه القانون. لكن احنا عندنا القوانين واللوائح موجوده بس احنا نطلعها يا جماعه من الدرج ونطبقها والله بجد. يبقى المشكله في يعني التطبيق يا استاذ محمود مش في القانون. بالزبط. مش في وضع القانون زي ما قال الاستاذ جمال حضرتك. هو عمل القانون ولكن ما وضعش اليه تطبيقه. يعني لما حصل الكلام ده بعد ما تم اعتماد حصلت مباراتين متتاليتين ما بين المباراه للاهلي ومباراه للزمالك يعني في الدوري وحصل فيهم تراشق. لما سالنا وزير الرياضه قال لك مش انا المسؤول. طب سالنا اتحاد الكوره والله ما ليها علاقه ومحدش اداني فرصه. دي المشكله. طب نسال اللجنه الاولمبيه طب ايه علاقتي بالموضوع؟ دي المشكله. ماشي. انا بصي هنا راحت فين هنا الموضوع؟ هنا خلاص هنا تاهت ايه؟ بتوه المسؤول. لا تاهت هنا القضيه. ما دي مشكله. ما انا بقول لحضرتك ليه؟ ما انا بقول لحضرتك انت هنا يعني هاخدني هطلع سنه بره كده. لما جبنا موسيماني في الاهلي طلعت الناس تسخر وجايبين مدرب من جنوب افريقيا وكانه مثلا يعني احنا احسن من جنوب افريقيا مكسرين. لما رحنا لعبنا نهائي 2001 الاهلي في سان داونز اللي هي استرد البطوله بعد 14 سنه واحنا داخلين الملعب لقينا صور متعلقه لناس كتير جدا على اماكن كده مكتوب عليها ممنوع من الدخول 6 شهور ممنوع من الدخول 3 شهور ممنوع من الدخول شهر تطبيق. ليه هنا الناس يعني عامله ايه في الامن؟ في حاجه اسمها الامن الداخلي للملعب. الامن يعني كل مثلا
كل باكيه في الاستاد 500 مقعد على فكره. لو انت عملت زي ما عامل اوروبا وكان الكلام ده اتطبق من ايام الوزير العامل فاروق لما عمل طرح فكره مش عارف مين وقانون الشغب ونعمل ونجيب امن من الداخل الخاص وتعييني خريجين التربيه الرياضيه بدل ما مثلا ما يبقى عندك مثلا في كل ملعب 2000 الى 3 كل جزئيه بيبقى فيها 3-4 انت تلاحظ الكلام ده في اوروبا يبقى بتوع الامن دول عارفين اشخاص الناس اللي قاعدين لما بيحصل خروج على طول بتسجل بدليل ان هم سهل جدا لو حد رمى اي حاجه من الملعب رمى موزه ولا رمى مش عارفين بيتجاب لما معروف. تشتم مثلا ايمانويل ديابور مره في مره في الدوري الانجليزي ال 600 مقعد دول اتقفلوا ممنوع يجوا 6 شهور يعني عاوز اقول لك ايه اذا لم اذا ما كانش الكل عايز الصالح ان احنا عندنا كره نظيفه وتشجيع مهذب حتى يعني تدريجيا يتم الموضوع ده ورغم الاشتراطات كمان عملتها النيابه بوضع الكاميرات والكلام ده كله ما اتطبقش لسه يعني ايه طبعا ده محتاج كان المفروض يبقى خطه كبيره جدا فالمشهد ان احنا عاوزين نقول ان احنا تعبنا تعبنا فعلا بامانه من الكلام ده ولازم يبقى في القانون له يد وذراع قويه تطبق لانه انا لا يرضيني ده يخرج الجمهور يخرج ضد اي لاعب ولا يرضيني جمهور نادي تاني يخرج ضد لاعب تاني ولا يرضيني التصرفات الصبيانيه وانها تتساب ولازم الناس كلها تعرف ان هي العينين بتراقبها ويد قويه تجيبك لو انت فين في لما اشعر انا كده زي ما بتشعر وانت سايق عربيتك ها بعد ما تحط البتاع ده كله عارف نفسه انه هيخرج على النص هيلقى على طول جاي له رساله على الموبايل خلاص فيبقى عامل ايه؟ عامل كرفتته ورابط حزامه وقاعد مستعد وعارف انه في حد ايه هيجيبه لانه ارتكب خطا يعني. انت هنا محتاجه في الملعب عشان تبداي تفكري حتى لما ترجعي الجمهور يعني انجلترا اعلنت دلوقتي انه 5 ديسمبر بدايه عوده الجماهير رغم الظروف دي كلها لان الملعب تدريجيا خلاص طب انت عاوزه ايه مش عاوزه يبقى عندك حتى شكل في المدرج يبقى في حتى بدايه ب 5000 ب 10000 اذا ما كانش عندك الاليات اللي هتطبقيها وحد ينفذ وتبدا الانديه تتولى مسؤولياتها مسؤوليه وقول انت مسؤول عن جمهورك يبقى الموضوع بيكون زي ايوه الاليات دي يا استاذ محمود ما انت دايما هو النهارده العقاب طلع من مين؟ طلع من رابطه الانديه المحترفه بالدوري البريمير ليج لان في عقاب فطلع على كافاني مجرد انه نزل تويته بيلمح بس بيلمح فيها بعنصريه فممكن يتم ايقافه لثلاث مباريات استاذ محمد احنا دلوقتي في اتحاد الكوره بيحط لائحه وبيحط يعني رابطه الانديه المحترفه على مستوى حتى المستوى الممتاز به والممتاز والدوري الممتاز هل من رؤيتك كطبعا ناقد كبير وليك تاريخ ان فعلا ممكن نشوف السنه الجايه رابطه انديه محترفه وهذه الرابطه بتطبق لائحه كامله خاصه لائحه العقوبات بشكل مباشر وشكل صريح عشان نبدا نحط بقى رجلينا على الطريق الصحيح ولا انت شايف الامور هتاخد مننا وقت شويه يعني هو الدوري هيبدا امتى بعد يوم 11 ان شاء الله في اي حاجه حصلت في اي بوادر في اي اتجاه لعمل احنا بنتكلم لسه الانتخابات كمان شهرين يعني بنتكلم لا اقصد ان المفروض رابطه الانديه دي المفروض تبقى قبل بدايه الموسم عشان هي اللي تبدا تبقى تشتغل مع الموسم انا هبدا يعني ده هيبدا الموسم وبعد كده اشكل الرابطه ما هي المفروض يبقى قصد حضرتك ان انت مرتبط بانتخابات لا ده استاذ محمد قصده انه ما فيش بوادر يعني ظهرت يعني وانت الموسم الجديد خلاص بدا هيبدا ازاي ده النهارده من اللائحه الاساسيه اللي موجوده في اتحاد الكوره تشكيل الرابطه تشكيل الرابطه للممتاز اللائحه هي ضروريه جدا طبعا جدا الى ان تعتمد اللائحه دي والجمعيه العموميه اعتمدت ده كمان الى ان تعتمد اللائحه دي نقدر نتكلم يعني لكن انا بشكل عام مش متفائل بالنسبه للنقطه دي لان مش شايف ان ليها تنظيم معين وانا يعني وجهه نظري ان انا اجيب نموذج واطبقه بما يتناسب معايا مبدئيا لغايه ما يبقى ليا شخصيه موجوده في المكان يعني بس اللائحه لسه لغايه دلوقتي النهارده كان في نقاش وخلاف كبير جدا على بعض الـ البنود اللي بيتم صياغتها في اللائحه منها بند ال8 سنوات مثلا يمكن الجمعيه العموميه الغت مش اقرت البند بس اقرته انه يبدا من الدوره دي يعني خلاص بدون اثر رجعي يعني بدون اثر رجعي فهم بيصيغوا الماده وصلتني معلومات ان اللجنه الخماسيه عايزه تخليه باثر رجعي فحصل صدام ما بين اللجنه الخماسيه وبين المجموعه اللي ممثله للجمعيه العموميه وحتى اللحظه لما دخلنا الهواء انا ما كنتش عارف اذا الصدام ده اتفك ولا لا لان كان في مشكله كبيره جدا عايزه طبعا لو اتحاد الكوره غير الكلام اللي اتقال في الجمعيه العموميه ده هيبقى مشكله كبيره جدا
وهرجعنا لورا كتير جدا. وسمعت كمان ان موضوع الثمان سنوات انك ممكن تكون قعدت 8 سنوات ممكن ترشح نفسك بس لمنصب اعلى. لا ده اتلغى يا كابتن. ده خلاص ده اكيد ده كل كان ده اتلغى كده مقترح. اوكي هو خلاص يعني قال له الجمعيه العموميه اتفقت على ان الثمان سنوات تبدا من الان وليس بعد الرجعه. تمام. لكن ما زال هناك الخلاف ان اللجنه عايزه تخليها بعد الرجعه والجمعيه العموميه مصره انها تخليها بعد الرجعه. ففي مشكله كبيره جدا ما اتحلتش لغايه دلوقتي قد يعني تصل للفيفا في بعض اذا ما وصلوش لتوافق فيها. طب وزياده عدد الانديه وصلوا لايه؟ لانه كانوا برضو بيطالبوا ان عدد الانديه خلاص 134 134 يعني خلاص يعني الجمعيه العموميه 134 نادي. سامع انه 96 بس كان 96 وافقوا على زيادتها بس يعني انا اعتبر ان 134 افضل من 225 فدي خطوه كويسه جدا لتخفض اعضاء الجمعيه العموميه. نتمنى ان اللائحه يعني تعبر عن الكره المصريه وتعبر عن الانديه وتساهم في تطوير كره القدم بشكل عام وتهتم بالقاعده اللي هي الاساس في كره القدم اللي هي بتطلع علينا بدون قاعده انت ما عندكش كره قدم. صحيح انا ده اساس يعني. احنا بنشكركم جدا جدا شرفتونا وسعداء بوجودنا معاكم والف الف مبروك مبروك عليك كل الاهلاويه. شكرا جزيلا لك استاذ جمال. شرفتنا استاذ محمود والاستاذ محمد كذلك. شكرا جزيلا لكم. برحب بكم وحوارنا الاخير في الفقره دي مع ثلاثه من نجومنا السابقين علشان نواصل الاحتفالات معاهم بلقب بطوله دوري ابطال افريقيا ونتكلم على بطوله الكاس والمباراه المهمه اللي بتنتظر الاهلي غدا امام الاتحاد السكندري عشان نحقق الثلاثيه في الموسم الجاري. معانا النهارده في البيت الكبير كابتن امير عبد الحميد اللي بنتشرف بوجوده معانا. كابتن امير اهلا بيك. وحارس مرمى النادي الاهلي السابق كمان مشرفنا الكابتن احمد صديق الظهير الايمن السابق للنادي. برحب بيك يا كابتن احمد. وايضا زميله السابق في نفس المركز الكابتن احمد عادل. كلهم طبعا يعني كان ليهم دور كبير جدا مع الفريق وتاثيرهم الواضح في المباريات والبطولات مع النادي الاهلي بالتاكيد. برحب بحضراتكم ومشرفنا في يعني برضو من الليالي الخاصة جدا الحقيقة في البيت الكبير علشان نحتفل بهذا التتويج ونتكلم عن مستقبل ومشوار النادي الأهلي الذي لم ينتهي بعد. لا أكيد طبعا أمير برحب بيك كابتن أحمد عادل صديق منورنا في البيت الكبير. زي ما قالت سام أنتوا مريتوا بتجارب وبطولات كتيرة في النادي الأهلي. هبدأ بيك يا أمير و يعني انطباعاتك إيه عن طبعا اللقاء الكبير لقاء النادي الأهلي والزمالك. شفته إزاي كواحد من ابناء النادي الاهلي وواحد من اللعيبه اللي كان ليها خبرات ومرت بهذه التجربه ومباراه كانت صعبه على المستوى المعنوي وشفت ازاي المباراه والسيناريو الطويل اللي مرت بيه يعني. هو طبعا يا كابتن في البدايه انا برحب ان انا معاكم النهارده وكباتن سيش ياك دي الاول. لا حبيبي يا كابتن حاجه محترمه من حضرتك حبيبي يا كابتن ده الفنان بتاعنا ده كابتن نيوم يعني فطبعا كابتن بطوله افريقيا عامه بتبقى صعبه جدا مشوارها بيبقى صعب جدا من البدايه من الادوار التمهيديه. نادي الاهلي ونادي الزمالك ناديين كبار ان هم يوصلوا للفاينل افريقيا ودي ما حصلتش في التاريخ اعتقد ان دي تحسب للناديين الكبار. بطوله صعبه جدا كل نادي مستنيها يمكن نادي الزمالك بقاله فتره كبيره جدا ما يعني ما خدش البطوله من 2002 اعتقد. النادي الاهلي يمكن على مر تاريخه كان فاضل لنا بطوله ان شاء الله وبطوله غاليه اللي هي البطوله اللي احنا اخذناها. مشوار صعب النادي الاهلي مر بظروف صعبه او الناديين مروا بظروف صعبه وده حاجه كويسه جدا ان يوصلوا الناديين الكبار للفاينل يعني بقالنا كتير جدا ومحصلتش في التاريخ. صحيح. النادي الاهلي في اسوأ حالاته في مشواره قبل كده او في السنين اللي فاتت ان هو كان في اسوأ حالاته كان بيوصل للفاينل وكان ما كانش فيه توفيق. اللعيبه كانت مركزه يمكن نادي الزمالك ونادي الاهلي قابلوا بعض الفتره الاخيره في بطولات في الدوري او في سوبر مصري. طبعا النادي الاهلي لما بيجي على منصه التتويج بيبقى الامور صعبه جدا بيبقى اللعيبه مركزه الاداره مركزه الجهاز الفني مركز ودي بطوله غاليه لجمهور النادي الاهلي. ببارك للنادي الاهلي طبعا وببارك لكل زمايلي وكل اللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني وبارك لمجلس اداره كابتن خطيب وكل الناس يمكن كابتن خطيب ببارك له على المستوى الشخصي لان هو طبعا كان اعتقد ان هو كان مستني فوز زي ده غالي في تاريخه ان هو كان كلاعب وكرئيس نادي يمكن هو كمان من الناس اللي بتشيل الضغوطات على اللعيبه في تاريخنا لما كنا موجودين سواء لما كان نائب رئيس او موجود رئيس مع النادي الاهلي فطبيعي ان هو بيشيل الضغوطات كلها على اللعيبه
استحمل حاجات كتيره جدا، فضل سبورت للكل، الجهاز الفني واللعيبه. البطوله كانت غاليه جدا بالنسبه له، كانت مهمه جدا لي ولينا احنا كمشجعين النادي الاهلي او لعيبه مسيره النادي الاهلي او جمهور عظيم او اللعيبه. فبالتالي نادي الزمالك والنادي الاهلي يعني قيمه كبيره، وان يوصلوا للفاينل دي حاجه كويسه جدا، كل واحد عايز ياخد البطوله. النادي الاهلي كانت البطوله بالنسبه له مهمه جدا جدا، كانت لعيبه مركزه جدا في الماتش، راح ورجع. بدانا بالتسجيل في اول المباراه، ولكن يعني طبعا نادي الزمالك اكيد ليه رد فعل، بما ان اللعيبه الموجوده عندها خبرات كبيره جدا وبيلعبوا فاينل، فطبيعي ان هو رد الفعل هيبقى قوي. وتعادلوا بجول هدف كويس لشيكابالا. النادي الاهلي طبعا اللي انا عايز اقوله، يعني بعض الناس بعد هجمه حسين الشحات بعد الكره اللي في العارضه الناس فقدت الامل شويه، لكن اللي عايز اقوله يمكن انا لعبت انا وكباتن اللي موجودين وحضرتك في النادي الاهلي، الماتش ما بينتهيش غير بصفاره الحكم. يمكن دي سمات اللعيبه اللي موجوده وروح النادي الاهلي موجوده، ان اللعيب بيلعب اخر ثانيه في المباراه. والحمد لله اللعيبه كانت رجاله، وربنا كلل مجهودنا وكلنا بفوز عظيم في 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 المباراه دي. وانا عايز اقول النادي الاهلي كمان هو ما خدش بطوله واحده، انت النهارده حضرتك ان شاء الله هندخل في السوبر افريقي، وهتدخل وعندك كاس مصر ان شاء الله هناخدها باذن الله، ويعني في كاس عالم الانديه، وصلنا كاس عالم الانديه بقى لنا كتير جدا على منصه التتويج ما كناش يعني وصلنا، ولكن يعني بقول الحمد لله ورب دايما. كابتن امير اتكلمت في كذا نقطه حابين ان احنا نتوقف عندها، بس بعد ما نروح لكابتن احمد عادل، يمكن واحنا بنتحدث في اللحظه دي الفريق النادي الاهلي قفل على نفسه الباب وفتح باب جديد اسمه الكاس، والكاس وتحقيق الثلاثيه ان شاء الله. بس احنا من حقنا ان احنا نفرح ونتابع الفرحه ديت مع نجومنا ونجوم النادي الاهلي، سواء السابقين او الحاليين او كل من ينتمي للكيان ده وبيعشقه. قول لي تابعت الماتش فين؟ عملت ايه كواليس؟ ايه اللي حصل لاحمد عادل اثناء المباراه؟ لا طبعا ببارك لجماهير النادي الاهلي في المقام الاول، لان هم كانوا يعني اللعيب رقم واحد، وده اللي معودنا عليه جماهير النادي الاهلي. وانا لما كنت بطلع اتكلم قبل كده كنت بقول ان دي المفضله والبطوله المهمه لجماهير النادي الاهلي، لان سقف طموح جماهير النادي الاهلي ان هو يحقق دوري ابطال افريقيا. انا زي ما بقول ما بطلع في اي مكان بقول ان طبيعي ان انت تحقق دوري عام، طبيعي ان انت تحقق كاس مصر، طبيعي ان انت تحقق سوبر، لكن البطوله المحببه المفضله لجماهير النادي الاهلي بتبقى فرحتها مختلفه جدا. لكن ده بيبين قد ايه قيمتك انت كنادي اهلي في النهائيات، قيمتك انت ان انت توصل فاينل. حتى انا ما بعترفش يا كابتن هاني واستاذ هام ان الاداء هو كل حاجه، لا احنا قبل كده كنا بنادي وخسرنا امام الزمالك في السوبر، لكن الروح اللي كانت موجوده في مباراه الوداد والادوار اللي قبل كده، الروح هي اللي جابت لك البطوله، الروح هي اللي خلتك ان انت ما تيأس حتى لو انت في اسوء حالاتك فنيا، لكن انت في سيناريو للمباراه ممكن ان انت بتدي الاستحواذ للفرقه اللي قدامك كمدير فني او فنيا، وبتلعب على رد الفعل وبتلعب على الهجمه المرتده. لكن كلنا كاهلاويه وكنا محبين للنادي الاهلي ان احنا ما فقدناش حتى 1% ثقه في اللعيبه، في الروح اللي موجوده. عايز اتكلم برضو على كابتن سامي قمصان، كان ليه دور كبير جدا في الفتره اللي هي بين مستر فايلر ومستر موسيماني، كان ليه دور فني بشكل كبير جدا. وخصوصا طلعت برضو اتكلمت قبل كده ان مستر موسيماني فنيا ما قدرش يحط بصماته كامله على الفريق، لكن اتعامل بشكل نفسي مع الفريق، اشتغل على الحاله النفسيه، وده اللي شفناه. يمكن كل المنظومه بتشتغل داخل النادي الاهلي. مبروك طبعا لمجلس الاداره، بطوله غاليه في وجود كابتن الخطيب ان هو يمثل يعني يحققها كلاعب ويحققها كرئيس نادي. وزي ما قلت حضرتك ان دايما النادي الاهلي معودنا ان هو بيقفل الصفحه، لان عنده بطوله، واحنا كلنا مع اللعيبه كلنا واحنا كنا موجودين كنا بنعرف ان احنا نفصل بشكل كويس، وده الدور الاكبر على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقدر يقفل الصفحه. الفرحه بتقفل في بطوله مهمه جايه، وخصوصا ان زي ما بقول البطوله في النادي الاهلي الجهاز الفني واللعيبه بيتحاسبوا عليها من مجلس الاداره. يعني لما انت بتفقد بطوله انت مطالب ان انت داخل النادي الاهلي كجهاز فني وكلعيبه ان انت تحقق كل البطولات. وقبل خلي بالك قبل مجلس الاداره دايما الجماهير هي الشغف الاكبر خلال اللعيبه، وده كمان الشغف الاكبر لمجلس الاداره البطولات. ودايما وهروح من ده لصديق يا احمد ان النادي الاهلي مختلف شويه عن بعض، يعني عن معظم الانديه، خلينا نتكلم بكل امانه ان هو دايما البطوله نمره واحد بالنسبه له،
وان هو بيقفل الصفحه بسرعه، وده اللي نتمناه ان شاء الله بكره، لان المباراه خلاص بكره يمكن عدى يومين على المباراه النهائيه وعندنا مباراه مهمه مع في كاس مصر. بس عايز قبل ما نتكلم على المشوار اللي جاي من النادي الاهلي، انت كمان يا صديق ذكرياتك، تخيلت كده وانت بتتفرج على المباراه، مريت بجزء كده او يعني من ماتشاتك اللي لعبتها مع النادي الاهلي، التوتر اللي كان موجود دوت والمسؤوليه الكبيره اللي كانت على لعيبه النادي الاهلي، مريت بفتره زي دي في حياتك؟ في البدايه بس يا كابتن طبعا بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور، البطوله كانت مهمه جدا جدا، يمكن الحمد لله انا محقق البطوله دي 4 مرات بالنسبه لي، بعتبر دي الخامسه بالنسبه لي فعلا، يعني انا بعتبر نفسي حسيت انك لعبت معاهم بجد والله، يمكن من قبل المباراه وانا عندي الاحساس ده، كنت موجود مع حضرتك حلقه قريب وقلنا ان شاء الله هنحتفل، كان المباراه الاول يوم 6 تقريبا وبعد كده اتاجلت، فكنا مع بعض وكنا بنقول كده، فمباراه مهمه جدا جدا، يعني بطوله زي ما بقول لحضرتك فعلا انا حاسس انها بطوله الخامسه بالنسبه لي، مبسوط بيها جدا وسعيد بيها جدا، جايه كمان مع نادي كبير زي نادي الزمالك، مباراه قمه، مباراه قرن، يمكن اول مره تحصل في التاريخ ليها، يعني شايف انها اكتر من بطوله، مش فكره نهائي افريقيا بس او هتديك كاس عالم بس، لا الموضوع كان بالنسبه لنا اكبر من كده بكتير جدا، بحمد ربنا على الفوز، وارجع لسؤال حضرتك، لا انا واثق ان اللعيبه ركزت من بعد صفاره الحكم، بعد ما احتفلوا وتاني يوم روحوا خلاص ركزوا في ماتش الكاس، ده اللي احنا متعودين عليه. المباراه مرت بظروف صعبه جدا احنا عشناها، يمكن امير كان موجود معانا، يمكن احمد ما كانش موجود، واكتر مباراه من وجهه نظري مباراه الصفاقس يعني من اكتر المباريات اللي كانت شبيهه جدا، حتى توقيت الهدف يعني حتى شكل الهدف قريب جدا من السيناريو بتاع مباراه الصفاقس ابو تريك بالظبط، يعني حتى يمكن في صوره كده جايه وش رجل ابو تريكه قفشه وتريكه نفس يعني تفصيلها. نفس التكنيك بتاع التصوير بالظبط، نفس الفرحه ونفس اللعيبه، فرحه اللعيبه ونفس كل حاجه كل الاحساس بالنسبه لنا، وناس كتير شبهتها ب 2006 فعلا البطوله الاقرب في غلاوتها، لكن انا في اعتقادي الشخصي دي كمان الاغلى شويه، الاغلى لان كان ليها اولا بتلعب قدام نادي الزمالك بالظبط طبعا ومباراه تاريخيه حتى على مستوى الكاف، اول مباراه في كاس افريقيا تلعب ما بين يعني بلد واحده بتتلعب في مصر كمان، وظروف المباراه صعبه جدا يا كابتن، والسيناريو يعني كمان السيناريو صعب جدا، واصابات كورونا قبل المباراه بيوم واثنين، فكل دي حسابات كانت صعبه جدا حتى على الجهاز الفني، مظبوط، فانه عدى بكل المراحل دي ومع تغيير جهاز فني قبل يعني قبل الدور اللي قبل النهائي والنهائي برضه، دي حاجه صعبت الامور جدا جدا يعني، لكن الحمد لله التوفيق كان معانا ودي بنحمد ربنا عليها، وما بيجيش من فراغ يعني الناس حتى واحنا بنلعب بنكسب في الدقيقه 90، الناس فاكره ان عشان بنلعب كوره كويس في الدقيقه 90 فبنكسب، لا الموضوع مش كوره بس، موضوع نظام والتزام وكل واحد عارف دوره وكل واحد عارف مكانه، كمان يا كابتن كل الحاجات دي عوامل بتوصلك انك تكسب في الدقيقه 90 هي مش بلس 90 لا 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 مش لا لا بتبقى الديتيلز الصغيره اللي الناس طبعًا مش شايفاها طبعا، يعني في حاجات كتيره جدا بتحصل في الكوره وبتحصل في فرقه الكوره خاصه في النادي الاهلي، الناس ما بتكونش شايفاها بشكل مباشر، يعني بالظبط يا كابتن بالظبط ازاي الفرقه بتتلم، والدور اللي قام بيه الشناوي وهتكلم فيه يمكن انا وانت يا سامي اتكلمنا في الدور ده كتير قوي، ان ده الفرق حتى شوية مع اللعيبه اللي حضروا وشافوا وشاهدوا في كواليس اوضه اللبس، يعني في اوضه اللبس بتختلف، يعني لو بصينا لاوضه اللبس مثلا النادي الزمالك والنادي الاهلي ما بين الشوطين، اوضه اللبس النادي الاهلي كان النادي الاهلي يتمنى ان يخش اوضه اللبس او بين الشوطين كسبان واحد بالظبط، فانت هتلاقي ايه اللي ناقصك، الحاله المعنويه قلت شويه، فاللي زق الجزء دوت وكان مهم جدا كان كابتن فرقه الشناوي، طبعا الشناوي دخل بهذه الجزئيه وعلى النواحي النفسيه بشكل كبير، بالرغم حتى احنا يعني دخلنا شوط تاني مش كويسين بالدرجه المطلوبه، لكن كان مهم جدا الدور دوت، اعتقد غرفه خلع ملابس بالنسبه لنادي الزمالك كان فيه نوع من النشوه شويه، بس كابتن هاني في المواقف دي المدير الفني هنا كان له دور كبير جدا، ان هو لما يدي مساحه للشناوي، برافو عليك، يدي مساحه للشناوي خصوصا هو عارف ان هو مش يعني باللغه العربيه مش هيقدر يوصل لهم الحافز والطموح والهدف، برافو عليك، كان ممكن اي مدير فني تقول له لا استنى انا هتكلم، ما بيخليش لعيب حتى يتكلم بين الشوطين، لكن هو اداله المساحه دي لان هو عنده شخصيه القائد، عنده في اوضه اللبس لما بيكون عندك اكتر من قائد بيكون عندك شخصيات قويه عندها مسؤوليه، وده اللي شفناه في السوليه وشفناه في قفشه وشفناه في الشناوي ايمن اشرف لعيبه كتير جدا عندها المسؤوليه دي، لعيبه بتشد بعض، فان مستر موسيماني يدي المساحه دي للشناوي، وخصوصا انا على ما اعتقد ان ربع ساعه اللي بين الشوطين ما كانتش كلام في فنيات قليل جدا، كانت مساحه للشناوي ان هو ياخد مساحته ان هو يشد اللعيبه،
واحنا لينا كلنا كلاعيبه كان لنا طرق مع بعض ممكن ما توصلش للناس او طرق تعنيف الناس ما بتشوفهاش بس بطريقه ممكن يقولوا ده بيتخانقوا مع بعض لكن هم الحافز والطموح والهدف عشان كده زي ما بيقول صديق وان احنا حتى في الدقيقه 90 بنلعب لحد صفاره الحكم لان احنا شادين بعض على طول اي حد حتى لو مش فايق فنيا هتلاقي زميله اللي جنبي بيشيله معدلات الجري يا كابتن هاني اكيد ان انت بتلعب للدقيقه 90 او الدقيقه 91 وخصوصا قدام فريق كبير زي نادي الزمالك معدلات الجري هتلاقيها كبيره جدا ده راجع لحته الكوره مش ماشيه معايا في اخر خمس دقائق ان حتى لو انت بدنيا بتحس ان في الريتم بقى اسرع شويه الضغط بقى اسرع شويه ده بتطلع فعلا حتى كابتن هاني لما الكوره ما بتبقاش ماشيه معايا كلنا كلاعيبه لكن بنعوضها بحته الجري والروح فده اللي كان باين ودي اللي بتجيب لك البطوله يعني اوضه اللبس زي ما حضرتك بتقول اللي بيجيب لك اي بطوله اللي بيجيب لك اي نجاح بيسيب لك اي نجاح ان انت عندك اوضه لبس قافله على نفسها بشكل جيد حتى في المواقف الصعبه اللعيبه الكبيره بتبان المسؤوليه بتبان وده اللي ظهر في الشناوي في اكتر من لعيب يعني وايمن اشرف كمان تحديدا يمكن هو حتى كان واخد الجزء النفسي لما بيتكلم مع قفشه وبقيت زمايله غير الشناوي طبعا بقى واللي عملوا ما بينهم عملوا فيهم بين الشوطين عايز ارجع لصعوبه المباراه مباراه الفاينل كانت الصعوبه انت كنت شايفها في ايه في الشوطين الصعوبه من البدايه اصلا ان النادي الاهلي خايف بطوله كبيره زي دي تضيع منه فبالتالي كان النادي الاهلي كان كل همه ان هو ينزل الماتش ضاغط بحيث ان هو نجيب جول في الاول وده يمكن اللي حصل يمكن كمان قبل الجول يا كابتن هاني او اعتقد في نفس الهجمه حسين الشحات يعني. وبعد كده اتعملت كورنر واتعملت ومعموله بخطه مظبوطه لان مستر موسيماني اكيد عنده خطه معموله انا متاكد ان اللعيبه تعليمات ان اللعيبه كلها بتتدرب على يسيبوا مساحه لبعض عشان بحيث ان هم يبقوا مع بعض وفجاه كل واحد يبقى في مكان اعتقد ان الكره بتيجي في المكان دوت لاي واحد وبالتالي نادي الزمالك او حضرتك كابتن عارف الحته دي كلها او الكباتن اللي موجوده ان انت في اي كوره او هجمه بتتعمل يعني مثلا خطه جديده مثلا في الكورنر نادي الزمالك مش متعود النادي الاهلي بيعمل ده فلما يلاقي ده اكيد اللعيبه بترتبك شويه بتوع نادي الزمالك وما كانش فيه بدليل ما كانش فيه رقابه كويسه جدا يمكن كمان كابتن مصطفى محمد يمكن هو اللي كان واقف على العرضه القريبه وفجاه لما اتعملت الكروس كويس من علي معلول واللعيبه كلها كل واحد راح في مكان البوزيشن بتاعه والسوليه جاب الهدف فاعتقد ان النادي الاهلي كان همه ان هو يجيب الجول في الاول طبيعي ان انا كان نفسي ان اللعيبه كمان كانت تشد اكتر وتجيب الهدف الثاني لان طبعا انت حضرتك بتلعب مع لعيبه خبرات كبيره جدا واكيد عندهم رد فعل كويس في الملعب وده اللي حصل بعديها بشويه النادي الاهلي تراجع شويه نادي الزمالك اكيد ليه رد فعل ابتدى هو يهاجم تعادله طبيعي ان احنا قلينا شويه او تركيز قل شويه ولكن اللعيبه الحمد لله عندنا برده خبرات كويسه جدا وعارفين ان الماتش مش هينتهي غير في اخر ثانيه يمكن اللعيبه ما كانتش عايزه توصل الاكسترا تايم واللعيبه كان عندها امل ويقين ان هم قبل الاكسترا تايم كانوا هيجيبوا جول يمكن في لقطات بتبان يا كابتن احنا بنحس بيها يمكن في لقطه لايمن اشرف هو بيتكلم قبل جول قفشه على طول هنجيب يا رجاله يعني هو عنده امل أيوة ان كلامه لياسر يا كابتن نعم وكلامه لياسر ابراهيم وياسر كمان وفي نقطه كمان يا كابتن هاني يمكن الناس كلها كانت بتتكلم على ياسر ابراهيم في الفتره الاخيره ياسر ابراهيم كان هو وايمن اشرف شايلين عبء كبير جدا وكانوا مركزين جدا ولو ما كانوش مركزين زينوا بيلعبوا بقلب جامد وفي تركيز في لقطه لياسر ابراهيم اللي هي التاكلنج اللي عمله على زيزو دي لو هو مش مركز وبيلعب بروح وقلب ممكن التاكلنج اللي هو عامله ده ممكن يجي في وقت تايمنج مش كويس يجي بينالتي ولكن انا شايف ان اللعيبه حتى البينالتي اللي الناس كلها بتتكلم عليه بتاعت بن شرقي انا شايف ان هي فاول من الاساس لايمن اشرف ان هو شده فانا شايف ان اللعيبه كلها قد بشكل كويس الماتش راح ورجع ولكن الحمد لله احنا كان عندنا يقين احنا كلعيبه او بره او جمهور او اللعيبه اللي موجوده كان عندنا يقين ان احنا نخلص الماتش قبل الدقيقه 90 وانا عايز اخد دي من ذكرياتكم كمان الماتشات الصعبه يعني صديق بتتكلم انت وامير حضرته يمكن نهايات كتيره جدا وده كان نهائي مختلف شويه لكن ادينا مثال مثلا في الصفاقس كنت موجود هناك طبعا في المباراه ويمكن ما بين الشوطين مانويل جوزيه عمل ايه او اللعيب عملت ايه احنا كنا متعدين 0-0 وكان النتيجه دي خلاص يعني ما نقدرش ناخد بيها البطوله كلمنا عن الكواليس ديت ازاي كنت برضو بتتعاملوا في المواقف الصعبه دي يمكن بس هي كواليس المباراه دي كانت مختلفه شويه يا كابتن فعلا ان يعني مستر مانويل من احنا هنا في القاهره كان فعلا حاطط سيناريوهات للمباراه دي يمكن حتى التغييرات بنسبه كبيره كان مش عايز اقول كان محددها قد ما كان عارف الدقيقه كذا ممكن لو حصل كذا يحصل يعني فعلا كان مرتب السيناريو كويس جدا في المباراه دي يمكن الحمد لله ربنا كرم والامور مشيت زي ما احنا عايزين
للامانه في المباراه دي بالاخص، لان انت بتلعب بره ملعبك، يمكن لو جون زي ما احنا عايزين، يعني احنا كنا عايزين ما نجيبش جون في الاول ونجيب يعني جون في الاخر يعني. لا يعني 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 مباراه يعني، بص كابتن، ان ربنا يكتب ان الهدف يجي في التوقيت ده يبقى المباراه تخلص، خصوصا ان هم كانوا مسجلين هنا في ملعبنا، كانت النتيجه هنا 1-1 فبرضه هناك ان انت على وهم كان الامانه كان فرقه كويسه جدا في التوقيت ده، يعني كانت من الفرق الصعبه جدا في افريقيا معانا. ساعات انا قايل كلامك ساعات واحنا بنلعب الماتش نقول ايه، لا مش عايزين نجيب جون دلوقتي، احنا نجيب الجون مثلا في اخر 5 دقايق افضل، لان جزء من اللي احنا بنتكلم عليه حصل، ان النادي الاهلي مثلا جاب جون اول 5 دقايق وبدا غصب، خلي بالك طبيعي جدا طبيعي جدا، وكان يعني رجعونا مع كابتن جوهري، يقول لك كابتن جوهري بيقول لكم دفعوا مش دفعوا، كابتن جوهري ما كانش بيعمل كده، يعني احنا كنا حتى في مباريات كاس العالم لما بنلاقي نفسنا مثلا كويسين بنرجع ورا، طبيعي يا كابتن ده طبيعي، مش تعليمات مدرب يعني، لا لا بس خوف على المكسب، خوف على المكسب. وانا عايز اقول يا كابتن، انا شايف ان الاداء ما كانش بالسوء اللي الناس بتتكلم بيه، او الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في المباراه، انا مش شايف انه كان فرق كبير جدا. طب فين الاهداف اللي ضاعت نادي الزمالك؟ يعني انا مش شايف ان الفرق كان كبير، بالعكس المباراه كانت رايحه وجايه، واستحوذوا على نص الملعب، خلينا نتكلم يعني جزء يعني شويه فني، استحوذوا بشكل كبير على جزء، بس الاستحواذ ما كانش ايجابي، بس ايه يعني الفرص اللي راحت على الشناوي، بس هو ده اللي بتكلم فيها يا كابتن، بالظبط استحواذ ما كانش ايجابي على الجول. طب انت بالعكس، انت مباراه السوبر انت كنت افضل منهم استحواذ ولعب على الجول، بس هم استغلوا الفرص اكتر، بس هو ده اللي بنتكلم فيها يا كابتن. فالمباراه ما بتحسبش كده، المباراه تحسب ان انت في النهايه كسبت، وكسبت بطوله مهمه جدا جدا جدا. صحيح ده حقيقي، وده اللي هيخلينا نتكلم في فكره الهدف المبكر احيانا بيبقى ليه مساوئ يا كابتن احمد. يعني النهارده لما سجل عمرو السوليه في اول كام، في اول 10 دقائق كان الموضوع يعني يمكن ادى الى تراخي شويه الفريق اثناء اللعب، يعني حتى كلنا استغربنا، يعني انت المفروض يعني تدي اكتر، ما لقيناش الحقيقه دوت بالذات في الشوط الاول. بتشوف ان الهدف المبكر ده ليه مساوئ اكتر من المكاسب ولا العكس؟ هو ليه مساوئ، بس بيبقى فنيا ومع مجموعه اللعيبه الموجوده. لان انت على طول احنا في الكوره بنقول اول ما نبدا اول 10 دقائق او اول ربع ساعه هنعدي اول ربع ساعه ازاي، مرحله جس النبض، لكن اخطر مراحل في قبل ما تجيب الجون وبعد ما تجيب الجون. لكن اللي نجح فيه لعيبه النادي الاهلي ان هم عدوا 10 دقائق من بعد ما احرزوا الجون، بيبقى في حاله خلل شويه في الدفاعات او في حاله نشوه مكسب، لكن هو عدى المرحله دي، يعني هو عدى بعد ربع ساعه، يمكن الجون تشكيله جايه في الدقيقه 35. فوضع طبيعي، ان انت بتلعب التيم كبير عنده مفاتيح لعب، لكن كان اللي نجح فيه الفريق ان هو كان قافل على مفاتيح لعب نادي الزمالك. لكن في الحاله اللي هي بتبقى فنيا، احنا مش مدين 100% فنيا، لكن مهم بنبقى متمركزين كويس، فده اللي كان عامله فريق النادي الاهلي. لكن طبيعي ان كان نادي الزمالك ان هو ممكن يتعادل، لكن في المقام الاول والاخير انا واقف ازاي، شكلي عامل ازاي، بعد ما بجيب الجون ببقى متمركز ازاي، ببقى حافظ على بعد 10 دقائق ما بجيب الجون ببقى واقف متمركز كويس، مفيش مساحات بيننا وبين اللعيبه وبعضها. فده اللي اشتغل عليه فريق النادي الاهلي كويس، وده اللي عوض بحته الروح، يعني اللي عايز اكد عليها برضو، حته الروح، حته الهدف، النظره على البطوله، حته اصرارك على تحقيق البطوله، وان انا العب لحد الدقيقه 90 حتى لو جه في، يعني كان وارد، وانا اكيد متاكد ان اللعيبه يا كابتن كانت بتتكلم مع بعض ان احنا وارد يجي فينا جون، يعني وارد يجي فينا جون، طب هنعوض ازاي، طب لو جبنا جون في اول ربع ساعه هنشتغل ازاي. ففي سيناريوهات كانت محطوطة أكيد، لكن في المقام الأول والأخير أنت حققت بطولة مهمة بروح عالية، مكاسب كتير من المباراة، تديك ثقة حتى لتحقيق أي بطولة. وصدق بطولة كانت غايبة بقى لها 7 سنين، لكن زي ما قال صديق، الأهم إن احنا خدنا البطولة من 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 أغلى البطولات في تاريخ القارة، إن أنت كمان بتكسب نادي الزمالك، دي برضو من المكاسب الكبيرة، فالحمد لله على المكسب. هي برضو هاخد من كلامك وهرجع الجملتين، إحنا عارفينها كلاعيبة كورة، يقول لك الفرق الكبيرة حتى في أسوأ حالاتها بتكسب. طبعا. دي جملة يمكن اتطبقت بصراحة على النادي الأهلي، ما كناش في أحسن حالاتنا لكن بنكسب. الجزئية الثانية بيقول لك إنها يعني المباراة النهائية تكسب ولا تلعب، يعني ما حدش بيفتكر حتى على مستوى التاريخ بالظبط يعني الاهلي لعب احسن، الزمالك لعب احسن، التاريخ بيتكتب ان المباراه يوم كذا حقق النادي الاهلي المكسب. وهاخد الكلام ده ليك يا امير، ونشوف على المستوى بقى كمان الشناوي والمشوار الطويل اللي قضاه، واعتقد كان خلينا نتكلم كلهم نجوم وكلهم ابطال، لكن يبقى في مشوار البطوله بعض الرموز وبعض اللعيبه
اللي كان ليها اثر ايجابي جدا جدا للفوز بالبطوله، واعتقد الشناوي كان واحد منهم يعني. بص يا كابتن، يمكن انا كمان كان في اتصال بيني وبين الشناوي امبارح، هو كان كنت كلمته وبعد كده هو كلمني امبارح. طبعا شكرته على المجهود الكبير اللي هو عامله مع اللعيبه سواء جوه الملعب او بره الملعب، على المستوى والتركيز اللي هو عامله من اول بطوله بسنتين كمان، هو 15 شهر تقريبا البطوله قعدت كتير. اتحمل المسؤوليه طبعا، كان في احمد فتحي طبعا ما ننساش دوره طبعا كان موجود. فطبيعي ان احمد فتحي برده كان كابتن فريق وكان شايد برده مع الشناوي. النهارده الشناوي لقى نفسه هو المسؤول الاول والاخير يعني ككابتن تيم بره الملعب وجوه الملعب، كان ليه دور كبير جدا جدا في المشوار يعني. مستواه كان ثابت، كان فيه تركيز، وكان من اهم الناس اللي هي وصلتنا للفاينل. اعتقد ان هو كمان تركيزه كان مهم جدا في بعض الماتشات يا كابتن في تحويل السيناريو المباراه. تعرف حضرتك لما تكون انت بتلعب على مكسب تجيب جول او حاجه، سيناريو المباراه بيتغير وبيتحول. فكرتنا بضربه جزاء الوداد كده بالظبط، زي ضربه الجزاء بتاعت الوداد النهارده، كان ممكن الدنيا تبوظ وممكن تحصل النتيجه دي عكسيه علينا احنا هنا في القاهره. فشايف ان هو كان له دور كبير جدا، ومن اهم اللعيبه اللي كانت موجوده. كل اللعيبه بتلعب بروح جامده جدا، كل اللعيبه كان ليها دور كبير، بتلعب بقلب، بتلعب بشخصيه النادي الاهلي، بمسؤوليه النادي الاهلي. ولكن انا شايف ان الشناوي كان له دور كبير جدا، وانا بحييه على ده، واتمنى ان شاء الله يكمل. وانا كلمت معاه امبارح ان خلاص احنا لك ايه بقى. طبعا هو قال لي انا حاسس بيك ان انت طبعا كنت قبل كده كنت موجود في بطوله افريقيا وفي ماتشات نهائيات زي دي. كان احنا بعد صفاقه يا صديق لعبنا القطن الكاميروني ودخلنا في بطوله كانت صعبه جدا ومرينا بظروف صعبه جدا. كان سنه كام دي؟ 2008 او 2008 خسرنا 2007 خسرنا 2007 من نجم وكسبنا 2008 2008 كان مشوار صعب جدا يا كابتن. يمكن انا كمان لو تفتكر صديق كان حضري كان مشي وكان في غير انا واحمد عادل خبراته قليله وانا كنت بلعب وانا مصاب في الادوار التمهيديه، ما كانش ينفع عن اي حارس تاني. فاللي انا عايز اقوله ان هو طبعا انا امبارح كلمت معاه ان خلاص احنا فرحنا ومش هكمل معاك كلام تاني. قال انا عارف يا كابتن ان انت خلاص احنا قفلنا الصفحه وهنبتدي في بطوله تانيه، هنبتدي بكره. طبعا الماتش صعب جدا، صعب خصوصا بعد نشوه الانتصار يا كابتن، بتبقى الامور هاديه شويه. لكن النادي الاهلي لعيبه بتلعب على الفوز دايما وعلى البطولات دايما. هنلاعب نادي كبير زي الاتحاد السكندري، عنده جهاز فني كابتن حسام طبعا معروف، كابتن ابراهيم وكل الجهاز الفني محترم جدا وعلى اعلى مستوى، عارف قيمه النادي الاهلي. لعيب جابوا لعيبه كتير جدا السنه دي. خلي بالك برضو يا امير، لما نادي الاتحاد يلعب مع بعديها بايام مع النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل الدوري، والنادي الاهلي ما شاء الله كل الناس بتتكلم عليه حتى في الصحف الافريقيه والعالميه، ده بيدي فاليو اكتر وبيدي دوافع للنادي الاتحاد. لازم نفهم الكلام ده، بيدي دوافع اكتر للنادي الاتحاد، ان الناس بقى خلاص مصر كلها بتتفرج على المباراه بكره، مش جماهير النادي الاهلي بس، خصوصا الكابتن حسام ابراهيم موجود. لا خلينا بقى نروح لنصف نهائي كاس مصر بقى. بتشوف المباراه دي اكيد مواجهه صعبه جدا بين الاهلي والاتحاد السكندري كابتن احمد صديق. طبعا شايفها ازاي المواجهه دي بكره ان شاء الله؟ لا هي مباراه صعبه جدا، انت لسه خارج من بطوله ما فيش يومين ومباراه هتوصلك لنهائي بطوله ثانيه، يعني صعب. عشان كده وصعب ان الجهاز فني وكابتن حسام عارفين كل مباراه مع الاهلي بتبقى كمان الكابتن حسام من عنده طبعا، والكابتن حسام من عنده النواحي النفسيه اكتر كمان من الفنيه، فالامور بتبقى صعبه جدا. مباراه مهمه هتوصلنا لبطوله، يمكن كل التصريحات بتاعت اللعيبه، يمكن والله في نفس المباراه في نفس يوم المباراه كل تصريحات اللعيبه، عندنا بطوله كاس وعندنا كاس سوبر. كل التصريحات بتاعت لعيبه النادي الاهلي بعد ما مباراه الزمالك مباشره، عندنا مباراه كاس، عندنا كاس مصر وعندنا كاس السوبر. فده بيطمننا ان شاء الله ان اللعيبه في كامل تركيزها باذن الله. اكيد ان شاء الله ربنا يسهل ونوصل للنهائي. وتفتكر كابتن احمد عايز الطلائع ولا الزمالك هيكون اصعب؟ لان طبعا يعني نادي الزمالك هيلاعب طلائع الجيش بكره الساعه 5 وهو الطرف الاخر للمباراه النهائيه لو فاز على الطلائع. تفتكر هيعاد تاني قمه ثانيه يوم السبت ان شاء الله ما بين الاهلي والزمالك على كاس مصر؟ والله انا بتمنى وشكلها هيبقى ازاي؟ بتتمنى ايه؟ بتتمنى ايه؟ بتمنى الزمالك. طب يعني بتمنى الزمالك عشان نلعبهم تاني ويبقى قمه ثانيه ونقدر نكسب فنيا وكوره ومكسب وكل حاجه، لان احنا بقالنا كتير الحمد لله. يمكن زي ما بقول لك كعب النادي الاهلي عالي على نادي الزمالك. طب يعني انا يعني خلينا بالكعب العالي ديت ما بحبهاش قوي، لكن بنتكلم بكل امانه، بعد ماتش الاهلي والزمالك في الدوري وخساره السوبر المصري وفوز الاهلي فوز الزمالك على الاهلي 3-1،
حسيت ان بدا في عمليه احنا دايما بنخش ان احنا الاكثر معنويا واحنا داخلين بشكل اكثر ثقه، دي قلت شويه اعتقد، وبدات جماهير النادي الاهلي تقلق. مباراه القمه بتاعت امبارح مباراه تاريخيه دي اكيد هتعيد تاني الدفه ان احنا الاكثر يعني دايما داخلين متفائلين ان احنا داخلين على نادي الزمالك واحنا لعيبه بتقول عالي. لا لا داخلين كسبانين 10% لان اللعيبه كانت بتتكلم واحنا نازلين قدام نادي الزمالك داخلين 10% كسبانين نادي الزمالك 10% ثقه و10% نواحي نفسيه. يعني كعب العالي لا ده شطوره مش حاجه اسمها مش بتحب الكلمه دي. يحسب في المباريات الكبيره، يحسب في المباريات الكبيره حتى للاعيبه الموجوده للشناوي الايمن لوليد سليمان، ان برضو عايزين نبقى صراحه في الموضوع دوت، ان اوضه اللبس فقدت لعيبه كبيره وده اللي باين وده اللي فعلا ما اثرش على اللعيبه الموجوده. لا في الشناوي موجود، في وليد سليمان موجود، احمد فتحي كان له دور كبير جدا زي ما بقول لحضرتك. كل اللعيبه لما بيبقى عندك لعيبه عندها مسؤوليه بشكل كبير جدا في اوضه اللبس ده بيديك قوه، ده بتسهل الامور وبيديك قوه، حتى بيدي اريحيه حتى للجهاز الفني ان هم بيقدروا يلموا بعض. ودي اللي نجح فيها الشناوي، نجح فيها ايمن اشرف، نجح فيها وليد سليمان. وهنا لما بنتكلم هي اللعيبه بتشد بعض قبل ما الجهاز يشدها، فدي قيمه اللعيبه الكبيره. هتلاقي كل تصريحات اللعيبه ان دي صفحه وقفلت. لكن انا بقول لك بتمنى ان نادي الزمالك عشان ان احنا نكسب تاني، يعني نكسب تاني واللعيبه عندها الروح دي، وانا اكيد ان ده هيبقى رد كل اللعيبه الموجوده ان هم عايزين يلعبوا نادي الزمالك تاني، وخاصه ان الفرق بين المباراتين قليل جدا يعني، فتقدر انك تعمل ده. وخصوصا انت هتلعبهم في السوبر، يعني انت هتلعبهم في السوبر يوم 10. لا السوبر هيبقى ضد نهضة بركان، ده السوبر الافريقي. السوبر الافريقي يوم 10 ان شاء الله باذن الله، ودي بطوله ثانيه يعني. بطوله ثانيه وانا واثق 100% ان اللعيبه عندها الحافز ده وعندها الطموح ده ان هي تكسب نادي الزمالك تاني وتاخد بطوله ثانيه وتاخد بطوله ثالثه، وان الاهلي ما يخسرش بطوله بعكس السبع سنين اللي فاتوا. زي ما بقول لحضرتك في اول حلقه ان مجلس الاداره انا واثق 100% ان هو بيحاسب اللعيبه على البطوله. يمكن احنا كنا مرينا بدي، ولما خسرنا بطوله 2007 مع النجم الساحلي كنا محققين 6 بطولات، كنا داخلين في 7 بطولات حققنا 6 وخسرناها. يمكن انا زي ما بقول بفعل فاعل 2007 كان لينا ضربتين جزاء، واحده لابو تريكه واحده لجديد، وكان العرجون الحكم اتظلمنا بشكل كبير جدا لكن خسرنا في النهايه، ادينا بشكل كويس. لكن في التاريخ زي ما حضرتك قلت اللي هيذكر ان انت حققت البطوله او ما حققتهاش، لكن زي ما بقول لك ان احنا اتحاسبنا عليها. مجلس الاداره اجتمع معانا وقال لنا انتوا ازاي ما تحققوش بطوله زي دي، احنا المفروض احنا النادي الاهلي واحنا نخش اي بطوله بنحققها. وهنا الاهداف بتاعت مجلس الاداره او مبادئ النادي الاهلي او اهداف النادي الاهلي بتوصل للاعيبه من خلال الاجتماعات دي. لما بيكون رئيس النادي كابتن حسن حمدي وكان نائب ساعتها كابتن الخطيب ومع كل مجلس الاداره، لما بيوصل للاعيبه ان مجلس الاداره بيشتغل على كده او لائحه النادي بتشتغل على كده، ان انت لما بتحقق 10 بونت من 4 مكسب من اربع ماتشات تجيب 10 بونت، يعني 3 مكسب 1 تعادل، يعني ما فيش اعتراف بالخساره. هنا مش هتاخد مكافاه، لو جبت 9 بونت مش هتاخد مكافاه. صحيح. فبيديك انطباع انت كلاعب اهداف مجلس الاداره عامله ازاي، فبيبقى عندك الحافز. حتى بتلعب الزمالك، بتلعب مع احترامي طنطا، بتلعب اسوان، انت بتاخد كل ماتش بماتش، بتاخد كل هي 3 بونت، الزمالك زي اسوان زي طنطا مع احترامي كل الفرق. فهنا تحقيق 3 بونت، تحقيق المكسب، تحقيق الهدف، تحقيق البطوله، هو ده اللي بيشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي مع اللعيبه. طيب على مستوى البطولات، ويمكن معانا على التليفون واحد من المدافعين الاقوياء جدا ولاعب سابق للنادي يعني الاهلي في نفس الجيل لعب معاكم. طب قبل ما اقول هقوله مين؟ احمد السيد. مين ولا ايه؟ لا شادي سمير. قول الو. طيب سمر. الو الو كابتن هاني. ايوه قول بقى يا امير. مين يا ميرو؟ بس كده خلاص. قول على السلامه يا سمير. هي الحنجره دي الله يسلمك يا ربنا يخليك. على السلامه ومبارك له يا كابتن. طبعا طبعا المولين ماشي بالظبط ما شاء الله، بقاله يمكن مش اقل من 3 4 مواسم ماشي بشكل كويس جدا جدا محمد مع الفرقه. والله بنقول لك مبروك يا محمد حتى على المكسب اللي فات مباراه جيبوتي واول خطوه على المشوار الافريقي. بنبارك لك على كمان مشوارك مع نادي المقاولين اللي بيحقق يعني نتائج رائعه، وعودته تاني على يعني الكره الافريقيه والمشوار الافريقي. بنقول لك الف مبروك. وزمايلك وانت كنت موجود يعني معاهم فترات طويله، تقول ايه على مباراه القرن، مباراه النادي الاهلي والزمالك؟ يعني طبعا مبدئيا الله يبارك فيك يا كابتن هاني ربنا يخليك. طبعا برحب بكم حضرتك
واستاذ سهام وكابتن طبعا منورين كلهم اخواتي يعني صدي وعادل وكابتن امير كلكم طبعا برحب بيكم. خلينا نبدا الاول طبعا بالنادي الاهلي يا كابتن. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهير النادي، بطوله كبيره وبطوله عظيمه ويعني جايه في وقتها الحقيقه، بالذات ان هي جايه طبعا من الفريق التقليدي بتاعك، ف بطوله كبيره يعني اعتقد الناس كلها كانت بتسعى ليها والنادي كله بيسعى ليها، بالذات اللي انت في الفتره الاخيره برضو وصلت فاينل كذا سنه مظبوط، وكان ربنا كاتب لك ان انت تاخد البطوله، بس الحمد لله يعني ربنا كان شايل خير للمجموعه وللنادي. اعتقد بطوله مش ما حدش يقدر ينساها يعني في تاريخ النادي كله، جايه في وقتها مهمه جدا، تدي ثقه كبيره للعيبه وللجهاز الفني والمجلس الاداره ودفعه قويه، وان شاء الله الفتره اللي جايه الامور تبقى احسن بالنسبه لهم. احنا اتفرجنا عليها طبعا هناك في جيبوتي، كان عندنا ثاني يوم ماتش، بس طبعا اكيد قعدنا اتفرجنا عليها كلنا يعني، فالحمد لله طبعا يعني تابعتوها كلكم واتفرجتوا كفريق كلكم ولا كل واحد يعني من جيبوتي كنت لا عادل. لا اتفرجنا كل واحد كان في اوضته، لان هي المباراه كانت بالنسبه لنا كانت الساعه 10 بالليل عندنا في جيبوتي، وكان عندنا ثاني يوم الماتش فوقت ما قدرناش نتفرج مع بعض، عشان كان كل اثنين في اوضتهم عادي، واتفرجنا عليها في الاوض يعني، بس طبعا كنا سامعين بقى صوت الزعيق مع كل جون يعني. طبعا مباراه حماسيه جدا، وهتاخدنا كمان على مستوى الدفاع، ويمكن انت طبعا من المدافعين الاقوياء جدا، وانت حتى وهداف يا كابتن دلوقتي، وهداف ما شاء الله بيشوط من بيشوط من نص الملعب ما شاء الله، عشان الحاجات دي الحاجات دي بتتحسب يا سيدي. خلاص عليك هداف يا كابتن، عمال ياخد في مكافئه كمان ده بيحسد فيك يا كابتن محمد. كابتن احمد عادل واحمد صديق، انا قلت ما شاء الله سمير الحمد لله. لا ما شاء الله سمير ما شاء الله متالق على مستوى الدفاع بشكل جيد، وكمان هداف زي ما بيقول ما شاء الله، يعني تسديداتك فيها دقه كبيره جدا، وده ياخدنا لمستوى الدفاع النادي الاهلي. ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، شفت مشوارهم ازاي في البطوله الافريقيه والدور المهم كمان اللي بيلعبه المدافع في تحقيق البطوله، مش دايما هو المهاجم هو اللي بيحقق البطوله، الفرقه كلها، لكن الادوار الدفاعيه كمان بتبقى ليها عامل كبير جدا يعني. طبعا الادوار الدفاعيه مهمه جدا، واحنا طبعا يعني هو العالم كله تقريبا دايما المهاجمين بياخدوا النصيب الاكبر زي ما بيقولوا، هم اللي بياخدوا على طول التصييد مع الاجوال ومع الاهداف اللي بيحرزوها، فممكن المدافعين بيكون حقهم مهدور شويه، بس طبعا اكيد حضرتك فاهم وحضرتك كنت لعيب كبير وعارف ان المنظومه الدفاعيه وخط الدفاع بيبقى مهم جدا وليه دور كبير مع الفريق. ايمن وياسر اعتقد الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس، يعني يمكن النادي الاهلي عانى شويه في المنطقه دي الكام سنه الاخيره، لان ما كانش في استقرار بشكل كبير، كان في متغيرات كتير، كنا بنلاقي كذا حد في المكان. صحيح. اعتقد الموضوع ده اثر عليهم بشكل كبير، ما فيش استقرار، ما فيش اثنين بيلعبوا مع بعض مده طويله، ففي اصابات بتحصل مع رامي، مع متولي، ايمن وياسر برده على فترات ممكن حد يدخل معاهم تاني، فاعتقد موضوع الاستقرار ده فارق معاهم بشكل كبير، بس اعتقد الفتره الاخيره هم ماشيين بشكل كويس، زي ما بقول لحضرتك البطوله دي والماتشات الكبيره دي هي اللي بتدي خبرات اكتر للعيبه وبتدي ثقه اكتر للعيبه، في نفس الوقت بتدي ثقه للجماهير للعيبه نفسها، حتى لو الجماهير بيبقى عندها شويه ملاحظات يعني على بعض اللعيبه، بس الماتشات دي بتخلي الثقه تزداد ما بين الجماهير واللعيبه بشكل كبير، فالفتره اللي جايه اعتقد الامور هتمشي بشكل كويس بالنسبه للمنطقه دي يعني، الحمد لله في استقرار بشكل كبير، دخل عليهم كمان بدر بنون، اعتقد ان هو لعيب كبير ولعيب مهم وعنده خبرات واحمد هيقدر يساعد الفريق بشكل كبير. تدعيم خط الدفاع ده مهم جدا، خاصه زي ما انت قلت كان عندنا عدد اصابات كبير جدا، بدءا من رامي ربيعه، سعد قبليهم، محمود متولي، فالحقيقه التدعيمات دي مهمه جدا في التوقيت ده. لكن عايز اسالك عن فكره بقى صعوبه الماتش الفاينل، يمكن انت واحد من اللعيبه اللي حققت بطولات كمان كتير، فكره البطوله النهارده واختلافها عن باقي البطولات يا كابتن محمد في التوقيت ده؟ لا في التوقيت ده هو في اختلاف كبير، احنا يمكن على الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كان في جماهير بتحضر الماتشات، ده في حد ذاته كان الموضوع بيبقى صعب جدا يعني، هو طبعا يعني هو سلاح ذو حدين، في نفس الوقت هو دافع ليك كلاعب في الماتشات الكبيره دي، وفي نفس الوقت طبعا في ضغوطات كبيره على اللعيبه، لان تدخل الفاينل تلاقي الاستاد كله 120,000 متفرج بتفرق بيشجعوا النادي، فطبعا بيبقى في ضغط كبير جدا على اللعيبه، دلوقتي مفيش جماهير، فبس في نفس الوقت برضه طبعا اكيد في ضغوطات، النادي الاهلي على طول ما انت بتلعبي حتى لو مفيش جماهير بيبقى في ضغوطات، فاعتقد زي ما بقول لك هو الماتش كان مهم جدا، اعتقد الله يكون فارق اللعيبه كلنا الفتره اللي قبل الماتش، كل الجماهير الكره نفسها كانت متاثره بشكل كبير، وكانوا قلقانين، واي حد بيتكلم في عن الماتش بيبدا يتوتر ويخاف، ما بالك بقى باللعيبه وهي داخله على الماتش، فكان فعلا لود كبير عليهم وضغط كبير عليهم بشكل كبير، وده حسيناه تقريبا من التصريحات بعد الماتش، اللعيبه كلها
قد ايه اللعيبه كان محطوط عليها ضغط بشكل كبير، لان زي ما بقول لك برضو احنا دخلنا الماتش ده وانت قبل كده لاعبين تقريبا 2 أو 3 فاينل وما كناش ما كانش معانا التوفيق وكنا خسرناهم، فالماتش ده كان هيبقى صعب بالنسبه لنا لو خسرناه، بالذات ان هو زي ما بقول لك من نادي الزمالك، فربنا كان شايل خير طبعا يعني اللعيبه يعني الى حد ما كناش في مستوانا بشكل كبير، بس طبعا المهم النتيجه والبطوله دخلت النادي. الدفعه دي كانت الجماهير بتسعى لها والجماهير كانت نفسها فيها والجهاز الفني والمجلس الاداره واللعيبه كلها كانت بتسعى لها، والحمد لله ربنا كرمهم بيها. صحيح. تقدر تفتح بالنسبه لهم كمان مجال كبير الفتره اللي جايه، في سواء في كاس العالم للانديه، عندك سوبر افريقي، عندك يعني تقدري تاخدي منهم كذا بطوله. كمان محقق رقم قياسي على مستوى افريقيا 6 مرات في كاس العالم للانديه، وده اللي احنا هنساله بقى للكباتن اللي مشرفنا، واحنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن محمد. طبعا بنشكرك كابتن محمد. قبل بس ما قبل ما نقفل معاه جود لك، طبعا بنهنيك على المستوى الرائع مع نادي المقاولين، تحياتنا طبعا للكابتن عماد النحاس اللي عامل شكل اكثر من رائع مع المقاولين، وكسبنا فارس كمان على المستوى الافريقي نادي المقاولين، ان شاء الله كل طموحات انه يوصل لابعد نقطه في الكونفدراليه، ونشوفك ان شاء الله كمان طرف اخر من اطراف الكره المصريه بيحقق بطوله على المستوى الافريقي. محمد سمير مدافع الاهلي السابق والمقاولين الحالي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك كابتن محمد. عايزه اسال كابتن امير عن عوده الاهلي مره اخرى لكاس العالم للانديه، وانت محقق رقم، واحنا يعني كالاهلي يعني محقق رقم قياسي المره السادسه في تاريخ النادي الاهلي ومشاركته، وهيقابل طبعا النادي العريق جدا بايرن ميونخ. هاخد الاجابه بعد الفاصل. اوكي. بعد الفاصل في البيت الكبير. بعد التتويج بالبطوله الافريقيه افتكر انه سقف التوقعات يعني ارتفع لدى جماهير النادي الاهلي بالتحديد، ويمكن في ناس كثيره جدا جدا عايزه النهارده انه الاهلي يلاقي البايرن ميونخ في نهائي كاس العالم للانديه. يا كابتن امير عبد الحميد اللي برحب بيه مره ثانيه، وبرحب طبعا بكابتن احمد عادل وكابتن احمد صديق، اتفضل. طبعا يعني النادي الاهلي لما وصل لكاس العالم للانديه اكيد يا كابتن في مكاسب كتيره جدا ماديه، ومكاسب ان انت كمان النادي الاهلي بيرجع تاني للعالميه زي ما بيقولوا. يمكن احنا في كاس العالم للانديه رحنا حوالي 6 مرات. فيها 5 مرات اعتقد، ودي السادسه. دي السادسه ان شاء الله. عملنا انجازات كويسه، وفي طبعا في اوقات ما كناش عملنا نتائج كويسه، وبعد كده نتائج بين البنين، وخدنا مره خامس مره سادس مره ثالث. يعني ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه السنه دي باذن الله مع اللعيبه اللي موجوده، مع الجهاز الفني اللي موجود، مع ان شاء الله الاداره تساعد كل المسؤولين في سواء جهاز فني او لعيبه، ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي. ولكن اللي عايز اقول في كاس العالم للانديه يا كابتن، الانديه الاوروبيه ما بيلعبوش اول ماتش، بيلعبوا قبل النهائي. قبل النهائي على طول. يمكن احنا بنلعب اي بطل مثلا امريكا، بطل اسيا او ايا كان، بعد كده ان شاء الله بنلعب بقى سيمي فاينل تاني، وبعد كده ممكن تقابل بايرن ميونخ. لكن اللي عايز اقوله ان الحمد لله اللعيبه وتاريخ النادي الاهلي، لما لعبنا مع ماتشات اوروبيه، لعبنا مع ريال مدريد وروما، ولعبنا مع برشلونه، ولعبنا مع انديه كبيره جدا، وشاركنا في دوره لندن مع انديه كبيره، اللعيبه الحمد لله عارفه الكلام ده كويس، وعندنا الحمد لله امكانيات كويسه ان احنا نقدر نلعب ضد الفرق الكبيره. يمكن قابلنا بايرن ميونخ قبل كده وكسبناه 1-0 اعتقد كان بركات. فالحمد لله اللعيبه عندها خبرات وعندها المسؤوليه في ان انت تلعب الماتشات الكبيره دي، واتمنى ان احنا ان شاء الله يا رب نوصل ونلعب بايرن ميونخ في الفاينل، ونعمل حاجه ونعمل انجاز في كاس العالم. ليه لا؟ يعني طموحات وارده، وانا هاخد من كلامك حتى على مستوى الماركتنج، لو احنا بنلعب كاس عالم للانديه، اسم النادي الاهلي او لوجو شعار النادي الاهلي بيتعرض في كل انحاء العالم، بتتكلم على كمان نواحي ماديه كبيره جدا بيستفيد منها النادي الاهلي، وده مش عيب، ده ماركتنج كبير، والنادي الاهلي ببطولاته بيجيب فلوس ليدعم بيه وبيشتغل بيه بشكل احترافي. كمان انت امير كنت بتقول لي كمان على مستوى المستوى الفني، قلت لي ان في كاس العالم للانديه كان ابو تريكه بيتقارن هو وما بينه وما بين ميسي مين ياخد احسن لاعب في البطوله. هو كان واخدها يا كابتن بالفعل. بالظبط. يعني هو الناس نزلت لنا قبل فعلا، وبلغوا المسؤولين عندنا ان ابو تريكه هيستلم معاه جايزه احسن لاعب. كيفو مع ميسي وكل حاجه بس ادوها لميسي طبعا. يعني لا بس امير فعلا كانوا مبلغين ان هو هياخد، انه واخد احسن لاعب في العالم. احسن لاعب في البطوله يعني. احسن لاعب في البطوله. 2006. بجد كان فعلا والله يا كابتن مبلغين وهو خلاص ان هو واخد احسن لاعب في البطوله. ومع اخر الدقايق غيروا الوجهه كلها لميسي. ما ده اللي بتكلم عليه صديق، ان الناس في مكاسب كتيره جدا انك تروح كاس العالم للانديه، مش بس انت بتمثل مصر. ترتيبك عالميا كمان يا كابتن. نعم؟ يعني ترتيبك عالميا كنادي، ترتيبك بطوله محسوبه وبطوله طبعا كبيره، لان خلي بالك بعض الناس بتقلل دلوقتي من بطوله كاس العالم للانديه. في بعض الناس بطوله مهمه جدا طبعا، بطوله شرفيه، بطوله ملهاش لازمه. لا،
حتى يا عم لو بطوله شرفيه انت بتحط نفسك ما بين انديه عالميه مش على مستوى اوروبا بس، بتتكلم على مستوى العالم كله، تحط لعيبتك على مستوى مقارنات، ابو تريكه تحط مقارنه مع ميسي، ده دي لوحدها ماركتنج للنادي الاهلي وانجاز كبير جدا طبعا. فمكاسب كتيره جدا ان شاء الله يعني. كل اللي بتتكلم كل اللي بتتكلم فيه ده يعتبر تحدي تحدي يعني للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه يا كابتن احمد. هو اكيد ان هم مركزين لها من دلوقتي يعني، انا واثق ان مجلس الاداره، انا بتكلم في كده، ان مجلس الاداره مركز كويس جدا جدا للبطوله دي من دلوقتي. دي واحده من الطموحات للنادي الاهلي طبعا، النادي الكبير، لكن في نفس الوقت ده يا كابتن احمد يعتبر تحدي كبير برضو بالنسبه للنادي الاهلي. هو تحدي كبير في جيل اللي يضيف لك كمان، في جيل عنده مسؤوليه يعني، جيل عنده ان هو مش راح تمثيل مشرف وبس، لا انا عايز احقق نتيجه ايجابيه، انا عايز اعدي الادوار الاولانيه، عايز حقق البطولة. وده كمان هيضاف في تاريخ اللعيبة، ان انت متاخد دوري ابطال افريقيا ده حاجة هتضاف لك في لعيبة ما اخدتش ما حققتش بطولة دوري ابطال افريقيا الموسم ده يعني، اللعيبة اللي شاركت دي مفيش ولا واحد اول واحد في الملعب يعني، اللي شارك كان وليد سليمان وليد وسعد ورامي بس. لكن ده برضو بيتقلك انت كلعيب، حتى لو جالك على عروض يعني، انا اسمع ان في عروض حتى للعيبة، عروض اوروبية من بره، ده بيتقلك انت حتى كلاعب ان الناس تبص عليك بشكل اكتر وتتشاف. حتى في لعيبه ممكن تانية يجي لها برضه عروض زي ما كان بيجي العروض للناس قبل كده، فدي حاجه طبعا مشرفه للنادي الاهلي وللعيبه للجيل الموجود اكيد بالجهاز الفني. والماتشات دي بتبقى يعني ماتشات انت بتبقى فرحان انك رايح، انت رايح محفل كبير جدا، بتلعب بطوله العالم كله بيبص عليها، بتلعب مع فرق ومدارس مختلفه وانديه كبيره. انا كلاعب كنت كابتن اتمنى ان على ايامي كان يبقى في كاس عالم. كابتن انت حضرتك لو تشوف الاهتمام اللي موجود بالفرق اللي رايحه وتشوف النظام، لا انت اي حد فعلا يتمنى هو كاس عالم فعلا، كاس عالم مصغر. امير يشهد بكده. لا التمرين بالثانيه، تبدا تمرينك بالثانيه وبتخرج بالثانيه، الاتوبيس عليه اللوجو بتاعك، الفندق، بص يا كابتن كل حاجه كل حاجه سوبر. حاجه يعني سوبر سوبر. وبعدين يا كابتن وفي حاجه كمان يا صديقي، لو تفتكر قبل يعني ممكن الفتره الجايه يا كابتن قبل كاس العالم ده بشهر مثلا، بيجي مسؤولين من الفيفا ومسؤولين من الدوله اللي هي هتقام عليها المباراه، يصوروا هنا ويسجلوا هنا يصوروك هنا ويقول لك النادي الاهلي في حاله ان هو يلعب الماتش ده لازم يلبس لبس معين، بيحضروا حتى لبس كل حاجه. الموضوع كبير بجد يا كابتن فارس، الالوان يا كابتن، الناس بتقلل من كاس العالم، انا مش عارف مين طبعا ما راحوش، ما في ناس كده راحوا، اكيد الموضوع كبير. احنا رحنا وحسينا بالاجواء دي، انت عندك حضرتك بتلاقي الموضوع مختلف تماما يعني، حضرتك لعبت كاس عالم، هو بالظبط كاس عالم، تشامبيونز ليج ناس بتقلل منه، لا الموضوع تاني خالص. لما سالنا صلاح والنني لا حاجه تانيه، موضوع كبير جدا جدا، والتنظيم واجواء غير طبيعيه فعلا. كان حاجه وخلي بال حضرتك يا صديقي كمان يا كابتن، ان احنا لعبنا مش في اليابان بس، احنا لعبنا في المغرب كمان تمام بالزبط. فلعبنا في كذا دوله مختلفه، هو التنظيم هو النظام، الفيفا المنظم هو، فبالتالي حاجه كبيره جدا للنادي الاهلي ان هو يمثل مصر. وبعدين يا كابتن احنا دلوقتي يعني احنا بنقول انا مثلا بقول انا وامين مثلا بقول انا عامل انجاز واخد بونزيه كاس العالم، حاجه اتحسبت في التاريخ طبعاً، يبقى ازاي حاجه شرفيه طبعا، يعني حاجه انا فخور بيها ان انا بقول ان انا واخد برونزيه كاس عالم الانديه، فازاي تبقى حاجه دايماً شرفيه. برونزيه كاس عالم الانديه دي كمان ان شاء الله واحنا رايحين اكيد هيتقلل اللعيبه، خلي بالكم احنا خدنا البرونزيه فعايزين الاحسن، عايزين يبقى نلعب النهائي، فدي كلها طموحات جديده. الموضوع كبير يا كابتن، الموضوع كبير بجد يعني، الموضوع حلو، والموضوع يعني الامانه بتحس ان انت لعيب اوروبي صح، هي مسؤوليه كمان والملاعب وكل حاجه. لعيب ما تكلمش ليه يا احمد عادل؟ انا سايبهم يتكلموا. انت شايفك سكت كده. كابتن احمد عادل انا عايز اسالك في النهارده مجلس الاداره والرساله اللي وجهها، رساله الشكر اللي وجهها لثلاثه من اللعيبه، صالح جمعه، احمد الشيخ، وجيرالدو. لا اكيد ده ما يقللش من قيمتهم كلاعيبه، هم كانوا ليهم دور كبير جدا في تحقيق بطولات مع النادي الاهلي. لكن انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ان ممكن انا كميتي مع النادي مع الفريق ان هي ما تكونش ماشيه بشكل كبير او ما بشاركش بشكل مستمر، لكن بيبقى ليا دور بره يعني، بره النادي، ان انا عايز اشارك، عايز العب، عايز ارجع اسمي تاني، عايز اقرب للجماهير اكتر بحيث ان الجماهير تشوفني في الملعب، فده ما يقللش خالص من قيمتهم كلاعيبه، لكن لعيبه عندها اسمائها، لعيبه عمل التاريخ جوه النادي الاهلي، قدروا ان هم يستفادوا من النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لكن بتمنى لاي لعيب التوفيق ويحقق كل اللي هو بيتمناه. زي ما بقول لحضرتك ان اللعيب هو داخل النادي الاهلي ممكن الكيمياء ما تكونش ماشيه شويه، ممكن ما يكونش موفق مع النادي في فتره من الفترات،
ممكن اطلع في سبيل حته اعاره مثلا او ارجع، لكن في المقام الاول مهم بالنسبه للاعيب ان انا العب، ان انا العب كل المباريات حتى اشارك في المباريات، لان السنه في الكوره ما بترجعش تاني، ما بتتعوضش خاصه لو موهبه زي صالح جمعه مثلا. انا هاخده كمثال، ان صالح جمعه في فترات كبيره كان جماهير الاهلي بتتوسم ان هو يرجع بشكل وبشكل مباشر. يمكن الظروف نخلي الجزئيه ديت مش هنتكلم فيها كتير، لكن انا اتمنى لصالح جمعه انه لو ان شاء الله يروح لاي نادي انه يبرز موهبته، لان صالح جمعه انا يعني اعرفه من هو صغير، وكان سبب كبير مع زمايله الابطال ان احنا نوصل اولمبياد، لعيب هايل على مستوى. فانا بقول لصالح ما تضيعش حتى الفرصه، ما كانش دلوقتي ليك فرصه للنادي الاهلي، لكن عندك تحدي جديد انك بتثبت كمان انك عندك قدرات وانك لعيب كويس، لان عمر كره القدم عمره قصير، وصالح ما بقاش صغير للدرجه دي. لكن دي نصيحه لصالح، مش عايزين اقول نصيحه لصالح، لا عايزك تقول نصيحه لصالح انت، لان انا بحبه ويعني خد فرص في النادي الاهلي، لكن اتمنى ان شاء الله اشوفه بشكل افضل وبشكل يليق كمان بامكانياته. يعني ما في النقطه دي يا كابتن هاني، ان انت مهم جدا كلاعب ان انت تقفل على نفسك، يعني انت تقفل على نفسك بشكل جيد. يعني هو دي جزء، هو يعني انا بتكلم بشكل عام، بتكلم بشكل عام المستوى العام، يعني المستوى العام ان لعيب الكوره مش فنيا ان انا ببقى عالي جدا او مهاريا ببقى عالي جدا، لكن مهم جدا ان حياتي عامله ازاي، اقفل على نفسي بشكل جيد، مركز في الهدف بتاعي، في طموحاتي، في اسم النادي، في تحقيق الاهداف بتاعه النادي. فهنا كل اللعيب ما بيقفل على نفسه، وخصوصا انت عارف لعيب الكوره كابتن هاني بيبقى الحاجات الحلوه يعني حوالين منه كتير، حاجات حلوه حوالين منه. بس افتكر ان هو لاعب وفي التوقيت ده زي صالح جمعه بالذات، عارف في التوقيت ده في الوقت ده ما له وما عليه يعني. اكيد يعني انا بتمنى له التوفيق اولا واخيرا، اكيد طبعا، ولاحمد وبادجي طبعا، كل الناس يعني كلهم لعيبه على مستوى عالي، وممكن جدا يأدوا بشكل رائع في انديه ثانيه وياخدوا فرص اكثر ان شاء الله. في المقابل في خمسه بكره هيشاركوا في المباراه المهمه امام الاتحاد السكندري، سواء من المعارين او من الصفقات الجديده طاهر وبدر بنون. طبعا اكيد هم كانوا مستنيين حاجه زي كده، اكيد النادي جاب اللعيبه ده عشان هو اكيد شايف احتياج ليهم، وان هم لعيبه النادي هيضيف لهم، هم هيضيفوا للنادي، جايين على فرقه كبيره ونادي كبير لسه محقق بطوله، فاكيد عندهم طموح ان انا كمان ابقى ليا دور، عايز احقق بطوله، عايز اساهم في اي بطوله للنادي الاهلي، خصوصا انه جايب لعيب محترف ومن اللعيبه الكويسه، كان تقريبا كمان كابتن فرقته بدر، فانت جايب جاي من نادي كبير، جاي من نادي كبير بيلعب قبل نهائي البطوله الافريقيه، عنده الخبرات الدوري المغربي بالظبط، عنده الخبرات، اكيد هو عارف انه جاي على نادي كبير عايز يحقق لنفسه انجازات، هيبقى من الاضافات اللي برده ان شاء الله تبقى موجوده في كاس العالم مع كل اللعيبه المعارين اللي رجعوا، محمد شريف واكرم واحمد ياسر ريان وناصر ماهر وناصر وصلاح محسن، كل اللعيبه دي اكيد هيبقى ليها دور، والا ما كانش النادي رجعهم في الفتره دي، كلهم لعيبه مهمه. وانا شايف ان من افضل الحاجات اللي حصلت في النادي من الفترات الاخيره فكره الاعاره، بتجهز اللعيب بشكل كويس، خلاص انت في الوقت ده بتشوف اللعيب ده امكانياته انت محتاجها او هتقدر تساعدك، خلاص فكره ان انا لعبت وخدت الخبره، فكره بقى خلاص ان انا جاي وتيشيرت الاهلي تقيل، خلاص انا طلعت ولعبت وخدت الخبرات، هرجع كل الثقه ان انا عايز العب، خصوصا اللعيبه دي بقت موجوده وما ادتش بشكل كويس، فخرجت خدت الفرصه والخبرات ورجعوا عندهم طموح عايزين يحققوه. اكيد وادوا بشكل كويس في انديتهم، يعني طبعا لو طبعا كلهم ظهروا بشكل كويس جدا، كل اللي رجع انت بتتكلم كلهم منتخبات، بتتكلم على منتخب اول ومنتخب اولمبي، كل اللي رجعوا يعني ناصر ماهر موجود منتخب اولمبي واكرم، وبتتكلم على احمد ياسر ريان، بتتكلم محمد شريف منتخب اول واحرز هدف المنتخب الاولمبي، وصلاح محسن منتخب الاولمبي، كلهم منتخبات، فخدوا كمان شخصيه المنتخب بالزبط. الشخصيه الدوليه وان شاء الله نتمنى باذن الله ان هم اكيد ان شاء الله يكونوا على مستوى المسؤوليه في موسم، اعتقد كمان الموسم اللي جاي يا احمد عادل هيكون موسم كمان طويل، انت عارف مفيش خلاص تلاحم المواسم، داخل الدوري هيبدا خلاص يوم 11 وداخلين على دوري كبير جدا، فرؤيتك كمان سريعا للموسم اللي جاي هيبقى شكله ازاي من خلال ارتباطات كتيره جدا. يعني هي الميزه كابتن في ان اللعيبه دي لو تاخد بالك منها اللي كانت معاره ورجعت تاني ان هي من ولاد النادي الاهلي، فعارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي كويس، واكيد هيكتسبوا خبرات من اللعيبه الكبيره الموجوده، زي ما بقول لحضرتك دول هيبقوا اضافه لاوضه اللبس ان هم يقدروا ياخدوا الخبرات من اللعيبه الكبيره. انا بقول ان اي حد داخل قائمه النادي الاهلي فهو ما يعتبرش لعيب صغير،
هو يعتبر لعيب كبير، وخصوصا ان انت لما هتغير خمسه او سته حتى في التشكيل، ان حد يلعب او صفقه جديده جايه، فانت خلاص داخل النادي الاهلي هتادي دورك زي اللي كان بيأديه اللاعب اللي انت دخلت مكانه. فدي الروح اللي بتبقى داخل النادي الاهلي، وده الحافز والطموح اللي اللعيبه فعلا بتقدر تحقق بيه بطوله. لكن اضافه كبيره زي ما قال صديق، ان اللعيبه المعاره ان هي ترجع تاني اضافه للفريق، خصوصا ان اكيد كان مجلس اداره الجهاز الفني مش هيبقى محتاج لهم الفتره دي، لكن ان هو يبقى موجود ده بيحط عليه مسؤوليه كبيره، ان هو يؤدي نفس الدور يكمل المشوار مع زمايله، ان هو يقدر يحقق البطوله، والنادي الاهلي على طول بياخد البطوله ببطولتها. فان شاء الله يقدر يحقق كاس مصر والبطوله القريبه ان شاء الله. تحدي جديد لموسيماني كمان وبدايه مشوار الدوري، تفتكر هيشتغل ازاي على اللعيبه علشان يستعدوا كمان لبطوله الدوري في الموسم اللي جاي؟ وزي ما كابتن هاني قال في تلاحم كمان بين الموسمين، الفريق ما لحقش يريح بشكل كبير، تحدي اخر لموسيماني افتكر. هو اكيد الراجل يعني ذكي جدا جدا وقريب جدا وعارف اللعيبه اللي موجوده. زي ما صديق قال واحمد، ان دور كابتن سيد عبد الحفيظ مهم جدا جدا، وكابتن سامي اكيد، وكابتن سامي قمصان دورهم مهم جدا جدا في ان يقولوا كل الصغيره والكبيره للراجل، وده اللي فرق معاه لاول ما جه. اكيد مش ما عندوش عصا سحريه زي ما بيقولوا، ان هو يعني عنده ماتشات افريقيا ياخد افريقيا من ثاني يوم، موضوع صعب. فدور كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان كان مهم جدا جدا. اللعيبه اللي موجوده اللي هي كانت في اعاره ورجعت، دول عارفين مين كابتن وليد سليمان، وعارفين مين محمد الشناوي، وعارفين مين مش عارف، يعني هم اللعيبه ولاد النادي وراحوا اعاره ورجعوا. وما ننساش عمار حمدي كمان، كان المفروض ان هو هيبقى موجود وبيكمل في الاتحاد السكندري، برده من ضمن الناس اللعيبه الكويسه اللي كانت ممكن ترجع، لكن هو فضل ان هو ياخد اعاره ثاني. فاللي انا عايز اقوله ان اللعيبه مش بعيده عن لعيبه النادي الاهلي. تاني حاجة، ان اي حد راجل كابتن عارف ان اي لاعب بيجي ينضم للنادي الاهلي بيدخل جوه التيم خلاص بيبقى واحد اكنه لاعب 10 سنين. يمكن من الحاجات الغريبة جدا ان بدر بانون طبعا عارف اللعيبة، النهارده كان بيحارب على كاس افريقيا وهو في الرجاء ضد نادي الزمالك، النهارده بياخد الكاس وهو في النادي الاهلي، فعارف قيمة النادي الاهلي وعارف اللعيبة اللي موجودة. فبالتالي اللعيبة، وده السيستم اللي موجود في تاريخ النادي الاهلي، ان اللعيبة والجهاز الفني والجمهور لما والاداره لما يجي لعيب جديد بيدخل بتحس ان هو بقاله سنين، وده جه مع صفقات محمود متولي وكل الصفقات اللي كانت موجوده وصلاح محسن، كل الناس دي كانت بعيده، ولما دخلت خلاص الموضوع انتهى. فانا شايف ان اللعيبه يعني مش بعيده، في تحدي كبير تاني. الراجل ذكي جدا في ان هو اول ما جه قال لك انا مش هاخد كل البطولات، خد بطوله قال لك انا خلاص انا لسه ما عملتش حاجه للنادي الاهلي، النادي الاهلي اسم كبير، فانا ان يجيبني فانا لسه ما عملتش حاجه، وكل ما ياخد بطوله يقول لك انا ما عملتش حاجه. هو ده الصح، وده اللي كان السياسه اللي كان ماشي بيها مستر مانويل جوزيه يا صديق وعادل، ان هو خد كل البطولات كان يجي يقول لك انا لسه ما عملناش حاجه، ما عملناش حاجه. كان بيدي لحال اللعيبه ان انتوا لسه ما عملناش حاجه، ما كسبناش ماتشات، ما كسبناش بطوله، بنبقى واخدين بطوله ونقفل الموضوع، وعندك كاس مصر بطوله ثانيه. اللي انا عايز اقوله برضو ان دي مسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه ان هي تاخد افريقيا، والجهاز الفني اتحطيت تحت ضغط على فكره، مش احنا خدنا ثقه صحيح. ثقه وخدنا حاجه ايجابيه ان انا خدت كاس افريقيا وخدنا ثقه فيها، ولكن احنا لعب كاس مصر بكره سيمي فاينل مع فريق عنده صفقات كبيره، عنده تدعيم كبير، عنده جهاز فني محترم، كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكل الناس اللي موجوده. مش عايز اقول للناس ان احنا خلاص هناخد كاس مصر، لا، احنا نادي الاهلي بياخد ماتش بماتش وبطوله ببطوله. فان شاء الله نركز بكره، اللعيبه تركز ان شاء الله باذن الله، وكل اللعيبه تبقى موفقه بكره، كل الناس عايزه تطلع كل مجهودها ان هي عايزه تعمل حاجه للنادي، وان شاء الله نبدا من بكره باذن الله نكسب الماتش ونوصل للفاينل ان شاء الله. ان شاء الله هرجع لنقطه مهمه، طبعا معانا اتنين لعبوا باك يمين، ف انتوا بتقطعوا بعض ازاي في التمرين؟ احنا بنقعد مع بعض في الاوضه جايين كمان؟ والله اوضه وشقه واحده والله كويس. عايز اخد رايكم طبعا في محمد هاني في المشوار الافريقي، لان محمد هاني في فتره من الفترات كان في بعض الانتقادات، شايفين ان هو يعني احمد فتحي اكيد خبراته كانت بتفرق كتير جدا، واحمد فتحي من اللعيبه المميزه في تاريخ الكره المصريه في هذا المركز. تقولي لي برضو محمد هاني ومشواره اللي جاي ازاي، وتقييم كلي للبطوله الافريقيه ومشواره مع النادي الاهلي. لكن يا كابتن انا عايز اشكره على الاداء في المباراه النهائيه، خصوصا انه كان راجع من اصابه في المنتخب قبل المباراه النهائيه بوقت قريب جدا، فانه يشتغل على نفسه ويضغط على نفسه عشان يلحق المباراه. عارف ان المكان بعد ما احمد فتحي ما كانش ينفع يلعب، كان عارف ان مفيش غيره يعتبر بنسبه كبيره، فانه يجتهد ويؤدي بالاداء ده بعد الاصابه، انا بشكره على الاداء ده. انا شايف ان هو بشكل كويس جدا، وعشان كده هو رقم واحد في المنتخب دلوقتي،
والا كلنا كلنا مش شايفين غلط يعني مش معقول كل احنا والجمهور والجهاز الفني للمنتخب يبقى شايف غلط انه ياخد محمد هاني يبقى رقم واحد في مكانه في منتخب مصر. انا شايف الواد بشكل كويس جدا. ده طبيعي جدا في الكوره كابتن, مفيش لعيب بيفضل على نفس المستوى. لكن انا حتى شايف الفترات اللي هو ما كانش كويس فيها ما كانش مش فترات طويله صح. ومش بشكل وحش قوي بالعكس, بس انا عشان مستنيين منه اكتر من كده والناس شايف ان هو يعني عنده اكتر من كده. بتبقى صعبه صديق ساعات انت جاي على لعيب كبير زي احمد فتحي طبعا يا كابتن, يبقى المقارنات ظالمه في وقت من الاوقات انك جاي على لعيب كبير انت لعيب صغير وعندك امكانيات كويسه, لكن دايما بيبقى في مقارنات بس مش زي احمد. ما اكيد مش زي احمد فتحي لان انت قلت على احمد فتحي بعد ما احمد فتحي بعد كام سنه لعب 20 سنه بعد كام لعب. خبره بالزبط. كام سنه من الخبرات فطبيعي جدا يا كابتن. هو اكيد يا كابتن كمان استفاد منه يعني اكيد طبعًا. هاني استفاد طبعًا. من فتحي طبعا, وخصوصا لما كان فتحي ما بقاش موجود كان بيأدي الدور, كان بيأدي الدور تحس ان فتحي اكنه موجود بالظبط. لكن انا بقوله على طول على هاني ان هاني من نوعيه اللعيبه اللي كورته مسابقه سنه يعني كورته عالية جدا صح. بيدافع كويس بيقف كويس سريع تاكلينج كويس حتى في المواقف كتيره كابتن. انا لما ببقى لعيب بلعب في مركزي لوحدي فممكن بقى عندي حاله استرخاء شويه, لكن هاني خد العمليه بجديه, كان قد المسؤوليه, كان قد ان انت بتتكلم على فترات كبيره جدا من 6 أو 7 سنين ما كنتش تقول مثلا في باك رايت او باك ليفت لمنتخب مصر, لكن لما بتشوف هاني اداؤه مع النادي الاهلي واداؤه مع النادي الاهلي نقطه واقف عندها ان كمان انه بيلعب تحت ضغط ان الناس كمان تقول لك نادي الزمالك وبن شرقي احسن الجبهات بن شرقي وازاي هاني هيلعب عليه, وانا في اعتقادي عمل عليه مباراه كبيره جدا طبعا. ده يحسب له على مستوى تحمل المسؤوليه انك قبل الماتش عارف وانت امير عارف القصه ديت محطوط تحت ضغط ان هو ايه افضل العناصر في النادي الزمالك هيقول لك زيزو الاطراف زيزو وبن شرقي, طب مين على بن شرقي يبقى في مباراه خاصه ما بيني وبين الجزئيه دي مهمه انه اثبت كمان عنده شخصيه النادي الاهلي وعمل مباراه كبيره مظبوط زي ما حضرتك قلت. يمكن كمان في بعض اللقطات لمحمد هاني, محمد هاني كان من ضمن الناس اللي عماله تشجع اللعيبه وتقول يا جماعه احنا البطوله دي بتاعتنا احنا لازم نبقى رجاله ما ينفعش نتدلع, صوته الوحيد اللي طالع هو محمد هاني. فما بقاش في لعيب صغير وكبير دلوقتي يا كابتن في النادي الاهلي, كله مسؤول كله يعني. ناظم مصطفى شوبير صغير في السن اكيد كان ليه دور ان هو يا رجاله لازم ناخد البطوله. هاني بقى خلاص بقى لعيب كبير دلوقتي المفروض ما هوش سنه مش صغير بقى مسؤول, كل لعيب في النادي الاهلي مسؤول سواء كان صغير او الناس اللي عندها خبرات. فبالتالي محمد هاني اكيد يعني من اللعيبه المميزه جدا. يمكن احنا كان في من كام سنه يا كابتن كنت انا بلعب تقريبا في دجله او الانتاج الحربي كنت في سموحه تقريبا او مش فاكر فين, طلبت من النادي الاهلي ان احنا ناخد محمد هاني اعاره. كان سنه لسه عنده 18 سنه او 19 سنه, كنا كلمنا كابتن عماد النحاس تقريبا كان ماسك في الناشئين, طلبت ان انا ناخد محمد. كنت شايف في ايه عشان تطلبه؟ شايف فيه المسؤوليه الشخصيه دي مهمه جدا انك انت سهام تكون حد لعيب مهم في النادي الاهلي وعنده شخصيه وعنده مسؤوليه, واكيد الكابتن هاني عارف الكلام ده وكل الكباتن الموجوده. مش اي حد يلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عنده طموح وعنده مسؤوليه وعنده شخصيه. شخصيه مش ان انا اقعد ازعق واتكلم, شخصيه في القرارات في الملعب, شخصيه في ان انا اشجع زمالي بطريقه كويسه جدا, اتحمل مسؤوليه. انا بلعب باسم النادي الاهلي, تيشيرت النادي الاهلي تقيل, تيشيرت النادي الاهلي مهم جدا ان انا ما عنديش مركز تاني ولا تعادل ولا الكلام ده كله. فبالتالي هو صغير بيشرب الحاجات دي من قطاع الناشئين او بيطلع بيشوف الكباتن الكبار زي ما قلنا احمد فتحي بيشرب منه كل الكلام ده وكل الكباتن الموجوده. فاعتقد ان محمد هاني ومصطفى شوبير كل الناس الصغيرين اللعيبه كمان بكره هتشوف يا كابتن عاملين ازاي, اللي هو اكرم بينتظرهم مستقبل كبير يا كابتن امير مع النادي الاهلي. اكيد اكيد احنا منتظرين منهم تاني يا كابتن. العربي العربي يعني بدري العربي, العربي طبعا ما شاء الله بدري. حتى في المركز ده اللي يؤدي بصوره جيده ممكن ما حدش ياخد باله منه, بس انا متابع العربي لان انا بميل لمركزي شويه وحب اشوف مين اللي موجود. خلي بالك اكرم كمان بيلعب ساعات باك يمين كويس. اكرم دلوقتي كابتن على مستوى منتخب مصر احنا بنتمنى ان نشوف طرفين فعلا في كل الانديه, لكن لما بتشوف في النادي الاهلي موجود محمد هاني وتحت منه العربي وبيؤدي بالصوره دي, انا بشوف ان العربي مستوى كويس قوي يعني مستوى كويس جدا ويستاهل ان هو يبقى موجود فوق وعنده الثقه ان هو يلعب. عنده شخصيه منتخب الشباب كمان منتخب الشباب بيلعب كذا مركز العربي برضو يعني عندنا الحمد لله قطاع ناشئين عندنا اولاد كويسين العربي كمان من ابرزهم بيلعب في كذا مركز. ف
فان شاء الله المستقبل ليهم، واحنا كمان ان شاء الله بدايه من بكره يا رب بنقول يا رب ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي عشان نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله يوم 5 ديسمبر باذن الله. شكرا كابتن احمد صديق. شكرا. بشكرك يا كابتن هاني جدا. شكرا ليك يا كابتن احمد، نورتنا. شكرا كابتن امين، شرفتنا النهارده. كابتن امين نورتونا وشرفتونا، ويعني ان شاء الله باذن الله دايما كده في افراح وبطولات ان شاء الله باذن الله. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير مشاهدينا، وان شاء الله يعني نلقاكم على خير يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله في البيت الكبير.